الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على حضراتكم. النهاردة الخميس 8 مارس 2018. أهلا بيكم في أولى حلقتنا لهذا الأسبوع من مساء دريم. الحقيقة كل مرة بنقابل فيها حضراتكم على الهواء بنقعد زملائي وأنا قبلها نفكر شوية نفتح الحلقة بإيه. بنختار موضوع كده في حدود دقيقتين ثلاثة ما يسمح به يعني وقتنا في الانترو السريعة دي إن احنا نتكلم مع حضراتكم فيه أو ندردش مع بعض عليه. والحقيقة إنه النهاردة ما لقيناش حاجة ولا صورة أبهج وأجمل من إن احنا نتكلم عن الشباب المصري. الشباب المصري اللي طول الوقت بتراهن عليه الدولة ومؤسسات الدولة بإنه قاطرة التنمية وأمل حقيقي لهذا المستقبل والصانع الأول لكل الأحداث. هنبدأ معاكم بالشباب المصري بخبر مفرح ومبهج ومشرف يبعث على التفاؤل، وبيعتبر الحقيقة نموذج أو الثمان نماذج اللي هنقدمها في الخبر الأول ده الحقيقة جزء مشرف للشباب المصري وصورة وواجهة حقيقية نفخر جميعا بها. مجلة فوربس المتخصصة في ترتيب الأفضل حول العالم نشرت قائمة برواد الأعمال ويمكن بعض المشاهير وبعض المبتكرين ذوي الأصول العربية من الشباب اللي تحت سن الـ30. كان ده الكرايتيريا أو المعيار أو التصنيف اللي هي وضعته إنه يكونوا تحت سن الـ30. كان من بينهم 8 من المصريين، 8 مصريين نبغوا في مجالات متعددة، هم ومعهم بعض شركائهم نبغوا في مجالات التجارة، في مجالات الأعمال، التكنولوجيا، الاختراع، الابتكار، الإلكترونيكس، النشر الإلكتروني وما إلى ذلك. الثمان مصريين دول الحقيقة الثمان شباب المصريين دول اللي هم سن الـ30 وما تحته، الحقيقة إنه لو نطول والمفروض لو بنتكلم فير الصح إن كل واحد فيهم نعمل عليه حلقة كاملة، كل شخص منهم نعمل عليه حلقة كاملة ونقدمه كنموذج حقيقي يفتخر به كل مصري ويكون قدوة حقيقية للمصريين. لكن خلونا سريعا جدا معلش عشان وقت الحلقة نقول من هم هؤلاء الثمان مصريين، الثمان مصريون اللي دخلوا في قائمة فوربس للشباب الأفضل على مستوى العالم. معانا علي محمد وهو عنده 23 سنة. علي مؤسس تقنيات فوند. إيه تقنيات فوند دي؟ هذه التقنية بتمكن المصابين بفقدان السمع من تصور الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. مصطفى أنديل عنده 25 سنة، شركائه محمود نوح وأحمد صباح، والتأسيس المشترك ده كان لإحدى الشركات اللي بتدعم تطبيق حجز الأتوبيس الخاص من خلال أسعار رحلات أرخص بنسبة 70% من خدمات النقل الأخرى. نور أحمدين بيخدم الملايين من خلال تطبيق لإحدى شركات النقل الخاص برضو، حتى أصبح رئيس تطوير التسويق والأعمال في الشركة. مصطفى أمين وشريكه محمد خيرت قام بتأسيس مؤسسة إعلامية حصلا على أكثر من 250 ألف فولور أو متابع ليهم من فيسبوك وأكثر من 500 ألف زيارة شهرية بشكل شهري. رامي هلالي اعتمد على تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وأسس شركة بتقوم على صناعة الأقمشة الخاصة من القطن الخام. هيثم عاصم عنده 29 سنة، والحقيقة إنه قام بإطلاق أو أطلق عليه لقب أصغر مخترع في تاريخ IBM في 2014 بعد ما نشر أوراق طبعا عديدة في مؤتمرات مختلفة كتيرة جدا وحصل على أكثر من 35 براءة اختراع في مجالات المدن الذكية والمجالات الاصطناعية المختلفة التكنولوجي يعني. مصطفى حمدان بدأ نشاطه من الجراج وأسس شركته وهي قائمة على شركته ريسايكلوبيكيا اللي بتقوم بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية وبيعها، ودلوقتي هي بتبيع حوالي 360 طن من النفايات سنويا وتقوم بتدوير حوالي 70% من نفايات مصر الإلكترونية وتوسعت لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا. أما الشاب الثامن في هذه القائمة حبيب الملايين حبيب المصريين محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول لكرة القدم، صاحب 25 عام واللي الحقيقة قاد المنتخب المصري لنهايات كأس العالم مونديال وصعد إلى المركز الثالث في جائزة الحذاء الذهبي لأوروبا اللي عطيت لأفضل هدافي القارة الأوروبية. الحقيقة إنه الثمان نماذج دول للثمان شخصيات دول
لما تتفرج عليهم ولما تقرأ عن السير الذاتية بتاعتهم وكفاحهم وصمودهم هتعرف قد إيه مصر فيها خير كتير جدا متمثل في هذا الشباب. احنا حبينا نبدأ بهذه النماذج الإيجابية المحترمة المشرفة لأنه لازم طول الوقت وسط العتمة تدور على النور، النور في النماذج التمانية دي وزيهم كتير قوي. لكن العتمة في بعض النماذج اللي شفناها امبارح في استاد القاهرة، من يطلقون على أنفسهم الألتروس الشباب، طبعا احنا كلنا تابعنا بالأمس وشعرنا بالحزن والأسى، بعض الشباب اللي بيكسر الاستاد، بيسيء إلى مؤسسات الدولة المصرية، يهتف ضد الدولة المصرية، يسيس مباراة. الحقيقة محدش عارف هم رايحين يشجعوا كورة ولا رايحين يتكلموا في السياسة، ويقوموا بأفعال يندى لها الجبين، وللأسف إنها تجعلنا جميعا نخجل أن تكون هذه هي أو يكون هذا هو المستوى الذي يصل إليه بعض شبابنا. وبحط تحت بعض خطوط كثيرة جدا من تشجيع كرة القدم. إذا كان الشباب دول اللي كانوا امبارح في الألتراس في الاستاد، اللي ولعوا الشماريخ، اللي قاموا بحرق وتكسير كراسي وعنف وألفاظ مسيئة وهتافات وتصرفات غير مسؤولة واشتباكات مع رجال الأمن. على فكرة بمناسبة موضوع الاشتباكات استفزني جدا إنه على قرب بقى بالليل امبارح متأخر تسمع طبعا في بعض المواقع المختلفة مش المصرية، يعني في بعض المواقع الأجنبية تسمع يقول لك اشتباكات متبادلة بين شباب مشجعون كرة القدم وبين الأمن المصري. لا معلش، ما كانتش اشتباكات متبادلة، عشان في فرق كبير، وأعتقد إحنا أصبح لدينا وعي أكتر بقى دلوقتي باللي بيحصل. هذه لم تكن يا سادة اشتباكات متبادلة، دي كانت ببساطة شديدة جدا أعمال عنف وشغب غير مقبولة وغير مسموحة، ولن يسمح بها، ولن يسمح بها المصريون أنفسهم على فكرة كمواطنين، ولن تسمح بها مؤسسات هذه الدولة. بعد الآن قامت الأجهزة الأمنية إذن بالتعامل معها. وأعتقد أنه التون اللي دايما بيحصل الحقيقة وبنسمعه في الحاجات دي كلها، تلاقي الناس بقى انبارت تدافع وتقول لك ارحموهم، معلش عيال غلطت، معلش شباب ما أخدوش بالهم. أنا الحقيقة سعيدة أنه لم نسمع هذه العبارات بالأمس، بالعكس الناس كلها بتقول لك لازم يعاقبوا بالقانون، لأنه الحقيقة أنه ما يفعله هؤلاء الشباب اللي جايين، واضح انه الهتافات اللي قالوها واللي سمعناها دي كلها كانت متنظمه ومتوضبه من قبلها. ما اعتقدش انه هذه الهتافات جاءت يعني وليده اللحظه، دي متوضبه قبلها ومعروف هيكتبوا ايه ومعروف هيقولوا ايه ويوزعوا نفسهم مجموعات ازاي. عموما طبعا الجديد انه النيابه العامه بتحقق طبعا في الموضوع، واعتقد ان كل الاطراف المعنيه هتسمع ارائها واقوالها في تحقيقات النيابه، ونتمنى تحقيق القانون. لكن الحقيقه انه هذا المشهد لا يمكن ان يتكرر ابدا، لانه لا هو ده الشباب المصري ولا هي دي جماهير الكره المصريه. لانه الحقيقه كمان انه اكثر جماهير العالم تعصبا اللي هي انجلترا، طبعا كلنا عارفين الشعب الانجليزي هو الاكثر تعصبا على مستوى العالم، لو حصل عنده 1 على 1000 من اللي الشباب دول عملوه امبارح داخل الاستاد، صدقوني كنتوا هتلاقوا الشرطات البريطانيه بتتعامل بعنف حقيقي، وهنا بقى كانت هتقع اشتباكات، وما كنتش هتسمع بني ادم واحد ولا لجنه حقوق انسان واحده في العالم بتقول للشرطه البريطانيه معلش والنبي دول شباب صغيرين كأنهم إخواتكم، معلش عدوها المرة دي. دولة القانون ومؤسسات القانون ومؤسسات الدولة ومؤسسات التي تطبق القانون، هذا هو ما نسعى إليه جميعا في مصر الجديدة. بمناسبة بقى الأخبار الحلوة وبمناسبة الأخبار الجميلة اللي بدأنا بها النهاردة والنماذج المشرفة، تبقى دائما المرأة المصرية هي النموذج أيضا الأبرز. النهاردة 8 مارس يوم المرأة العالمي، وأغلب مؤسسات العالم الحقيقة اختلفت كل على طريقته، لكن في مساء دريم فكرنا إزاي نقدر نقول للمرأة المصرية شكرا، شكرا لكل سيدة مصرية جميلة ربت وتعبت، شكرا لكل سيدة مصرية ربت نماذج للثمان نماذج اللي في الأول اللي احنا اتكلمنا عنهم وقدمناهم، النماذج المشرفة، الشباب المحترم المجتهد اللي بيحب الوطن ده بجد وبيخاف على بلده بجد. شكرا لكل ستة مصرية استحملت غلى الأسعار وزحمة المواصلات، شكرا لكل ستة مصرية في الانتخابات هي اللي تصحي جوزها من النوم وتقول له يلا اتفضل ورانا انتخابات عشان البلد دي لازم ننزل ندلي بأصواتنا. كل سنة كل ستة مصرية، كل بنت مصرية جميلة وبخير، كل سنة
والمرأة في العالم كله طيبة وبخير. خلينا نروح لمجموعة أخبارنا. العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة قال النهاردة، وده كان في خلال المؤتمر الصحفي، أن أبطال القوات المسلحة والشرطة مستمرون في تنفيذ المهام المقدسة بروح معنوية عالية جدا لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، وأن العمليات مستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها المخططة. وفي خلال كلمته الحقيقة كمان أشار إلى أنه خطط وبرامج التنمية الشاملة في سيناء لم تتوقف بالتزامن مع الحرب على الإرهاب. الحقيقة كمان أنه المتحدث العسكري القوات المسلحة أضاف خلال وقائع هذا المؤتمر الصحفي الثالث للعملية الشاملة سيناء 2018 اللي نظمته طبعا إدارة الشؤون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، وكان حضره طبعا عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المعتمدة في مصر، واستعرض فيه ملخص لنتائج أعمال القتال على مدار الأسابيع الماضية، وإيه أبرز مستجدات الموقف الحالي لخطة المجابهة الشاملة اللي بتنفذها القوات المسلحة والشرطة القضاء على هذا الإرهاب بكافة الاتجاهات الاستراتيجية. أضاف أنه هذه الحرب زي ما قلنا ما زالت مستمرة. وحيانا كنت قلت يمكن الأسبوع الماضي أنه فكرة هذه المؤتمرات الصحفية وهذه البيانات التي تصدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة مفيدة جدا ومهمة جدا، لأنها بتجعل المواطن المصري طول الوقت في ترابط مع المعلومات وترابط مع القوات المسلحة لمعرفة المستجدات على الأرض. تعالوا نشوف مع بعض جزء من هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نستكمل باقي أخبارنا. النهاردة احنا في اليوم في نهاية الأسبوع الرابع منذ بدء العمليات، وهكون بإلقاء الضوء على نتائج أعمال قتال القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، والتي تتلخص في الآتي: تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية، القضاء على 105 فرد تكفيري، القبض على 2829 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية،
وهذا السياق يا فندم احنا تم الافراج عن عدد كبير من العناصر المقبوض عليهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونيه وثبوت عدم تورطهم في اي قضايا مع تسليمهم كافه المتعلقات الشخصيه. تدمير 1907 وكر ومخزن للعناصر الارهابيه تستخدم في الاختباء وتخزين الاحتياجات الاداريه والطبيه والاسلحه والذخائر والالغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفه. مع اكتشاف وتدمير 2 مركز اعلامي و2 مركز ارسال تستخدمها العناصر الارهابيه واكتشاف وتدمير 471 عبوه ناسفه وكميات كبيرة من مادة السي 4 والتي ان تي والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة واكتشاف وتدمير وضبط عدد 157 عربة و387 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية مع اكتشاف وتدمير وضبط عدد 41 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية وضبط 129 بندقية خرطوش و461 فرد أثناء محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية مع قيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. ده طبعا بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وتم تدمير 116 مزرعة لنبات البانجو المخدر وضبط 51.6 طن من المواد المخدرة و2 مليون و150 ألف قرص مخدر ونتيجة الأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية وتعزي القوات المسلحة شهداء الأبرار وتتمنى من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وطبعا بيتم تعويض المتضررين ووصل إجمالي حجم التعويضات حتى الآن إلى حوالي 900 مليون جنيه مصري. طبعا يا فندم خلال الأسابيع الماضية برز محاولة الأبواق الإعلامية المناهضة للدولة وكذا التابعة للتنظيمات الإرهابية بتحفيز العناصر الإرهابية على القتال ضد قوات الجيش والشرطة المصرية فضلا عن محاولة بث رسائل سلبية تضر بسير العمليات ونؤكد على كافة وسائل الإعلام بعدم تناول أي أخبار مغلوطة وغير صحيحة والرجوع إلى المصادر الرسمية. النهارده الرئيس السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه اناب الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه بمدينه نصر، طبعا ده في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد والمحارب القديم، ده بيواكب ذكرى استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحه الاسبق وبيكون في التاسع من مارس اللي هو كان في التاسع من مارس طبعا عام 1969، والحقيقه انه القائد العام يعني قام بمرافقه الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع الزهور باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وطبعا زي المراسم بتحصل كل سنة عزفت الموسيقات العسكرية عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. في جهود بعض مؤسسات الدولة بتبذلها لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخصوصا المقيمين في الخارج وإحنا إن شاء الله لو لينا عمر بكرة في حلقة مساء دريم بكرة بالليل إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم على المصريين في الخارج من جوانب كثيرة جدا لكن الحقيقة أنه في بعض الجهود من بعض مؤسسات الدولة مهمة جدا ولازم نلقي الضوء عليها لأنه فكرة أنك تربط الشباب اللي بيتولد بره مصر أو اللي بيتولد في مصر بس في سن صغير قوي بيسافر بره مصر فكرة انك تفضل طول الوقت رابطه بالوطن ومتابع معاه هو بينشأ ازاي هو ازاي مفاهيم الوطنية عنده حبه واحترامه للقوات المسلحة المصرية قواته المسلحة المصرية قيمة الوطن بالنسبة له دي مهمة جدا انك تتابع ده من ضمن مؤسسات اللي بتعمل الدور ده القوات المسلحة
ودي الحقيقة كانت بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نظمت الدورة التثقيفية الخامسة من الأمن القومي لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج. دي بتستضيفها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويمكن حضرت الندوة طبعا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وكان فيها الحقيقة موضوعات مهمة جدا متعلقة بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات، ايه التطورات اللي في الأوضاع الإقليمية والدولية، ايه انعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ايه الجهود اللي الدولة طول الوقت بتحاول تبذلها عشان تدعم مقاومات التنمية الحضرية على أرض مصر. الدورة كان فيها عرض في الفيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا. أكاديمية ناصر العسكرية العليا على فكرة دي أكبر صرح علمي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن القومي بأبعاده كلها، اجتماعية والاقتصادية والسياسية العسكرية، مش بس في مصر. اتعرض كمان في الندوة دي فيلم حكاية وطن اللي بيستعرض يعني ما تم تحقيقه إنجازات وما تم تحقيقه وجهد كبير الحقيقة للشعب المصري. في ناس ممكن تسأل طبعا لما تسمع ده، في ناس ممكن تقول يعني الحاجات دي والندوات دي لما تقام ولما أبنائنا من الجيل الثاني والثالث بره مصر يشوفوا الحاجات دي تفرق معاهم؟ تفرق معاهم طبعا لوحدها الجهود دي، لا طبعا اكيد دور الام والاب في الغربه في بلاد المهجر زي ما بنسميها، وحتى لو مش بلاد مهجر بعيده، حتى لو دول شقيقه ودول يعني في الجوار، لكن الاطفال لو عايشين او الشباب وسن المراهقه لو عايش فيها طول عمره مهم جدا انك تربطه ببلده الام، وما تقولش لما يبقى يكبر ان شاء الله ويخلص ثانويه عامه او يخلص الجامعه يبقى ينزل مصر بقى ويبقى ساعتها يحتك ويشوف الدنيا. لا، لازم تعلمه ده من وهو صغير حتى لو هو بره مصر. عندك اساليب كتيره جدا، واعتقد ان التكنولوجيا والانترنت دلوقتي مش يعني خلاص بقى كل حاجه دلوقتي بقت موجوده بسهوله جدا، لكن فكره انك تربط ولادك ولاد المصريين في الخارج اللي اتولدوا بره او اتولدوا في مصر بس من هو سن صغيرين طلعوا بره مصر، دي الحقيقه انك تربطهم بالوطن دايما. واللي بيحصل الحرب في سيناء، مش معقولة شاب مصري أو مراهق أو طفل مصري ولد أو بنت يبقى عايش بره مصر حتى لو في أمريكا لو في أي حتة ومش عارف الحرب اللي احنا بنحاربها في سيناء، مش عارف الخطر اللي على الدولة المصرية، مش عارف الجماعات الإرهابية بتعمل فينا إيه، مش معقولة ميبقاش عارف حوادث الكنائس اللي حصلت عندنا وسببها إيه، مش معقولة مش عارف حادث مسجد الروضة اللي حصل عندنا وحصل فيه إيه. لازم نبقى طول الوقت عارفين ده ومرتبطين بقضايا الوطن الأم والاقتصاد كمان، مش بس الإرهاب والأمن القومي والجوانب الاقتصادية كمان عشان يبقوا عارفين كل حاجة. الشرطة وزارة الداخلية المصرية كمان نظمت حفل لتكريم أهالي شهداء الشرطة خلال الأسبوع اللي فات. طبعا الحفل حضروا اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية ومساعديه وعدد كبير من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية. وزير الداخلية الحقيقة قال في الكلمة اللي قالها إنه هذا الوطن يستحق التضحية بالغالي والنفيس ليبقى آمنا مطمئنا بفضل تضحيات أبنائه التي ستكون نورا ومنارة للأجيال القادمة. نروح إلى مجموعة أخرى من الأخبار المهمة جدا. تعالوا كده نشوف التعليم، عندنا مجموعة من الأخبار المهمة. أنا عندي خبر الأول عن منظومة التغذية المدرسية ناخده الأول. طبعا احنا عارفين ان موضوع التغذية المدرسية قعدنا فترة طويلة ربما سنوات طويلة قوي عندنا مشكلة فيه، وقبل كده كان في حوادث تسمم، وجبات مش لطيفة قوي، مش أحسن حاجة في الدنيا بتتقدم للأطفال، وفكرة المنظومة المدرسية التغذية المدرسية دي مين بيتحمل مسؤوليتها وما إلى ذلك. الحقيقة انه الرئيس اجتمع النهاردة مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وسيدة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الرئيس وهو في الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة استعدادا لتطبيق منظومة التغذية المدرسية. أنا هنا الحقيقة أول ما أسمع موضوع منظومة التغذية المدرسية وربما البعض يرى أنها يعني مسألة ليست هامة ولكنها بالعكس مسألة هامة جدا لأسباب كثيرة جدا نناقشها ونفهم ما الذي تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع مباشرة مع معالي الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. معالي الوزير تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك.
يعني أنا عندي كذا سؤال هسأل حضرتك عليهم، لكن خلينا في البداية نتحدث عن منظومة التغذية المدرسية. وطبعا حضرتك يعني أكثر منا علما ودراية أنه هي مش بس فكرة أنها بتبقى وجبة أو سناك في منتصف اليوم فبتقوي الأطفال على استكمال اليوم الدراسي، لكن كمان فكرة أنه يعني من بعض الأسر المحدودة الدخل جدا بيبقى الطفل ده الوجبة دي بالنسبة له شيء مبهج ومفرح جدا. ماذا توصلتم إليه معالي الوزير بخصوص انتظام تقديم الوجبة المدرسية بسلامة تامة لأطفالنا؟ والله يا فندم زي ما حضرتك قلتي الوجبة دي هامة جدا من جميع النواحي، لأنها خصوصا للأطفال اللي في رياض الأطفال ده جزء أساسي بناء العقل والجسم في نفس الوقت، وفي بيوت كثيرة بتكون فعلا مصدر غذائي رئيسي ليهم رغم انها وجبة يعني متواضعة نسبيا ولكن تمثل قيمة كبيرة. احنا جالنا شكوك في مارس اللي فات ان في بعض حالات اشتباه في التسمم، لما جات وزارة الصحة وزارة التضامن وكلنا رحنا معامل كثيرة وتأكدنا ان ما كانش في حالات تسمم، ولكن مع هذا كان الرئيس وجه ساعتها بإيقاف التغذية حتى إذا كانت شبهة في التسمم. واستفدنا من الوقت ده إن إحنا رجعنا المنظومة كلها، مين اللي بيورد وبيتخزن فين والتعاقدات بتتم إزاي واختيار الوجبة والقيمة الغذائية. المنظومة دي داخل فيها مؤسسات كتير قوي في الدولة، كان دولة رئيس الوزراء بنفسه بيشرف على هذا، كان فيه طبعا التربية والتعليم بس معانا بقى التضامن الاجتماعي والصحة والزراعة والتموين، فكل الأطراف كانت حاضرة شهور طويلة وراجعنا إجراءات المناقصات بتتم إزاي بتتم، وقررنا أنها يتعمل عقد موحد ومواصفات مركزية توزع على المديريات واختيار مركزي وبعدين التعاقد يبقى على مستوى المديريات. وتابعنا ده وهيئة سلامة الغذاء قامت بدور رائع في متابعة كل الشركات اللي تقدمت، تم زيارتها وتصويرها ودراسة معايير النظافة والجودة فيها، فاحنا ما خدناش غير الشركات اللي عدت من البحث بتاع سلامة الغذاء. بعد كل ده يعني تفاوضنا بقى معاهم وحاولنا نغطي كل المحافظات ونشوف إذا كانوا يقدروا يوردوا يوميا عشان ما نضطرش نخزن والحاجة تبوظ في التخزين. حتى هذه التفاصيل زرنا جميع المدارس نشوف لو فيها أماكن للتخزين ولا لا، فكانت دراسة يعني شاملة على مستوى الجمهورية. وعرضنا كل ده على السيد الرئيس لأنه هو كلف بهذا، لما وقف التغذية قال قبل ما ترجعوها لازم أشوف توصلتوا لإيه. فإحنا يعني الحقيقة هو لم يكتفي بالتقارير المكتوبة، هو طلب إن إحنا نروح بنفسنا ونتناقش في ده قدامه ونبقى معنا كمان نماذج من الوجبة دي عشان نشوفها بنفسه، وده اللي حصل النهاردة وراجعنا كل ده. وهو أمر في الآخر الرئيس طلب يشوف نموذج من الوجبة اللي هتتقدم للطلبة؟ طبعا شافهم واحدة واحدة، اللي بياكلوه رياض الأطفال واللي بياكلوه طلبة ابتدائي والفطيرة بتاعت وزارة الزراعة، كل ده هو شافه وتذوق بعض هذه الوجبات بنفسه عشان يعرف الولاد بتشوف ايه بالضبط، وأرى القيمة الغذائية اللي عليهم، يعني جميع التفاصيل طيب عدينا عليها. طيب معالي الوزير، عشان نتحدث عن الارتقاء بمستوى الجودة وزي ما حضرتك قلت فكرة التخزين، وانا عارفة ان موضوع جودة التخزين ده كمان كان عامل يعني كان فاكتور او عامل مؤثر ومهم جدا وبسببه يمكن كان بتحصل بعض المشاكل، عشان نرتقي بكل هذه العوامل معناها انه في كلفة زيادة هتحصل اكيد. التكلفة هنا يا فندم دي هنتحملها ازاي ومن موازنة ايه؟ يعني ازاي يا فندم هنتحمل هذه الكلفة؟ والله بصي لا يعني احنا الموازنات طبعا ما بتزيدش بسهولة، ولكن احنا بندور على حلول اكثر يعني حلول ذكية شوية. فاحنا لقينا وسيلة السنة الجاية، احنا دلوقتي طلع قرارين، في قرار باستكمال التغذية المدرسية لما تبقى من العام الدراسي الحالي، وبالتالي احنا كوزارة التربية والتعليم هنوجه المديريات انها تشرع في إعادة التغذية بدءا من الأسبوع الجاي، ده أول جزء. الجزء الثاني يعود على السنة الدراسية اللي بعديها بقى اللي هيبان فيها نتيجة الدراسة دي. إحنا هنلجأ لشركات كبرى يعني نفاضل بينها إن شاء الله، وتاخد نستخدم اقتصاديات السوق الكبير شوية بحيث إن إحنا
نبقى بنفس الميزانية نقدم خدمة أفضل ويبقى المسؤولية مباشرة تقع على المورد، نطلب منه ان هو يدينا يعني ما معناه تسليم مفتاح، يعني هيورد ويخزن ويبقى مسؤول عن النقل والتخزين لحد ما توصل لباب المدرسة، عشان احدد المسؤولية هنا يا فندم عند جهة واحدة. بالضبط، لان كان من ضمن المشاكل اللي رصدتها يعني هيئة الرقابة الإدارية انه كان في ما يسمى شيوع في المسؤولية، اطراف كثيرة جدا جدا داخلة، فكان صعب نعرف مين المسؤول بالضبط. فاحنا ده من ضمن الدروس الكبيرة اللي استفدناها، فعشان كده هنلجأ لحلول يعني اوضح كتير مع عدد اقل من الموردين بس مستوى اعلى من الجودة ومسؤولية مباشرة بقى. يعني ان شاء الله من الاسبوع الجاي زي ما حضرتك ذكرت هيبقى فيه يعني طرح الوجبات دي بجودة اعلى، ولكن ان شاء الله من العام الدراسي المقبل هنحس بقى بالفرق الحقيقي على بال بنجهز الورق والموردين وكل العوامل حضرتك ذكرتها دقيق كده. يعني بالضبط، والرئيس وجه النهاردة بإعادة التغذية السنة دي وبالبدء من بكرة في التحضير للسنة دي. سؤالي الأخير لحضرتك يا معالي الوزير، حضرتك كنت منذ أيام قليلة في اليابان، الجولة دي يا فندم أو الزيارة دي كان هدفها إيه، وإيه أخبار التجربة والشراكة اليابانية يا فندم معانا؟ الناس كلها بتسأل الحقيقة، لأنه أنا عايز أقول لحضرتك يا معالي الوزير في ناس مش عارفة قوي إيه تفاصيل التجربة اليابانية، بس أولياء أمور كتيرة لما عرفوا إن هي يعني أي بي سي فيها إن أنا بعلم الطفل إزاي يعتمد على نفسه وبعلمه الديسيبلين وبعلمه السيلف هايجين والجرومينج والحاجات بقى دي كلها اللي للأسف طبعا غايبة عن أغلب مدارسنا باستثناء المدارس الانترناشونال يمكن هي اللي بتعلمها، حقيقي مهتمين جدا ان هم يسألوا على النموذج الياباني في التعليم. لا حضرتك طبعا يعني قلتي بطريقة واضحة جدا، اولا العلاقة بين مصر واليابان، التعاون بين مصر واليابان في التعليم وفي طبعا امور اخرى اكثر من ممتاز. الرحلة دي كانت الحقيقة يعني سرية جدا رغم قصر المدة، ولكن احنا بنخطط والرئيس على رأس اولوياته اطلاق هذا النوع من المدارس. ليه؟ لان ده بيبني شخصية الطفل في المقام الاول. في اليابان التعليم يعني اساسه بناء الشخصية مش المواد نفسها. النموذج الياباني، ما بنقول مدارس ياباني مش قصدنا مدارس باللغة اليابانية او المنهج الياباني، لا صحيح، احنا واخدين منهم طريقتهم في بس عقيدة معينة وشخصية معينة في الأطفال. ده اللي شفناه هناك، احنا رحنا زورنا المدارس من أول الحضانة لحد ابتدائي وإعدادي والمدارس الفني عشان نشوف بعينينا، وقعدنا معهم في الفصول وكلنا معاهم وشفنا بيعملوا ايه بالضبط. behavior يعني يا فندم، البيهيفير هو كله عن بالضبط السلوكيات، العمل الجماعي والصدق والامانه والالتزام والنظافه والنظافه وعدم يعني هناك مثلا لا يمكن طفل يسيب رزايه في طبقه بعد الاكل، عيب جدا انه يسيب اكل، عيب انه يرمي حاجه. صحيح. طبعا موضوع النظافه وموضوع الالتزام بالقواعد وبالوقت واحترام الوقت واحترام راي الاخر هناك ما بيعملوهوش في صوره خطابه، مش بيديلهم محاضره، هم بينفذوا ده، هم عرفوا ينفذوه. الحقيقه اللي شفناه في اليابان يعني ملوش مثيل لا في الغرب ولا في الشرق، وبالتالي احنا بنحاول ناخد منهم ده. وعشان بس الناس تبقى يعني اسعد شويه، احنا مش صحيح في مدارس يابانية مبنية بالمواصفات دي وفيها الأنشطة دي بطريقة مكثفة، ولكن احنا اتفقنا معهم كمان انه هناخد نسخة من هذه الصفات او الاسلوب ونطبقه في نظام التعليم الجديد اللي ان شاء الله هنعمله السنة الجاية في اولى ابتدائي، بحيث ان الفائدة تعم على ال 2 مليون طفل اللي هيخشوا اولى ابتدائي. هو يعني اعتقد يا معالي الوزير اقرب حاجه للفكر الياباني في التربيه الراهبات، مدارس الراهبات الاقرب تقريبا ليها، كل اللي حضرتك ذكرته ده امثله مدارس الراهبات الحقيقه بتهتم جدا بيها في تعليم الاطفال. على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه لو قريتي المحتوى بتاع فلسفه اليابان في التعليم اللي هم حاطينها بطريقه يطلق عليها التوكاتسو، التوكاتسو ده هو اسلوب حياه عند اليابانيين، هو يعني نموذج الشخصيه اليابانيه، الكبار اللي احنا بنشوفهم اتربوا بالشكل ده، فالرئيس لما زارهم اعجب جدا بهذا النموذج.
ونفسه ينقله لمصر. فاحنا رحنا شفناه فعلا رؤية العين، بس استغربي حضرتك انه كل الصفات اللي هم بيعلموها لهم وكل الحاجات اللي بيجسوها فيهم صحيح. موجودة في الديانات بتاعتنا صحيح، بس هم عرفوا يطبقوها صحيح. فمدارس الراهبات يا فندم يعني بيعلمونا واحنا صغيرين لما تدخل على فصل تاني عشان تستلف تبشير او حاجة تخبط على الباب وممنوع تفتح باب الكلاس الا لما الاستاذ جوه يقولك اتفضل. يعني الحاجات دي يا فندم دلوقتي مش موجودة اصلا عندنا، يعني خلاص راحت نتيجة طبعا بقى مشاكل عوامل كتيرة قوي على مدار سنوات طويلة يا فندم. نفسنا السلوكيات دي ترجع تاني زي الاول. نفسنا هو طبعا هي مجموعة سلوكيات فعلا وبيبسوها، هي العبقرية في الطريقة اللي بيعرفوا يبسوا بيها ده في الأطفال صحيح. وهو ده بقى العبقرية الحقيقية، فاحنا بنحاول نلقط ده منهم. وعشان كده الكلام بينا كان على هندرب المعلمين ازاي والإداريين ونظار المدارس، واتفقنا معهم يبقوا معانا في تطبيق التجربة أول مرة. فاحنا مستهدفين ان شاء الله 45 مدرسة من دول يفتحوا في سبتمبر 18، وهنفتح باب القبول للاختيار للمدرسين والإداريين قريب جدا علشان دول اللي هيتم تدريبهم، وفي منتصف الصيف كده هنفتح باب القبول للطلاب بره. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا معالي وزير، بس يعني هستسمح حضرتك في حاجه، انه استغل وجود حضرتك معايا على التليفون لنقل استغاثه حقيقيه من بعض اولياء الامور لحضرتك لو تسمح لي بدقيقه من وقتك، لانه دي امانه. واحنا الحقيقه نزلنا صورنا بالكاميرا وربما بعد يعني لحظات هنشوف التقرير، بس انا هقول لحضرتك عشان لا ابقيك على التليفون واخد من وقت حضرتك. الحقيقه طلاب اولياء امور طلاب مدرسه الاورمان في الدقي امنونا هذه الامانه ونزلنا ليهم النهارده بالكاميرا، لانه كان في عندهم وقفه بخصوص كثافه الفصول عندهم بتزيد على 100 طالب، فجت اداره المدرسه فكرت ان هي تقسم ال الكلاسز او الفصول لجزئين، برضو ما زالت الكثافه الطلابيه ما زالت عاليه بعد حتى ما قسموا اليوم الدراسي الى فترتين. وفي النهايه في بعض الفصول بتتظلم لانه الطلبه بيروحوا يومين بس في الاسبوع، وبالتالي التحصيل الدراسي بالنسبه لهم شبه معدم. هل استسمح حضرتك تتفرج معانا على هذا التقرير مدته دقيقتين بالظبط يا فندم؟ والله اذا امكن يا معالي الوزير. معلش لا انا مع حضرتك، انا سامع مش شايف الصوره بس يعني ممكن اقعد اسمع. اشكر حضرتك يا معالي الوزير، احنا يعني الصوت حضرتك هتسمعه وتسمع اولياء الامور بيتكلموا، لانه دي امانه الحقيقه اتامناها في اعناقنا. نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع لمعالي الوزير ان شاء الله، نتمنى انه نجد عنده الحل. غضب شديد سيطر على أولياء أموري بمدرسة الأورمان الرسمية للغات بعد قرار وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن يقسم أطفال مرحلة الروضة بالمدرسة إلى مجموعتين نظرا لكثافة الأعداد، مما أدى إلى حرمان الأطفال من جميع الأنشطة التعليمية. القانون ده إن هما بيقولوا إن الكيجي تبقى 3 أيام مش 5 أيام، واحنا قلنا ماشي مش مشكله كيجي، انا ممكن ان انا اسس ابني في فتره كيجي 1 وكيجي 2 هقدر ان انا امشي معاه على اساس ان انا كان عندي خبره لعيالي قبل كده، بس لما اسمع ان القرار ده عايز يتطبق على سنه اولى ابتدائي دي مشكله في حد ذاتها، لان ده مش تعليم حكومي عادي، ده تعليم تجريبي، يعني مناهج تقيله، يعني مناهج صعبه. في دلوقتي كثافه في التقديم وفي التنسيقات، احنا وصلنا لغايه دلوقتي للتنسيق الثامن، وصل كثافه الفصل ل 100 طفل وفوق ال 100، قسمتهم على مجموعتين كي جي 1 دلوقتي السنه دي 55 و54 في كل مجموعه، برايمن 1 هيطلعوا الفصل ازاي يبقى 110 و115 و100. يعني عندنا اماكن ممكن نبني جوه، عندنا اماكن يعني اماكن تسيح كذا مبنى، ما نبني مبنى مدرسه الاورمان تقعد تحل لنا المشكله دي. انت السنه اللي فاتت قلت هتبني، السنه عدت ما بنتش، جت او من يومين على الهوا بتقول لك هنبني، هتبني امتى؟ هو انت كل سنه بتقولوا هنبني هنبني هنبني، اسطوانه حافظينها، كل اماكن مودي فيها شكوى ان احنا رافضين القرار ده اللي بتقول لك انتم موافقين، وقله اللي رافضين، لا ده احنا كتره جدا، الجيزه كلها رافضه. فوجئنا بقرارات طلعت ان هم عملوا لنا فترتين، وبعدين لما جينا اعترضنا ان الطفل يروح فترتين، لان الفترتين كانوا قصيرين جدا، كانوا ساعتين، كان من تقريبا من 8 ل 11، يعني الطفل ما اتعلمش حاجه، فلما جينا اعترضنا راحوا عملوا لنا 3 ايام و3 ايام، طب انتوا مش بتحلوا،
ده كده مش حل، بالعكس انتوا كل مره بتبوظوا التعليم اكتر. انا عندي ايه بتروح سبت وحد واثنين وبتصفصف كلها على حد واثنين بس، اخوها في ثالثه ابتدائي بتقعد تقول لي اشمعنى اخويا بيروح خمس ايام وانا بقعد في الاسبوع بقعد في البيت. كل يوم بروح ثلاث ايام واخويا بيروح الاسبوع كله وانا بقعد زعلانه، عايزه برضك اروح زي كل يوم، بس عايزه اخد اكاسه، عايزه اروح المدرسه كل يوم. انا مش بتعلم عشان انا بروح يومين، بروح يومين بس، انا عاوزه اروح كل يوم. انا بروح يومين، اللي بروحهم مش بفهم من حاجه، بروح يومين بس وبقيت الاسبوع بقعده. معانا هاتفيا معالي الوزير الدكتور طارق شوقي، بجدد الترحيب بحضرتك يا فندم. معالي الوزير، احنا اخيرا بقى عندنا اطفال هم اللي عايزين يروحوا المدرسه، بيقول لك احنا عايزين نروح المدرسه ومش عارفين نروح المدرسه. والله هو ده الجزء الايجابي الوحيد في بالظبط عرفتي ان الولاد متحمسه. بصي وظيفه الدوله هي تحقيق فرصه تعليم ممتاز لكل طفل فعلا مجانيا، وبالتالي الموضوع اللي حضرتك ذكرتيه ده يهمنا جدا. احنا اولا رصدين موضوع الكثافات العاليه في مش بس في المدرسه دي، في اماكن كتير طبعا. احنا مش في كل الجمهوريه ولكن في مناطق معينه. يعني احنا استجابه لحضرتك عرفتيه النهارده، اولا هنكلم مدير مديريه الجيزه السيده الفاضله دكتوره الهام، هنتكلم معاها عن هذا القرار ونعيد يعني مناقشته بسرعه جدا ارجوك بدءا من النهارده، وهنخليها تتشاور مع الاهالي فيما هو مناسب ليهم لحد ما نعمل المباني الاضافيه برضو كاولويه اولى في المنطقه دي. فيعني انا بس عاوزهم يطمئنوا ان احنا هنمشي في الخطين. حاضر، انا بشكر حضرتك. خط جديد وخط مع المدير في المديريه ان شاء الله، يعني خط حالي ان شاء الله باذن الله علشان بس نستوعب الموضوع، وان شاء الله خط مستقبلي باذن الله يكون قريب جدا. لا ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله. وانا بشكر حضرتك جدا، واتمنى معالي الوزير تكون ضيف عزيز علينا ان شاء الله قريبا في مساء دريم، نفتح مع حضرتك ملفات كثيره جدا. بشكر حضرتك باذن الله. شكرا شكرا حضرتك معالي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي. سعيده جدا انه يعني الرساله الحمد لله تامننا بيها ونقلناها للدكتور طارق شوقي، وان شاء الله باذن الله انا واثقه انه طالما ادى كلمه ان هو فورا هيتواصل ان شاء الله مع الدكتوره الهام مديريه التربيه والتعليم في الجيزه، ان شاء الله يكون في حل. لانه الحقيقه يعني الوقفه كانت النهارده، وزي ما معالي الوزير قالوا يعني اول مره نشوف اطفال هم اللي نفسهم يروحوا المدارس. يعني انا عايز اروح المدرسه، انا مش بروح غير يومين، فيعني لا طالما كده بقى نوديكوا سبع ايام في الاسبوع. ان شاء الله تتحل باذن الله، لانه كثافه الحياه الطلابيه دي كتيره جدا. بمناسبة كمان التربية والتعليم، عندنا كمان خبر بيؤكد انه الوزارة احتسبت ايام الانتخابات الرئاسية طبعا اجازة رسمية في جميع مدارس الجمهورية، وسيتم مد الاجازة في المدارس اللي ستجرى فيها الانتخابات، وذلك حتى تمكن المسؤولين من تهيئة المدارس للانتخابات وتجهيزها مرة اخرى عقب انتهاء الانتخابات للدراسة. مشيرا، ده كان التصريح طبعا لزميلنا العزيز استاذ احمد خيري متحدث وزاره التربيه والتعليم، انه الوزاره ستحدد مده الاجازه للمدارس المنعقده بها الانتخابات في الفتره المقبله عقب تحديد المدارس التي ستنعقد بها الانتخابات. اذا نقلا عن التربيه والتعليم، مد اجازه الانتخابات الرئاسيه بالمدارس التي ستعقد بها لجان الانتخابات اكثر من 3 ايام. خليني اروح لخبر اخر، وده كمان الحقيقه اسعدنا جدا في مساء دريم. دي كانت لفته الحقيقه طيبه جدا وجهد مشكور، ويعني بنشكر الحقيقه عليه القائمين في وزاره الداخليه. كنا عرضنا لو تفتكروا حضراتكم في حلقه سابقه من مساء دريم مجمع مدارس امبابة، والموضوع بقى مشهور جدا، يعني حتى انه الناس بقى بتسالنا في الشارع عنه. ده المجمع، ده جزء من التقرير اللي ذعناه سابقا في مساء دريم. باختصار شديد اللي متابعش قبل كده،
دول بعض الشباب اللي بيقفوا جايبين كلاب مش مشرسينها وبيقفوا يعكسوا البنات وهي داخلة وهي خارجة من المدرسة، أي حد ماشي في الشارع، واحد راجل عايزين يروشوا عليه شرسوا الكلب ويحاولوا يعتدوا عليه، كان في طفل كان مصاب الحقيقة في إيده وعرضنا صورته قبل كده، مضايقات وبلطجة ومعاكسات وما إلى ذلك. الحقيقة مشهد يعني صعب جدا، والحقيقة إن إحنا كنا قلنا ساعتها إنه ده مجمع مدارس، يعني انت كدوله عارف انه ده الطفل اللي كان اصيب في ايده نتيجه انه بعض الشباب المجرمين اللي بيشرسوا الكلاب ويحاولوا يعتدوا بها على الاطفال وعلى البنات ويعكسوهم وعلى الشباب كمان. احنا قلنا ان انت عارف ان انت عندك المجمع ده في مدارس كتير قوي، لازم يبقى في امن، يعني ده اي بي سي. واحنا الحقيقه لم نلقي اللوم على وزاره التربيه والتعليم لانه ما يحدث ده يحدث خارج نطاق المدرسه، ومع ذلك تواصلنا مع زملائنا في وزاره التربيه والتعليم واكدوا ان هم بيتوصلوا مع الجهات المعنيه عشان حل ده. الحقيقه انه في يعني مسؤول في وزاره الداخليه تواصل معانا في مساء دريم واكد لنا انه بالفعل في حمله قامت هناك واستمرت يعني على مدار ايام طويله لغايه نهايه شهر فبراير الماضي ده على طول، وانه هذه الحمله اسفرت بالفعل عن القاء القبض على 12 متهم من الشباب اللي انتم شايفينهم البلطجيه دول اللي كانوا بيتعرضوا للمره اللي رايحين واللي جايين امام مجمع المدارس في امبابه. والداخليه كمان الحقيقه مش بس كده، لكن كمان عقدت لقاءات مع المسؤولين في المدارس اللي موجوده في المنطقه دي والمعلمين والطلاب، وعملت حملات توعيه داخل المجمع وقالت لهم ما تسكتوش، لانه الحقيقه ما كانش في بلاغات جت قبل كده، احنا فوجئنا بده. يعني البنات كانت بتطلع من المدارس خايفه، في شباب بتعاكسها مشرسين كلاب وبيعاكسوهم وخلاص، ما حدش بيروح يبلغ ولا حد بيعمل حاجه. فلا يعني عملوا لهم توعيه وقالوا لهم لو حصل حاجه زي كده في اي وقت في اي مكان لازم تكون ايجابي وتبلغ. والداخليه كمان اصدرت اوامر لمديريه الامن بمتابعه الاقوال الامنيه اللي موجوده على مدار 24 ساعه، وانه يكون في تركيز، وده كمان انا يعني سعدت جدا لما سمعته، يكون في تركيز على الفتره المسائيه. الفتره المسائيه بيبقى فيها مضايقات لطلاب المجمع اكتر، بالنهار الناس كلها شايفه، لكن بالليل في الضلمه شويه نسبيا طبعا في مضايقات ومعاكسات ممكن تحصل اكتر من كده. انا بحيي جدا وزاره الداخليه وبشكر السيد المسؤول الفاضل اللي تواصل معانا في مساء دريم، و يعني انه عملوا اللجان دي بسرعه، وده دورنا على فكره ان احنا نكمل بعض. نروح الى خبر اخر. الحقيقه الميه تاني عندنا برضو بعض المشاكل، في بعض المناطق فيها مشاكل في المية. الحقيقة من أول حلقة أو من أول تقرير قدمناه في مساء دريم عن قرية أو كفر أو منطقة أو مركز فيها مشكلة مية، كم رسائل هستيرية جات لنا. يعني احنا لو البرنامج ده ما عملناش فيه حاجة بس غير ان احنا اشتغلنا على مشاكل المية، الأماكن اللي فيها مية مقطوعة أو المية بتنزل فيها مش نظيفة، يعني ممكن ما نلحقش نعمل اي فقرات تانية الحقيقة. فاحنا بنحاول ننتقي ونبعد في نطاق المحافظات على قد ما نقدر عشان ما نكونش مركزين في مكان واحد. زميلتنا العزيزة مراسلتنا مارينا امير قامت بجولة رصدت فيها مشكلة استمرار ازمة انقطاع المياه الحقيقة في الجيزة في مناطق محددة هناك، بقى مناطق بولاء الدكرور وعبد العال 2. الاهالي هناك لما هتسمعوهم في التقرير ده دلوقتي بيقول لك ببساطه شديده جدا، في لقطه غريبه جدا انا النهارده قاعده مع زمايلي في المونتاج بنتفرج عليها، قلت لهم لا انا عايزه حد يشرح لي اللقطه دي، مش عايزه احرقها على حضراتكم، طب نشوف التقرير وبعدين نرجع. هي لقطه غريبه، يعني هي بلاعه فيها ماسورتين، فيها ماسورتين الاثنين بينزلوا على بعض، ماسوره بتنزل ميه نظيفه زي الفل هي دي، وماسوره تانية جنبها مش هقول لكم بقى بتنزل ايه، هتشوفوها في التقرير. تعالوا نشوف مع بعض. مشكله المايه هنا بتقعد بالخمس ايام وبالاسبوع، ما بنبقى مش عارفين نجيب مايه ولا اي حد في الشارع هنلاقي بق مايه، قعدنا سبع ايام ما فيش بق مايه في الشارع، واحنا بولاد دكرور ما فيش مايه هنا خالص، بتيجي بتقطع ما فيش ميه هنا خالص، عايشين من غير ميه. نملوا من اي حته في ميه ترومبو ولا حاجه هنا. انا معايا اطفال ما بحبش اللي انا شربه من الميه خالص، ليها ريحه وبتنزل بيضه خالص، بيضه زي اكتر من الكرور، مش فاهمه ليه. هنا في ماسوره مكسوره هنا على الميه الحلوه المجاري هنا،
في المصرف اللي بتاعي، قالوا لنا هي المخلطة على المية على المجاري هنا. جبنا ترومبة تسد بقى بالمية، حاجة جت الترومبة أثرت على الخلاطات وعلى السخان وعلى بوازت، عشان ما حدش ينزل يعمل صيانة في الشارع ويقفل علينا المية، عشان المواسير ما تبوش يقفلوا المية. مفيش مية، ادي الفواتير يا بص، الفواتير اقل فاتورة، انا عندي شقتين بس في بيتي، شقتين اللي ساكنين، شقتين اللي ساكنين اقل فاتورة ب 600 جنيه. دي عيال بنتي اتلوثوا بسبب المية دي، انا بنتي عيال بنتي لهم اكتر من 15 يوم تعبين بسبب المية. هي اصلا ما فيش ميه طول عندنا طول النهار، ما بيجيناش الساعه 11 بالليل، احنا كده بقالنا يجي شهرين على النظام ده، بنفضل بقى قاعده بغسل بالليل واعمل حاجتي بالليل وخلص كل شغل بالليل. ما فيش ميه، انا كنت شايف مش كده، ما فيش ميه الساعه كام؟ الصبح لسه ما اذنش. انا استهلاكي في الميه ما يعادلش القيمه اللي انا بدفعها، لو انا بدفع 1800 جنيه انا ما بستهلكش 1800 جنيه، لان الميه بتيجي ساعتين في النهار او اربع ساعات في النهار، هل انا الاستهلاك ده يكافئ المبلغ ده؟ طبعا استحال. يعني لما يكون برج فيه 36 شقه، يعني في ما يقل عن 36 عيله، الميه بتقطع او بتيجي بمعنى اصح الساعه 1 بالليل تقطع الساعه 4 الصبح، مجرد 3 ساعات في النهار. الميه طبعا ما فيش ميه موجوده، المية دلوقتي بتيجي الصبح الساعة 6 الصبح، يا إما دلوقتي في يعني حذر شوية إن هي بتيجي ممكن الساعة 2 بالليل وتقطع على الساعة 11. بعض الأحياء في محافظة الجيزة فيها مشاكل بالنسبة لاستمرارية ضخ المياه الشرب على مدار ال 24 ساعة، على الأخص منهم الأحياء اللي هي بتتمثل في حي بولاق الدكرور وحي العمرانية وحي الهرم وحي جنوب الجيزة، لأن مفيش مقاول بينفذ خطوط مية تمشي في مسارات صرف صحي. هي مش الفكرة ان انت تمسك اللقطة وتقعد تعلق عليها، لان هي واضحة ودي مش مفاجأة، ودي مش اول مرة نعرف فيها انه في بعض المناطق لدينا في مناطق مختلفة بتختلط فيها مياه الشرب بمياه الصرف الصحي. بس انا الفكرة عندي الحقيقة لما تشوف البلاعة دي اللي هي اللي فيها ماسورة المية، والمية الحقيقة نازلة فيها دي مية شرب، وعلى فكره الميه فعلا نازله نظيفه، والاهالي بشهاده الاهالي هناك الميه فيها فعلا نازله نظيفه، لكن لما تشوف بقى اللي جنبها على طول اللي نازله بقى في الاتجاه الثاني ده ميه صرف صحي. طب انا بس حقيقي السؤال بس اللي عايز اساله، السيد المسؤول الفاضل اللي كان في التقرير طالع، مش عارفه الشباب التايتل بتاعه ايه، لو تساعدوني بس، رئيس الوحده المحليه هناك او حاجه كده، معلش قولوا لي بس التايتل. السيد المسؤول الفاضل اللي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، هذا المسؤول الفاضل رجل محترم وفاضل وكل حاجة، وأكيد عنده يعني دراية بالمشكلة دي، لكن هو لما سمعتوه حضراتكم دلوقتي بأذنكم هو بيقول إنه مفيش مقاول، ده نصا بس هو اللي قال كده في التقرير، إنه مفيش مقاول ينفع ينفذ أعمال فيها اختلاط شرب مية شرب بصرف الصحي، هو قال ده في التقرير معانا. أمال ده إيه يا فندم؟ امال ده ايه يا فندم؟ اصل هو احنا طول الفكره بس في حاجه، ان احنا طول ما احنا اللي فارق معانا، ولا تحدث عن هذا المسؤول تحديدا، طول ما احنا اللي فارق معانا ان احنا نطلع نجمل الصوره امام الراي العام والقيادات والمسؤولين والشعب في وسائل الاعلام، لو هو ده بس اللي انا فارق معايا يبقى انا عمري ما هحل مشكله خطيره عندي. وايه في مشكله اخطر من فكره ان انا عندي ناس لغايه دلوقتي بتشرب ميه مية 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 معدنية، مية يعني مش مية يعني مية مية شرب مخلوطة بصرف صحي، في ايه عندي ممكن يبقى اخطر من كده؟ فما ينفعش يا فندم ان حضرتك يبقى كلامك انه انا عندي ما عنديش مقاول ينفع ابدا ينفذ كذا ما فيهوش كذا، لا يا فندم فيه وعند حضرتك في المنطقة واضحة وجلية جدا، والاهالي هناك كلهم عارفين الكلام ده. نتمنى بس انه البدايات دايما تكون
انه لحين ان شاء الله ما تنتهي البنية التحتية اللي بنأمل انها تكون موجودة في مصر كلها، ما بقاش عندي مشكلة ولا منطقة المية قطع فيها بالساعات، وما بقاش عندي كل الكلام ده، اتمنى انه يبقى عندي بس على الاقل تحرك سريع لأي مكان فيه بني أدمين بتشرب مية مختلطة بصرف صحي. ده رقم واحد. رقم اتنين، حرام الناس تفضل قاعدة ما تجيلهاش المية للساعة 12 ولا واحدة بالليل وثلاث ساعات بس في اليوم. أتمنى إنه هذه المناطق يتم العمل عليها سريعا. هروح لمجموعة سريعة من الأخبار، وبشكر طبعا زميلتي العزيزة مارينا أمير. مارينا الحقيقة كل ما تنزل كده تختفي لها كام ساعة ونعرف إن هي في كارثة في التقارير، يعني في بتجيب لنا الحقيقة تقارير، يعني الحقيقة يعني مارينا والله أنا بشكرك وألف سلام عليك. مارينا جالها تسمم الحقيقة في التقرير اللي نزل التصور فيه ده، بس مش من المية الحقيقة، أكلت فول وطعمية من على العربية فجاب لها تسمم. ألف سلام عليك يا مارينا. لكن حقيقي المية دي تعمل تسمم، وحقيقي الأهالي اللي احنا سمعناهم هما بيتكلموا دول اللي بيشتكوا، مفيش حد هيطلع يكذب، مفيش مواطن هيطلع يقولك أنا ولادي جالهم مرض وبيعيوا وبيتعبوا عشان هو عايز يطلع يقول كده ويعمل شوشرة. الناس دي بتعاني، المواطنين دول بجد بيعانوا. دي مية يا جماعة، دي مية، دي مية، يعني أبسط حق للبني آدم في الدنيا إنه يشرب مية نظيفة. فلما يبقى المسؤول اللي في شركة المية ولا المسؤول اللي في الوحدة المحلية مش شايف أصلاً إن في مشكلة وبيؤكد إن المية تمام مليون في المية، طب الناس دي تلجأ لمين والله ولا تعمل إيه أكتر من كده؟ عندي خبرين ليهم علاقة عندي مجموعة أخبار الحقيقة مهمة جداً، يعني همشي فيها سريعة لأنها كلها مهمة. الحقيقة أنه السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين نفى ما تردد عن ترحيل 100 مصري من ألمانيا، وده كان خبر اتقال وأثار حالة من الجدل. الدكتور بدر عبد العاطي قال أنه هذا الخبر غير دقيق، وأنه إجمالي من تم ترحيلهم من ألمانيا بالأمس هم سبعة من المصريين، ولا يتجاوز يعني سبعة فقط، وأنه لو في زيادة في العدد فلا يتجاوز 9 أشخاص، وأنه سبق التنسيق بشأنهم منذ عدة أشهر مع السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العاملتين هناك في فرانكفورت وهامبورغ. يعني إذن ما فيش ترحيل 100 مصري ولا حاجة. العدد لغاية امبارح اللي هو يوم 7 بالأمس 7 الجاري لم يتجاوز 9 أشخاص فقط. أروح سريعا إلى خبر آخر، وده خبر مؤسف جدا للأسف، والحقيقة إنه الانتهاكات في حق المصريين في الخارج يعني شيء بيدني القلوب، لأنه الغربة في حد ذاتها صعبة. فكمان فكرة أنه إحنا لسه من أيام بنتكلم على قصة البنوتة المصرية مريم يوسف اللي في لندن، اللي في بريطانيا، هي مش في لندن بس هي في إنجلترا، اللي 10 بنات اعتدوا عليها بالضرب كسروا لها عظامها، والبنت قعدت يومين ثلاثة تقريبا في حالة خطيرة جدا بين الحياة والموت. الحمد لله يعني صحتها بدأت تتحسن إلى حد ما. وفي برضو طالب آخر تم الاعتداء عليه. يعني الحقيقة الحوادث دي سيئة جدا. الخبر اللي عندنا للأسف الشديد بيؤكد ده مقتل 2 من المصريين العاملين في جنوب أفريقيا رميا بالرصاص. دول شباب بيعملوا في مجال التجارة الخاصة، طبعا يعني قدرهم قادهم انهم يروحوا يشتغلوا في جنوب افريقيا. الاتنين دول هم، ودي صورهم، تامر احمد السيد عنده 38 سنة من الشرقية، ومحمد عماد عبد الستار عنده 18 سنة. اعتقد العكس يا شباب، لانه ده اعتقد محمد عماد عبد الستار 18 سنة من كفر طنبضي بشبين الكوم محافظة المنوفية. محمد عماد عبد الستار 18 سنة. الشخص الثاني هو تامر أحمد السيد 38 سنة من البيوم من الشرقية. الواقعة المعلومات اللي عندنا بتقول إن الواقعة حصلت منذ أيام قليلة
يعني قتلوا بالرصاص زي ما قلنا، وهم بيشتغلوا في مجال التجارة. للأسف الشديد يعني ذهبوا إلى جنوب إفريقيا يعني محملين بالآمال لبناء مستقبل أفضل ويبنوا لنفسهم مستقبل ولذويهم مستقبل أفضل، ولكن للأسف الشديد عادوا إلى الوطن في صناديق للموتى بعد أن تعرضوا للقتل رميا بالرصاص على يد عصابات. أهليهم تسلموا بالفعل الجثامين أول أمس. دي التفاصيل اللي عندنا لغاية دلوقتي. احنا معنا اتصال يا شباب، معانا احد شهود العيان، احمد استاذ احمد هجرس، هو احد المصريين واحد شهود العيان اللي كان معاهم هناك واحد شهود العيان على الواقعة. استاذ احمد تحياتي يا فندم والبقاء لله. الدوام لله وحده. الدوام لله وحده. ايه اللي حصل يا استاذ احمد؟ والله يا حضرتك يوم السبت اللي فات محمد والمرحوم تامر كانوا زيهم يعني زي اي مصري هناك شغالين شريحه كبيره من المصريين هناك شغالين في التجاره الخاصه زي ما حضرتك ذكرت، بيبيعوا من سكات وحلال ونجف. فهم كانوا نازلين يعني بيلموا الاصابات بتاعتهم لانه يعني بيشتغلوا وبيلموا الاصابات اخر الشهر. ف يوم السبت اللي فات الساعة 4 وضوح النهار كده جم اتنين عندهمش ملة ولا دين ضربوهم بالرصاص. يعني هما كانوا فين يا احمد؟ كانوا فين لما اترموا لما اتقتلوا بالرصاص؟ كانوا فين؟ كانوا في اللوكيشن اللي كانوا شغالين فيه اللي هم يعني كانت الاصابة بتاعتهم فيها. يعني ما كانش شغلهم ده في مول في شارع؟ لا في لوكيشن اسمه اوليفانت. لوكيشن في الشارع يعني محلات يعني ولا ايه؟ لا في الشارع في لوكيشن يا فندم لوكيشن في الشارع. محلات في الشارع يعني. طيب الناس دي عدت كده وراح ضربهم بالرصاص وجريوا؟ هو اللي حصل والله يا فندم كان الموضوع يعني مؤسف وطبعا حاجه ما ربنا ما يكتبها لحد يعني. فاحنا حضرتك بنطالب الاداره وبنطالب السلطات المعنيه هناك ان هي تتدخل في الموضوع وسرعه القبض على الجناه وان هم يتحكموا ما يبقاش مصيرهم زي اللي قبلهم يعني. طيب هما كانوا كام واحد اللي عدوا ضربوهم بالنار يا احمد؟ لحد دلوقتي التحريات بتقول هم كانوا اثنين. انت كنت موجود يا احمد؟ كنت بس ما شفتش الواقعه. انا جيت بعد ما كان كل حاجه خلصت. جيت بعد ما اتضربوا بالنار ووقعوا على الارض. اتصلوا مصريين تانيين اتصلوا فينا وكده فتعالوا الوضع 1 2 3 فرحنا. يبقى انت مش شاهد عيان على الواقع عشان في فرق بس. طيب طيب احمد كان في اي عداوات بينهم وبين حد؟ لا لا في لا التجاره لا. فلوس متاخرين في فلوس في اي حاجه؟ الناس كلهم متشدون بالامانه وبالصدق والناس كلها بتحبهم يعني. الحياة هناك شغالة كويس؟ الشرطة هناك والله يا فندم الشرطة ما كانتش يعني منصفانة أو كده يعني. فبنطالب السفارة إن هي تتحرك الموضوع هناك من عندهم ويضغطوا عليهم ويشوفوا سفارتنا هناك عاملة إيه معاكوا يا أحمد؟ والله مش حلوة ومش وحشة بس يعني احنا مواطنين لنا حقوق اذا كنا هنا في مصر او كنا في الخارج زينا زي اي. لا يعني ايه احمد مش حلوة ومش وحشة؟ يعني السفارة المصرية عندك بصراحة شديدة ما ساعدتناش يا فندم. كان عندهم علم لما كنا بنخلص الاجراءات يقولوا احنا كنا عندنا علم من يوميها من يوم السبت ورحنا نخلص الاجراءات فقال لك احنا كان عندنا علم. طب انتوا فين لما كان عندكم علم؟ ليه ما اتحركتوش؟ محدش جالكم من السفاره يخلص معاكم اجراءات الدفن؟ لا اجراءات الـ 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 الغسل اجراءات ان هم يرجعوا مصر؟ لا يا فندم مفيش اي حد من السفاره طلع هناك عمل معاكم حاجه او ساعدكم حاجه؟ للاسف. وبعدين حضرتك دي مش اول حادث يعني. احنا هناك انتوا فين هناك بالظبط يا احمد؟ متركزين يعني في جوهانسبرغ في العاصمة وفي بريتوريا. جوهانسبرغ. أنا بشكرك يا أحمد جزيل الشكر والبقاء لله وحده. ربنا يا رب يرحمهم ويصبر أهليهم. صعبة طبعا وحادثة صعبة جدا. أتمنى أنه
التحقيقات تاخد مجراها هناك، وده اكيد هيبقى بمتابعه دقيقه من السلطات المصريه، خارجيه مصريه ووزاره يمكن الهجره والقوى الهجره والمصريين في الخارج. اتمنى ان شاء الله ان احنا نتوصل، وانه اللي عملوا ده يعني ياخدوا عقابهم، واتمنى انه لما ان شاء الله ان شاء الله يعني الاثنين المصريين دول اللي ماتوا غدرا بهذه الطريقه ان شاء الله يا رب لما يتم القبض على القبض والحكم على اللي قتلوهم، اتمنى انه هيئه الاستعلامات عندنا تعمل ده خبر صحفي وتنشره في كل حته في العالم، عشان تبقى كل الناس في كل وقت عارفه انه المصري دمه غالي، وانه مش عشان مصري فلو اتصاب ولا اتضرب ولا اتهان ولا اتقتل حتى ودفع حياته الغدر والخسه انه خلاص ده ما يتعملش معاه حاجه. طبعا بمناسبة حقوق الإنسان اللي بنتكلم عليها، مندوب مصر في جنيف، احنا طبعا عارفين، بس قبل ما اقول ايه الخبر، يعني مؤخرا طبعا المفاوض السامي لشؤون حقوق الإنسان زيد بن رعد كان قدم تقرير بشأن المصريين، كان قدم تقرير امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن المصريين بصفة عامة يعني، وأوضاعهم وما إلى ذلك. والحقيقة أنه الخارجية المصرية أصدرت مساء أمس الأربع بيان استنكرت فيه بشدة الادعاءات الواهية اللي جت في هذا التقرير، طبعا تقرير سلبي جدا يعني، وأنه هذا التقرير تضمن سرد الوقائع مختلقة مغلوطة بتعكس تجاهل شديد جدا لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر. تقريبا بيقول لك انه مصر فيهاش حقوق إنسان خالص، وانه الاوضاع يعني مش بيتكلم على الانتخابات الرئاسية، وبيتكلم على انه اللي بيفكر ينتخب او اللي يرشح نفسه في الانتخابات فبيتم استقصاؤه او ما الى ذلك. فيعني كلها طبعا الحقيقة يعني امور لا علاقة لها بالواقع، والواقع احنا داخليا هنا متابعينه وعارفين انه من كان له حق الترشح رشح نفسه بالفعل، من لم يكن له حق الترشح سواء لانه عنده مشكله قانونيه، سواء لانه لا يجوز له الترشح لاسباب ما، فده كمان تم اعلانه للراي العام. ما اعتقدش ان احنا النقطه دي حتى احنا هنا بينا وبين بعض اختلفنا عليها، وبالتالي ما جاء في تقرير الاخ زيد بن رعد كان غريبا لدرجه كبيره. مين معنا هاتفين يا شباب؟ خلينا ناخد هاتفيا معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. يا أهلا بحضرتك معالي السفير. أهلا يا فندم، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. طبعا تقرير زيد بن رعد، يعني احنا أنا مش حاسة إن احنا ممكن نستغرب قوي، لأنه احنا عارفين إن كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية المصرية كل ما كل يوم والتاني هنلاقي تقرير طالع وحاجات معلومات مفبركة وما إلى ذلك، لكن خلينا نتكلم عمليا على الأرض، كيف تم الرد والتعامل مع هذا التقرير اللي بيزعم إنه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتطرق إلى بعض الأمور بخصوص الانتخابات الرئاسية المصرية؟ يعني طبعا هو تم الرد عليه بشكل اولا عن طريق وزاره الخارجيه، ثانيا عن طريق لجنه العلاقات الخارجيه في البرلمان، وثالثا دي كانت الاخيره عن طريق السيد المستشار وزير الشؤون البرلمانيه الموجود حاليا في جنيف، وبمناسبه المراجعه الدوريه لاوضاع حقوق الانسان في مصر او لتقرير اوضاع حقوق الانسان في مصر، وقدم اليوم فعلا رد على كل الادعاءات اللي جاءت في التقرير المفاوض السامي. ولكن حضرتك هتلاحظي انه هذا التقرير، ولو هنحطه جنب ما جاء من مجلس العموم البريطاني، ويوم 6 فبراير يعني اول امس 10 من اعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحده الامريكيه منهم جون ماكين السناتور الجمهوري المشهور قدموا جواب برضه لوزير الخارجيه الامريكا بيتكلموا بنفس اللغه وبنفس الصياغات تقريبا عما يعني يدعونه بشان حتى موضوع الانتخابات الرئاسيه بالذات والمرشحين اللي حضرتك زي ما ذكرتي في كلامك في المقدمه. فحضرتك احنا في موسم من هجوم على مصر، ولازم نتوقع هذا، ولازم نتوقع انه مهما حضرتك يعني حاولنا ان احنا نشرح الاوضاع بشكل رسمي او غير رسمي، هناك قدر كبير جدا من التحيز والتربص بالاوضاع في مصر، لان هو من اربع سنين تقريبا احنا كنا في جنيف بنجري برضه المراجعه الدوريه، وتم الرد على كل هذه يعني
الادعاءات اللي هي مبنية على تقارير صحفية. وحضرتك تذكري موضوع الاختفاء القسري والارقام اللي كانوا بيقولوها بالظبط موضوع الاختفاء القسري، وسمعت بعد كده انها كلها ارقام مبنية على تقارير صحفية وليست واقعية على الاطلاق. وبالتالي احنا يعني هنرد ونرد بقوة وحاسمة، لكن لازم نتوقع استمرار هذه الموجة لفترة قادمة، وخاصة مع اقتراب يعني موعد الانتخابات، لانه في قوة اخرى بتحرك طبعا بعض يعني الاجهزة في الخارج للنيل من شكل مصر في الفترة القادمة المصاحبة للانتخابات الرئاسية اللي احنا بنترقبها ان شاء الله على اخر الشهر باذن الله. انا بشكر اتفضل يا فندم. لا خلاص، يعني انا عايز اقول لحضرتك انه يعني هذا الامر امر متوقع، وعلينا ان احنا لا ننزعج من مثل هذه التقارير، الرد عليها بقوه وصرامه، والموضوع بينتهي عند هذا الحد. بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. زي ما أقول لحضراتكم احنا نتوقع ده، احنا كل مدى لغاية ما نوصل ان شاء الله للانتخابات الرئاسية هنسمع عن تقارير وهنسمع عن حاجات الحقيقة في بعضها حاجات هنبقى احنا نفسنا متفاجئين بيها، يعني مش هنبقى يعني مش عارفين هي ايه، لكن هنشوف مع بعض. عايزة بس اقول على خبر غريب، وخلوني اقول لحضراتكم انه للوهله الاولى انت ممكن تاخده من سكه مختلفه جدا. في ندوه اتعملت في جامعه القاهره، الندوه دي في جامعه المنصوره، بتقول انه تم رصد 1900 حاله زومبي حقيقيه في مصر. هو انا الحقيقه لما زمايلي قالوا لي على الخبر من يومين ثلاثه والله العظيم جالي هلع، لان الزومبي حضرتك عارف لما الزومبي، انا مش عارفه الحقيقه، حاولنا نطلع اسمه بالعربي او معناه بالعربي. الزومبي ده لما تقول لحد يو لوك لايك زومبي، يعني حاجه كده يعني مونستر، يعني يعني شكل مش يعني شكل كده كانه عفريت، حاجه كده، حاجه في السكه دي. فافتكرنا كده الحقيقه، يعني انا عن نفسي تخيلت كده انه يعني لقوا 1900 زومبي في مصر كده، فيعني بدي برضو حاجه تخض شويه الواحد، مش ناقص كفايه اللي بنشوفه في الشارع يعني. فالحقيقه اكتشفنا انه لا، الموضوع مش كده، الموضوع زومبي من نوع تاني، المخدرات اللي بتتاخد وبتخلي الواحد يمشي ببطء زي الافلام اللي هي بتاعت الزومبي والكاركتر ده، انه يمشي ببطء ويبقى يعني مسطول، وقصه يعني صعبة جدا الحقيقة. الدكتورة سحر الدكروري رئيس قسم الطب والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة قالت إن الإحصائيات عن المخدرات في مصر بتشير إلى، دي أرقام مرعبة الحقيقة، احتلال الحشيش والبانجو مقدمة العناصر المخدرة المنتشرة في 2015، وبعدين الموضوع اختلف في 2017 وطلع الترامادول تصدر قائمة المواد المخدرة الأكثر انتشارا، ومعاه ظهور مواد مخدرة جديدة خصوصا الستروكس، ده بتدخل في تكوينه، الستروكس ده خطر وبشع جدا، بتدخل في تكوينه مواد مش ممنوعة، فعشان كده بيتعمل أكتر، لأنه يعني بتقدر تجيب مواده وتعملها. لكن تجار المخدرات اللي ما عندهمش ضمير بيغشوا الستروكس، بيحطوا على الستروكس ده مادة الكيتامين، والمادة دي بتسبب أمراض نفسية والعياذ بالله خطيرة جدا، وقد تؤدي إلى الوفاة. الدكتورة سحر دكروري كمان الحقيقة في التقرير المهم جدا اللي قالت فيه، اللي اتكلمت عنه، قالت إن الإدمان ده مرض ممكن يبقى مزمن، ليه طبيعة منتكسة، يعني يمكن الارتداد ليه في أي لحظة كانت، وإنه يجب الرعاية والعلاج سواء علاج كيميائي أو سلوكي، تنمية بشرية، علاج نفسي، لازم نلعب رياضة، لازم يبقى فيه تأهيل نفسي ونشاطات طبيعية ندمج فيها المدمن اللي عايز فعلا يبطل إدمان. الندوة بقى كانت عنوانها أو فيها فقرة كانت عنوانها السعادة وطرق البحث عنها، وأكدت أنه الإدمان مشكلة عالمية مش في مصر بس، وأنه بسبب القرارات الصارمة والقانون بتحاول الجهات اللي بيع منتجاتها، بعض الجهات يعني أنها تبيع منتجاتها بالتحايل وتضليل القانون، وذلك عن طريق جعلها في هيئة بخور أو جعلها في فئة أو شريحة معينة غير قابلة للاستخدام الأدمي أو زرعها، وأنها تبيعها على هيئة نبات يتاكل، وبعد دقائق من أكله، من أكل العشب أو النبات ده، تبدأ الهلاوس بقى،
وانه الاخطر على الاطلاق هو الستروكس لانها خلطه كيميائيه، وانه وصل البحث لغايه دلوقتي ل 1900 حاله زومبي، هم سموها كده زومبي حقيقي، لانه الزومبي ده زي ما قلنا بيخلي الواحد يمشي بطريقه معينه ويتكلم بطريقه معينه، فبيبقى اشبه يعني بالزومبي اللي بيطلع في افلام الرعب اللي في امريكا. خلونا ناخد هاتفيا الدكتوره ريم خالد المدرس المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب المنصورة. اهلا بيك يا دكتورة. اهلا وسهلا. قلتولنا 1900 حالة زومبي ترعبنا، قلنا الزومبي بتاع افلام هوليوود الرعب نزل مصر واحنا مش ناقصين. ايه الحقيقة المخدر اسمه مخدر الزومبي، ده الاسم الدارج بتاعه. لكن هو ليه اسم تاني اسمه مخدر الفلاكة. الفلاكة. او ممكن يبقى اسمه مخدر الجنون، هما كلهم اسماء يعني الانجليش برضو نفس المعنى، بس هو كلها مرادفات في نفس الماده الكيميائيه. يعني اسمه فلاكا او زومبي او الاسم الثالث ليه ايه؟ انسينيتي دراج او مخدر الجنون. يعني الجنون. اه ده بيعمل ايه يا دكتوره؟ هو الفلاكا من الحاجات المنشطات زيه زي الامفيتامين وزي الكوكين، لكن هو مصنع في الصين، وكعاده الصين يعني بتعمل دراج دايما بيبقى اقوى 10 مرات في التأثير، ولكن رخيص جدا في الثمن، لا يتعدى $5 يعني. ولكن مشكلته الكبيرة ان هو بيتباع اونلاين، يعني مفيش جزء الديلر ان حد بيبيع وبيشتري، بيتباع اونلاين عن طريق مواقع الانترنت. ده في مصر هنا؟ على جمارك. في الدول الاوروبية كان اكتر في 2015، وبدأ يوصل لنا في مصر قريبا يعني. يعني في مصر دلوقتي الفلاكة ده بيتباع اونلاين؟ بيتباع اونلاين، بيوصلوا بس طبعا بمواقع يعني هيدن، ما هياش حاجه مشهوره قوي ويعني متعارف عليها يعني، لكن ما بيعديش على الجمارك، وعشان كده صعب قوي ان هو يتمسك او ان هو يعني ضوابط جامده. والله العظيم مباحث المخدرات دي انا مش عارفه هتلاحقها على ايه ولا على ايه، يعني الحدود اللي بيدخل منها مخدرات قد كده، ولا اللي بيتزرع جوه المزارع هنا، ولا اونلاين كمان دلوقتي. طب ايه دي الطريقه الجديده يعني؟ هو الفلاكا ده يا دكتور او الزومبي ده عشب ولا ايه؟ يعني الماده ماتيريال ايه؟ هي كيميكال سينثيتك، يعني حاجه متصنعه تصنيع في مصانع مفيش فيها نبات، ولكن شبيهه قوي بالامفيتامين، المواد اللي هي منشطه قوي تقدر تخلي نتزود القدره اللي هي الجسديه والعقليه اقوى من الطبيعي. هو بيتصنع بحاجه سينثيتك، وممكن يبقى يتم استنشاؤه عن طريق الانف، او ممكن يتاخد حقن، او ساعات بيتاخد كمان في السجاير، وممكن تابلت يعني ممكن تاخد اقراص كمان ليه كذا شكل. اقراص او في الحقن او سجاير او شم. دكتوره ريم من فضلك تقولي دلوقتي لكل واحد بيتفرج علينا هو او يعرف حد بياخد الفلاكا او الزومبي ده وفاكر انها حاجه روشنه، حضرتك طبيبه فانت بتقولي الكلام اللي يعني بيتسق مع ضميرك المهني والعلمي، ايه اللي ممكن المخدر ده يعمله فيه لو هو فاكر انه بياخده فبيخليه هاي وبيخليه عامل دماغ حلوه، المخدر ده ممكن يعمل فيه ايه؟ تمام. هو المخدر اساسا عشان نبقى فاهمين هو بيتاخد بهدف ان هو يعلي المود، يعلي المود بتاع البني ادم ويزود الاكتيفيتي بتاعته او النشاط بتاعه جدا لدرجه كبيره، وده اغلب الناس بتاخده عشان كده. وبيزود كمان الرغبه والقدره الجنسيه. وطبعا حاله الايفوريا ان الانسان يحس بالسعاده، ولكن الفتره دي ما تتعداش من نص ساعه لساعه بكثير، وبتبدا مشكله مخدر الفلاكه او اللي احنا بنسميه الزومبي ان هو يخش بقى في حاله بنسميها حاله من الهياج العصبي الشديد، اللي هي عباره عن انه يجي له هلاوس من كل الانواع سمعيه او بصريه، ممكن يجي له كمان شعور بالاضطهاد اللي هي البارانويا، انه يبدا يحس ان في اشخاص عايزه تقتله او ان في حد متربص بيه. من ضمن الحاجات الشهيرة جدا الفايولنس، لو شفنا أي فيديوهات للمخدر ده على اليوتيوب هنلاقي إن الشخص ده بيأذي نفسه وبيأذي الآخرين، ممكن يرمي نفسه قدام عربية، ممكن يخبط نفسه في حيطة. وأشهر حاجة إحنا بدأنا نعرف منها إن المخدر وصل مصر أو الدول العربية دايما بيظهر على السطح من خلال الميديا عن طريق جرائم القتل، إنه شهيرة جدا جريمة في الأردن حد قتل والدته نتيجه تحت تاثير المخدر. يا ساتر. وقريبا حالي عرفنا قريب في مصر الجديده اللي هو الطفل اللي حصل فيه عضه كده من حد افريقي كان برضه تحت تاثير مخدر الفلاك. فهو غالبا بيظهر على شكل اللي هي الفايولنس او الشكل الاعتدائي الشديد لانه بيبقى غير مدرك تماما للتصرف. بشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات المفيده الدكتوره ريم خالد المدرس المساعد بقسم الطب الشرعي والسموم كليه طب المنصوره، وبشكر حضراتكم في طب المنصوره على اهتمامكم بانكم تعملوا بحث لده. انتوا سمعتوا نفسكم.
بيديلك احساس لطيف من نص ساعه لساعه بالكتير. بعد كده حادثه في الاردن، واحد قتل امه عشان كان تحت تاثير المخدر ده، فلما رجع جاله حاله تهيج شديده فقتل امه. ما فيهاش هزار. عايز تجرب وتروش، اعرف ان في النهايه مصيرك يا انت ميت يا غيرك ميت. بكره ان شاء الله الارصاد بتقول انه في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على شمال البلاد. غدا العظمى هتكون 26، ناخد بالنا لانه الايام اللي فاتت طبعا كان الجو حر جدا. بكره ان شاء الله درجه الحراره حتى تنخفض حوالي، مش فاكره كانوا قالوا والله النهارده في النشره 6 درجات 7 درجات، لا مش هتوصل 10 درجه. معقوله قالوا كده؟ الاسبوع اللي فات كان الجو حر. استنى اقرا الخبر يا جماعه ثانيه واحده بس، هي توصل ل 26. طيب فالناس اللي بدات تطلع الصيفي يعني ايه، خدوا بالكم من المتوقع انخفاض درجات الحراره بشكل ملحوظ على شمال البلاد، وان يسود غدا الجمعه طقس مائل الدفء على السواحل الشماليه مائل الحراره على الوجه البحري والابري الابلي على الوجه البحري مفيش الإبلي، والقاهرة حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا. احنا هنتبستر يا جماعة غالبا، بكرة درجات الحرارة هتنزل جامد هيبقى 26، واحنا كنا 32 و33 الأيام اللي فاتوا دول. ناخد صور وابعت السوق الهاشتاج الخاص بينا في مساء دريم، اللي بنقول لحضراتكم انه يعني بنشجعكم تحطوا صورات، حطوا حاجة شفتوها لطيفة صورتوها بنفسكم يعني إيجابية تحب إنها تنتشر أو سلبية تحب إنها لا تنتشر، ده الهاشتاج صور وابعت. شباب هي صورة البنت بس باينة وشها باين ولا مخبينه؟ مش باين؟ طيب هنشوف مع بعض صور وابعت اللي اخترناها. الحقيقة أنه شاب اسمه محمد زكي، محمد زكي بيشتغل في مجال الدعاية والإعلان للمؤتمرات الطبية وشركات الأدوية. كان موجود في أحد فنادق القاهرة وكان واقف على أو كان قريب من كوبري قصر النيل، لقى فجأة فتاة معاها عكازين وبتسند عليهم، وفجأة قفزت من أعلى كوبري قصر النيل. والحقيقه انه قال لنا في البوست اللي هو بعته لنا على صفحتنا على فيسبوك انه بسرعه البرق، وقال ان دي شهاده الحقيقه لانهم يستحقوا الاشاده بها، قال ان بسرعه البرق قوات الانقاذ النهري انقذوها والحمد لله لم تمت. و يعني فضلت يمكن تصرخ فتره طبعا ربما حاله الانهيار او البانيك اللي حصل لها، لكن الحمد لله ان هي لم تمت. وانه يعني هو بيقول الصوره دي علشان يقول ان الفتاه دي لما حاولت او بالفعل رمت نفسها من فوق كوبري قصر النيل، بيقول انه الحمد لله قوات الانقاذ النهري كانوا على اهبه الاستعداد والحمد لله كانوا متيقظين وانقذوها في ثواني، ربنا سبحانه وتعالى كتب لها عمر جديد. هنطلع بتقرير ايه يا شباب؟ طيب احنا الحقيقه طبعا النهارده الخميس، من السبت اللي فات لغايه كم ساعات قليله يمكن ماضيه، في اخبار كتيره جدا، اخبار مبهجه في العالم كله، اخبار مبهجه واخبار اخرى يعني ليست سعيده بالمره، اخبار عالميه واخبار اقليميه واخبار محليه. نشوف مع حضراتكم هذا التقرير اللي بنستعرض فيه ابرز اخبار او اهم ملخص لاحداث الاسبوع، وبعده مباشره نبدا اولى فقراتنا لهذه الحلقه من مساء دريم. هيكون في ضيافتنا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس اتحاد المستثمرين العرب. الحقيقة ان احنا هنتكلم مع معالي السفير في موضوعات كثيرة جدا لها علاقة بالعلاقات المصرية الخليجية. ايه الأهمية ان احنا كنا نركز في الأيام الماضية على العلاقات المصرية السعودية، وماذا عن العلاقات المصرية العربية مع باقي الدول العربية وحالة الزخم اللي بتشهدها العلاقات المصرية العربية هذه الفترة؟ كل دي نقاط وأمور كثيرة جدا، وأكيد هنتطرق لبعض الاستثمارات والمشاريع خلال لقائنا مع معالي السفير جمال بيومي. لكن نشوف مع بعض أولا هذا التقرير عن ملخص أهم أحداث هذا الأسبوع. أحداث كثيرة وقعت هذا الأسبوع في مصر والعالم، تشمل قرارات وإجراءات ومواقف واحتجاجات وأعمال شغب ووقائع اعتداء وسقوط ضحايا وغيرها من المفاجآت. وزارة الخارجية تنتقد تقرير مفوض حقوق الإنسان عن مصر وتصفه بالمغلوط والمسيس.
الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة مستقلة ولا سلطان لأحد عليها إلا الله. مصر تعزي روسيا حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة نقل بسوريا ومصرع 39 شخصا على متنها. محاولة لاقتحام كابينة قيادة طائرة مصرية في عمان. الجريدة الرسمية تنشر قرار جنايات القاهرة بإدراج 319 متهما بتنظيم داعش الإرهابي على قوائم الإرهاب. نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان يتهم قطر بالوقوف وراء التفجيرات في مصر. وزارة السياحة تروج لمسار العائلة المقدسة في مصر بفعاليات معرض فرنسا. مظاهرات في كربلاء ترفع شعار الموت لولاية الفقيه احتجاجا على اعتقال رجل الدين الشيعي آية الله سيد حسين الشيرازي. الإمارات ترأس لجنة وزارية عربية لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية. كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عن سلاحها النووي بشرط ضمان أمنها. اندلاع أعمال شغب ضد المسلمين في سريلانكا وبوذيون يحرقون المساجد والمحال التجارية. مظاهرة بالتوابيت في ساحل العاج احتجاجا على احتقار شركة واحدة لمراسم دفن الموتى. تراجع ترتيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم. العثور على أقدم رسالة في زجاجة على شواطئ أستراليا. بالدموع والاعتذار فل الجزائرية تعلن اعتزالها الفن. في حالة من الزخم بتشهدها العلاقات المصرية العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة جدا هذه الأيام، ويمكن لو بنتكلم على العلاقات المصرية السعودية بنتكلم تحديدا ما شهدناه أو ما بدا ملحوظا في الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة اللي استمرت طبعا 3 أيام. كان فيها رئيس السيسي أخذوا في الزيارة لمدينة الإسماعيلية، تفقدوا مع بعض عدد من المشروعات القومية، زاروا دار الأوبرا المصرية، تفرجوا على مسرحية سلم نفسك. الأمير محمد بن سلمان زار الكنيسة المصرية، واللقطة دي الحقيقة كل المصريين توقفوا عندها كثيرا لأنها تعني الكثير في فكر تنويري ربما جديد الحقيقة على أشقائنا في السعودية. واختتمها بزيارة الجامع الأزهر رمز الوسطية في الإسلام لافتتاح بعض أعمال التطوير فيه. العلاقات المصرية السعودية هي حجر الزاوية في العلاقات العربية، والكل عارف أن العلاقات بين القاهرة والرياض ليها خصوصية. طيب إيه أهمية أن تكون العلاقات بين أكبر دولتين عربيتين قوية ومتينة؟ انعكاسات هذه العلاقات على حل القضايا والأزمات التي تعاني منها عدد من الدول العربية، إحنا شايفين اليمن فيه إيه، شايفين سوريا فيها إيه، العراق، ليبيا وغيرها. في أسئلة كتيرة الحقيقة هنطرحها في هذا اللقاء الخاص جدا على ضيفنا الكريم اللي منورنا في مساء دريم، معالي السفير جمال الدين بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أمين عام اتحاد المستثمرين العربي. أهلا بحضرتك معالي السفير. أهلا، مساء الخير، منورنا يا فندم في مساء دريم. أنا حابة أتكلم عن العلاقات المصرية العربية والخليجية بصفة عامة، ولكن دعنا نبدأ بالعلاقات المصرية السعودية باعتبار هي اللي كانت أبرز يعني الحديث عنها في الأيام القليلة الماضية. ليه مهم يا معالي السفير انه نفضل طول الوقت حريصين انه العلاقات بين مصر والسعوديه تكون علاقات قويه ومتينه؟ لان هي دي اول علاقات عربيه اسست في التاريخ منذ البعثه الاسلاميه لما جه عمرو بن العاص الى مصر، وكان عمر بن الخطاب هو خليفه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقال له انقذني، فقال له والله لارسلن لك قافله اولها عندك واخرها عندي. جمال طلع من مصر تلحق المدد، بينما الشام والكوفة في العراق الاثنين قالوا لا احنا دفعنا اللي علينا من الزكاة. ووقتها علي بن ابي طالب قال لا، ده هو صحيح الدين الاسلامي بيقول في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اللي هو 2.5%، لكن في آية تانية بتقول وفي اموالهم حق للسائل والمحروم بلا حدود، امتى ما يكون في مجاعة. فحكاية معلوم دي مصر لغتها وبقت تساعد بلا حدود. ثم تتطور السنين وباستمرار هناك علاقات وطيدة
حكى لي رحمة الله عليه هشام الناظر وزير البترول السعودي ان بعد حرب 67 وقتها اظن العلاقة بين الرئيس عبد الناصر ورحمة الله عليه الملك فيصل ما كانتش جيدة، حصل تراشق قبلها، ومع ذلك الملك فيصل راح لمؤتمر الخرطوم فسأل وزير البترول، وكان البترول وقتها ب2 دولار يعني البرميل كان ب2 دولار؟ اه كان ب2 دولار و2 دولار و4 من 10 بالكتير يعني، كان واسع. فكان طبعا قناة السويس اتقفلت، فالملك بيقول لهم في الطيارة وهو نازل على الخرطوم، قولوا لي أقدر أعوض مصر قد إيه من ال100 مليون جنيه استرليني اللي هم إيراد قناة السويس في ذلك الوقت. عملوا له حساب وقالوا له 15 مليون يبقى كويس. الملك لما قعد على مائدة الاجتماع تعهد ب 45 مليون نصف إيراد قناة السويس، وطلع الطيارة بيقول قعد يضحك وقال لهم أنا أرضيت ضميري وأتعبكم، أنتوا بدوروا لي على 45 مليون دولار. وظلت هكذا العلاقة يعني ممتدة أخذ وعطاء بين البلدين. ما تنسيش إن في 3 مليون مصري عايشين في السعودية يسهمون في نهضة هذا البلد، لأنه من خيرة دي الكريمة بتاعت مصر اللي بتروح الخليج، أطباء مهندسين مدرسين عمالة إلى آخره، شركات بناء. حتى العمالة نفسها كده. لكده احنا عاوزين نخش على مرحلة بقى ايه اللي خلى الرئيس ياخد سمو الولي العهد ويديه الاسماعيليه، عشان يوريه قدرة الانجاز المصري في الاعمال الانشائية، وهو ابدا اعجابه ان احنا عملنا الانفاق دي كلها ازاي. يبقى اذا من حقي ازاي وفي توقيت معين ازاي وبسرعة. يبقى ده يطمئن. وبعدين المستوى العالمي اللي بتتحفر بيه الانفاق دي، انا على فكرة رحت اول نفق اتعمل هو نفق الشهيد احمد حمدي، انا مشيت فيه على رجلي قبل ما يفتح، كنا دعينا مجموعة أوروبية برضو رحنا نتفرج عليه. ده إعجاز. فتخيل بقى بنعمل 6 أنفاق، غير الكباري، غير مواني، غير منطقة لوجستية ومنطقة خدمات ومنطقة تخزين ومنطقة صناعة حرة. ثم جاي الأمير باقتراح منطقة بيوم الجديدة دي. نيوم. ولا نيوم. عشان أنا بيوم. لا هي نيوم. نيوم مظبوط. NEOM. مظبوط. فكل دي توسيع لحجم العلاقات. لأن أنا رغم أن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر في مصر، لكن مع هذا أنا بقول السعودية تستطيع أن تستثمر 10 أضعاف الرقم الحالي، بشرط أن مصر تمضي قدما في تحسين وسائل استيعاب الأموال والبيئة الاستثمارية. هي دي. يعني مش قصة فلوس هحطها في بنوك. فين الأرض؟ وبالمناسبة دي نيوم أثارت السؤال، وانتوا كنتوا لسه بتذيعوه على لسان الرئيس، ايه بقى هنبيع أرض؟ أمال اللي جاي يستثمر ده هيشتغل في السماء؟ مش لازم يبقى فيه أرض؟ لا، هي الفكرة بس مش بنبيع أرض يا فندم، هذه شراكة الأرض مصرية، الاستثمارات وضخ الأموال السعودية. أنا هصعد والأردن أيضا شريك. طيب في هذا. أنا هصعد وأقول أنا مستثمر ألماني وجاي عاوز أعمل مصنع للسيارات في مصر، أول حاجة هطلبها إيه؟ الأرض. السؤال بقى لازم نتفق عليه كمصريين عشان ما نثيرش حساسيات ونثير شعور وطني مضاد بشيء بدون مبرر، اللي هو اللي أنت قلت المناخ. الأرض دي تديها بالمزاد، يبقى خسرنا السباق مع الدول المحيطة بينا. الدول المحيطة بينا بتتيح أرض، المغرب أو تروحي تونس الأراضي بتعطى كده. أنا عندي المركز التجاري المصري في الشارقة في الإمارات، واخدين الأرض هدية من سمو الامير الشارقه سلطان القاسمي، لان طبعا ده خريج زراعه القاهره وابن مصر، واداها لنا 25 سنه منحه. انا لما شفت سمو الامير وانا يعني على صله طيبه بيه، فاجئته قلت له 25 سنه ما تغطيش التكاليف؟ قال لي عاوز ايه؟ قلت له على الاقل 50 سنه. تاني يوم كان عندي قرار ب 50 سنه. هكذا تكون الامور. فيبقى انا عاوز المستثمر اللي يجي لي ده يكسب، مش بعوق طريقه. فإذا لو مصر قامت بواجبها من حيث الأراضي، فض المنازعات، البنوك بتاعتنا، البنك المركزي عامل مشروع عظيم جدا إنه بياخد الخبرة بتاعت بازل 1 وبازل 2 وبازل 3، ده معناها الكفاءة المصرفية. لكن ما زال المناخ المصرفي والموظف اللي قاعد على الشباك صحيح محمد أفندي عاوز يشوف إنضتك بالظبط. أنا كل مرة بنسى أكتب محمد، أنا أصلي اسمي يسبقه محمد، انا حر اكتب اللي انا عاوزه ما دام هو ده الفورمه بتاعت انضتي،
لا، لازم تكتب لي اسم واضح. لسه في حد بيعمل كده؟ ده انا في حسابي في المانيا الست قالت لي انت عملت ايه في العشر شيكات اللي خدته؟ قلت له صرفت ست، عاوزه ايه؟ قالت لي انت خدت ضفر شيكات واحد تاني وبصرف. لماذا؟ لانه وصلوا في اوروبا الى ان الشيك نفسه مؤمن عليه. يعني لو اديته الشيك كده لغايه حد معين طبعا قد يكون 10,000 جنيه خلاص شركة التأمين تدفع. توفير المناخ الاستثماري ده طبعا يا فندم مهم جدا، وده ربما بيفسر برضو ليه الدولة المصرية كانت في السنة سنتين اللي فاتوا حريصة جدا انها تصدر قانون الاستثمار كده. قانون التراخيص الصناعية برضو ده كان مهم جدا، واللوائح التنفيذية اللي بتخدم طبعا هذه القوانين. لسه التفاصيل اللي بنتكلم عليها لم تحسب. لم تحسب. هتدي الارض ازاي؟ بنظام ايه؟ مكتوبة في قانون الاستثمار على استحياء ان من حق مجلس الوزراء انه يتيح الارض بمزايا. لا لا لا، انا عاوز ابقى عارف انا، او انا لسه قاعد في امريكا وفلوسي في جيبي، اعرف لو رحت مصر هاخد ارض شكلها ايه، مش ولي مجلس الوزراء. دي حاجه. الشيء الثاني، ما زلنا محتاجين الى اليات لفض المنازعات. انا مستثمر عندي مشكله، لازم يبقى في محكمه استثماريه، واحنا نجحنا في انشاء محاكم اقتصاديه دلوقتي. دربنا القضاء، انا شخصيا كان ليا صله بهذا المشروع، بعتنا قضاة مصريين 10 في 10 في 10 الى فرنسا وبولندا وانجلترا يشوفوا المحاكم الاقتصادية. ده للفصل في المنازعات الاقتصادية؟ الوقت انا بقى عندي حاجة اسمها عندي في محاكم. احنا في مصر هنا عندنا مشكلة في عدد المحاكم الاقتصادية، احنا اعتقد عندنا محكمة واحدة اقتصادية لو انا مش غلطان. في ندرة طبعا. لهذا لما بنسأل مجموعة من المستثمرين الاوروبيين، كنت انا مستضيفهم في يوم، ايه اللي يضايقكم؟ قال لا احنا ما عندناش خبرة قوي في مصر، انما اللي عاوزين نقوله لك العالم النامي كله مشكلته البيروقراطيه وفي فض المنازعات. صحيح. وصندوق النقد الدولي عامل احد تقارير ده من كذا سنه ان متوسط المده اللازمه للفصل في حكم قضيه اقتصاديه بياخد 10 سنين وبتكلفه 10% في السنه. يعني يكون في نهايه المده صرف فلوسه على الفلوس اللي هو عاوزها. طب احنا فيما يتعلق بنيوم، بما انه حضرتك بدات الكلام بيه، احنا ما زلنا في انتظار الحقيقه معلومات اكتر، لانه هو اللي احنا عارفينه دلوقتي انه هو زي ما قلنا شراكه مصريه سعوديه اردنيه. بنتكلم على استثمارات، بنتكلم على شكل الخريطه هناك، لكن لسه مفيش تفاصيل كثيره الحقيقه، لسه لم تصدر. المهم اللي لازم نفهمه ان مصر مش بتبيع ارض، وان لابد اللي جاي يستثمر في ارض الذي يبقى عنده ارض، وحضرتك لازم نتفق وطنيا على ايه اللي يطمئن، علما بان البرازيل، وانا عشت في البرازيل، عملنا مصرع اسمها اسوان، عملوها 2 خريج زراعه من القاهره، عملوا مشروع، البنك على طول راح اعطيهم قرض، راحوا خدوا 1000 فدان وبقى اسمها اسوان في جنوب ريو دي جانيرو، انا عملتها وانا موجود هناك. الارض بكام؟ مجانا. لان مشكله البرازيل زينا، اراضي شاسعه والسكان مش بيشغلوا كل الارض. فاخر حاجه نفكر فيها حته ارض ونبيع ولا نشتري، كلام. طيب خلينا نتكلم عن حضرتك قلت انه في اعتقادك انه الرئيس اخذ الامير محمد بن سلمان الاسماعيليه عشان يوريه المشروعات، كفاءه الانتاج احنا نقدر ننتج ايه، ننشئ ايه، وفي وقت قد ايه، وبقدره زمنيه عامله ازاي، ودي طبعا اجزاء من هذه الزياره. صحيح. انما كمان خليني اسال حضرتك على زيارته للكنيسه المصريه. والحقيقة أنه اللقطة الشهيرة اللي فيها الأمير ولي العهد السعودي يصافح قداسة البابا توادروس الثاني هي حقيقة لقطة معبرة جدا. بالظبط كده. يعني احنا بنتكلم طبعا عن ولي عهد في عهده منذ أشهر قليلة، عرفنا أنه المرأة في السعودية هيسمح لها بقيادة السيارات، تنطلق للعمل بشكل أكثر كفاءة، تنطلق في عمل المشروعات. صحيح. وما إلى بنتكلم على مسرح، بنتكلم على سينما، بنتكلم على نهضة تنويرية حقيقية. ما هو ده الفرق بين ما نسميه دولة عجوز، دولة تكون عجزت. هو مين اللي كان بيحكم مصر لغاية 2011؟ فوق السبعين. كويس؟ ومين اللي بيحكم المملكة حاليا؟ برضه سن متقدم. فالوقت هشوف بقى قيادتين شابتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجانب المصري وولي العهد محمد بن سلمان. ده ضروري شاف الدنيا وسافر امريكا وشاف اوروبا وشاف الدنيا منفتحه ازاي، ثم تعلم حقيقه الدين الاسلامي. على فكره انا استخدمت هذا يوم كنا في مؤتمر اوروبي متوسطي، وكنت قاعد على كرسي مصر لما انا ليندا اللي لها مركز في مكتبه الاسكندريه وزيره خارجيه السويد الله يرحمها، قالت عاوزين نعمل حوار بين الديانات. قلت لها ستي نحن لا نتحاور على أديان، نحن عاوزين نتحاور على الثقافات. وانا ثقافتي تقبل الدين المسيحي تماما. انما هي مشكلتي انك انت مش قابله ديانتي انا.
عكس يعني خدت جزء هجومي شويه. بس الحوار شوي. بس الحوار على الاديان يا فندم ليس بالضروره معناه ان انا اشكك في دينك، انما انا لا بحاول لا لا اوصل معاك لارضيه مشتركه. مرشح رئاسه الجمهوريه مره انا كنت هنا في دريم على فكره وطلع على الهواء وقال انا هوحد الاديان في مصر. شفت هيوصل لفين بقى؟ تعملها ازاي دي ان شاء الله؟ الحق قعد البابا مع الشيخ الازهر مع الحاخام واقول لهم تعالوا الى كده، ومين قال لك ان انا مفوضك تعمل كده؟ لكده ما فيش حاجه اسمها حوار اديان، حوار ثقافات. حوار ثقافات. القبول بالاخر. قبول الاخر. عندي قلت الان لين ده بالظبط الاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. وقلت لها فاذا لو مسلما القى كنيسه بحجر ما يبقاش مسلم. فانا مستحيل ابقى مسلم الا اذا امنت بالله وكتبه ورسله جميعا. وكتبه اللي هي يعني الكتب ورسله السماويه ورسله. ادي فكون ان الولي العهد يروح يزور الكنيسه يبقى نترجم اللي انا بقوله، وهو ده الاسلام الحقيقي. الازهر الشريف وكان فيه طبعا الترميمات والاعمال التطوير اللي حصلت فيه وكان مهتم فعلا الدكتور خالد العناني كمان وزير الاثار هو بنفسه كان بيقود طبعا الجوله هناك داخل الازهر الشريف وبيشرح لهم الحقيقه ايه اللي تم العمل فيه. كمان اهتمام المملكه العربيه السعوديه بهذا الصرح الكبير، يعني هو طبعا قيمه الازهر الشريف ليس فقط في المبنى، هو طبعا بالفكر طبعا طبعا وامانه الكلمه. بسرعة. وانا في المانيا جم جماعه مسلمين المان وطلبوا فتوى في حكايه شهور الصيف بتصوم 20 ساعه المغرب على 10 الا 10. انا بيني وبينك لقيتها ارحم من الصيام في الحر هنا يعني، فكنت انما في ناس طلبت فتوى فقالوا بس احنا عاوزين فتوى من الازهر مش من اي جهه اخرى. شوف الازهر بقى وقيمته. طبعا اما اقول كلمه الازهر في افريقيا، انا كنت ساكن في الكاميرون، دي حاجه لها احترامها الشديد. ثم في حاجه ودي الجزء الثاني اللي عاوز اقوله، الرئيس السادات رحمه الله عليه مع الملك فيصل عملوا اعظم شيء في الحكايه دي، ان الدعوه الاسلاميه وتدريس الشريعه الاسلاميه ليس محل منافسه وانما تكامل بين مصر والسعوديه. صحيح. فابتدت السعوديه تبني جوامع بمهندسين مصريين والمشايخ مصريين شكر. لدرجه انا في الكاميرون، دي دوله عضو في المؤتمر الاسلامي، في مناطق في الكاميرون لا يوجد فيها الا مسلمين، منطقه اسمها البامون، وسلطان البامون ده من اصدقاء عبد الناصر رحمه الله عليه كلاهما يعني، واللي وصاني عليه الدكتور بطرس غالي. اللي وصى حضرتك عليه الدكتور بطرس غالي. حكى لي تاريخه على طول. قال ده يفتح لك أفضل. وهو اقليم مسلم وطبعا يعني من يحكمه مسلم. الشيء الازرف ان احد ابناء البامون كان وزير الداخليه، فوتشي في اسمه. بقول له نازل مصر عاوز حاجه، قال لي عاوزين نفرش الجامع سجاد. الله. قلت له وانت مالك انت مسيحي انت مالك؟ انا احب اهزر في حاجه، انت مسيحي ليه مالك ومال الجامع؟ قال لي ايوه انا مسيحي بس ابويا مسلم. بهذه البساطه بهذه البساطه. فلما اقول في وسط الجامع كلمه الازهر صحيح بس لكده نبهني شيخ الجامع لها قيمة وكان كبيرة. مصريا قال لي اذا رحت بقى تصلي الجمعه اوعك تغيب مره، وقد غبت مره لسبب يعني، فلقيت وزير الخارجيه بيكلمني انت مره رحت الجامع ليه؟ لان ابن مصر والازهر بقعد خلف الامام ادام ونجويا مرشح رئاسه الجمهوريه كان يقعد على شمالي. ادي قيمه الازهر في افريقيا. ايضا الكنيسه المصريه لها نفس القيمه عند الكنائس الشرقيه. قبل ما اترك ملف العلاقات المصريه السعوديه عشان عايز انتقل لبعض المحطات الاخرى الحقيقه في العلاقات المصريه الخليجيه، مسرحيه سلم نفسك والحقيقه انه كان برضو فكره انه رئيس الجمهوريه يصطحب معاه رئيس دوله اوليه. أيوة. عهد دوله. أيوة. اخرى لمسرح تمام، لكن ولي العهد السعودي تمام. بنرجع تاني لنفس النقطه، فكره انه ان نذهب الى المسرح والحقيقه انه سلم نفسك يعني وعرض مسرحي هايل الحقيقه يعني هي رساله وهي رساله هي رساله طبعًا. ايه للسعوديه؟ ان مش كل شيء يتقال حلال وحرام كده دون دراسه. يعني في مسارح محترمه جدا بتقدم اداب عالمي، ويا سلام على مسرحنا في توفيق الحكيم ولا نجيب محفوظ. وفي قد يستخدم المسرح في الرقص والكلام اللي ما يعجبهمش. وفي حادثه جت في بالي دلوقتي انت بتسالي، لما نشا حاجه اسمها التليفون.
التليفون. ايوه فرحوا. التليفون ابو قرص ده بتاع زمان، التليفون بتاع زمان ده كان بالمنافله كمان، ده انت حضرتيش المنافله. الو قول وصلني. ايوه وصلني بالقاهره من فضلك. انا من بلد صغيره اسمها دمياط. دمياط ايوه. كنت اضرب المنافله يرد على السنترال يقول والله اديني نمره، اديني نمره 60. والدي كان يعرفهم من صوتهم، يقول له يا عوض وصلني بكذا، ويبقى في صداقه. انا كنت مثلا في الابتدائيه ووالدي اتاخر وعاوزين نتغدى بقى، اقوم اضرب اقول له يا استاذ عوض تعرفش بابا فين؟ يقول لي ايوه لسه مكلمني من كانت مساله كانت محدوده جدا. فراحوا الشركات الاوروبيه اظن سيمنز راح يدخل التليفون في السعوديه. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال داريكسو من عمل الشيطان. طبعا التليفون. طبعا لان فيه جن. ازاي انا بقى قاعد في جده واسمع واحد على بعد مئات الكيلومترات في المدينه بيكلمني؟ قالوا طيب لو كان شيطان هل الشيطان يصمد لسماع القران؟ قالوا لا طبعا. قالوا طب استنى بقى، وراح طالب جده وهو في مكه او العكس وقال له اقرا قران، فقرا قران في التليفون فبهت الذي كفر. فده اللي عاوز اقوله، ان بقول لك التليفون صحيح ممكن يكون صحيح اله للفسق والفجور، وممكن يبقى وسيله تتحدي فينا بيستعنى على الموبايل. الغريبه يا سياده السفير ان ان العالم العربي يا فندم ده علماء، ده علوم العالم كلها طلعت من علماء عرب. مظبوط مظبوط. الطب والهندسه والكل اغلب علوم العالم والجبر، اغلب علوم العالم طلعت من علماء عرب. نحن يعني كنا أسهمنا امه متقدمه في جدا في تقدم العلوم البشريه. اسهمنا طبعا بشكل كبير في تقدم العلوم البشريه. حان الوقت، حان الوقت للتحديث، وده اللي الامير محمد بيعمله بقى. فكره الحداثه وانه هيعمل مسرح، مسرح ما فيش حاجه تزعل، وانه هيدخل احدث الالات و و و قالوا لي بس حولي في كل الدنيا بيحصل مقاومه للجديد دايما. انا احد الذين ساهموا في ادخال الموبايل في مصر وقت ما كنت مساعد وزير الخارجيه، لقينا في مقاومه من جهات بيقول لك ده الله هيبقى للتجسس. يا سيدي الموبايل كان دخل مصر سنه كام؟ 96. ايوه حضرتك كنت من الناس اللي ساهمت في دخول الموبايل مصر. والله عمرو موسى قال لي قابل الناس وشوف ايه المشكله. طلع ان في جهات مصريه متخوفه من بس تبقى. عشان كان لسه اختراع جديد ساعتها. انا فاكره يا فندم الموبايل اول ما نزل في 96 فعلا لما كنا لسه في الاول بنجيبه كنا بن بن بنقول ايه ده ما فيش حراره، انتوا ضحكتوا علينا ولا ايه؟ فاحنا برضه معلش يعني كان كبير كده وانتنا. ايوه اول موبايل نزل. ايوه طيب زياره الامير ولي العهد محمد بن سلمان الحقيقه انه تزامنت مع زياره كان قام بها مبعوث وزير الخارجيه الامريكي لأزمة قطر الجنرال متقاعد أنتوني زيني، التقى فيها وزير الخارجية سامح شكري وكان في بعض الحوارات. هل بتشوف حضرتك أنه ربما في بعض المحاولات الأمريكية للتدخل والوساطة بين الرباعي العربي مصر السعودية الإمارات البحرين وقطر إلى جانب طبعا الكويت اللي هي كانت وما زالت تقوم بمسعيها ل يعني محاولة تهدئة الأمور؟ يعني من تجربتي المتواضعة في مباحثات رئاسية كل ما يخطر في بالك هيبقى قدامه. يعني احنا بنبقى حاطين لستة أمام رئيسنا أو وزير الخارجية أو هو ايفر يعني هيكون مكتوب فيها 15 موضوع وضروري الطرف الضيف عنده 15 موضوع، هتلاقي 13 منهم متكررين في الاجندتين واربعه مواضيع جديده، ويقعد يقول هتعملوا ايه في العراق؟ ما رايكم في انتخاب امين عام الجامعه العربيه الجديده؟ ما رايكم في مش عارف الامم ايه رايكم في الوضع في قبرص بين قبرص وتركيا؟ كل ده بيبحث. انت حضرتك اشرتي لمبعوث من وزير الخارجيه وانما اضيف لهذا اذكرك بان الرئيس ترامب كلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتليفون قبل الزياره بيوم. هل دي صدفه؟ لا، بيقول له انت هتقابل الراجل اللي هيجي لنا ده من فضلكم اتفقوا مع بعض على الشيء الفلاني والعلاني والترتاني. ده صحيح. وقد يكون هذا ان امريكا عاوزه تقوم بدور في المصالحه مع قطر. يا اهلا وسهلا. فانا برد عليها لا، قلت له اعمل لي الاول دور في المصالحه الاسرائيليه الفلسطينيه. انت رحت بس شطرت نقلت السفاره الى القدس. وكل مدى بيبدر معاد النقل كمان. ما هو المقابل؟ ما هو المقابل؟ القرار ده متخذ من سنه 95 وبينفذ بناء على طلب وزاره الخارجيه على فكره. يعني لنا سند في امريكا يجب ان احنا نفهم من هم حلفائنا. انا اقتنع بالخارجيات بحكم المهنه يعني بيبقى قاري الملف وبيقدر يطلع بتفاصيل يعرضها على رئاسته. فالخارجيه الامريكيه كانت معترضه على نقل السفاره، والبنتاجون وزاره الدفاع
معترض ده مش مصلحه الولايات المتحده. فهنا انا دوري بقى ان اضغط واطلب من الولايات المتحده، طب قول لي هتحل المشكله ازاي؟ الصفقه الكبرى والصفقه المشكله الكلام في احيانا البعض بيتخذ منه وسيله للاحلام او كلام مشعشع كده ملوش معنى. انما بالتاكيد ان الموقف المصري والعربي في القضايا كلها متفق عليه. فالزيارات دي بتتم هنا وفي اتصال تليفوني مع امريكا وفي مبعوث من امريكا في القاهره. طيب انا ليه اسال حضرتك يا معالي السفير، هل في اعتقاد حضرتك ومتابعتك طبعا للازمه القطريه، هل بتشوف انه في اي احتمال انه قطر تلتزم بعدم التدخل في شؤون الدول العربية وعدم محاولات قلب أنظمة الحكم فيها وعدم محاولات إشعال الفتن بها وعدم التدخل في سياساتها الداخلية؟ يعني هل ممكن قطر تكون اتعظت من المقاطعة؟ على فكرة المقاطعة اللي هم بيسموها حصار، يعني هم قطر بتتعمد انها تشيع حصار. كلمة حصار وهو ليس حصار، هي مقاطعة. المقاطعة دي يا فندم يعني بشهادة جميع الدراسات والابحاث او التقارير خلينا نقول الدولية حتى منها قبل العربية بتؤكد انه قطر تضررت اقتصاديا من هذه المقاطعة. التكلفة زادت عليها. انما ما يعني ما مش عاوز اوصل لتضررت يعني. التكلفة زادت وبالتالي يعني حضرتك نحاول هكون اكيد اثرت عليها. هل يعقل ان انا هقعد على مائده فيها مفاوض قطري قدامي وهقول له الاستسلام التام او الموت الزؤام؟ لا، لازم اديله حاجه. قطر عاوزه ايه؟ لازم نسال قطر عاوزه ايه؟ ولازم انا اود الشعب القطري جدا. انا كنت بتردد كثيرا على قطر، ولا انسى اخر مره كنت موجود من يمكن سنه 2011 لما سافرنا هناك، عزمني على عشاء انا مجموعة من البنكرز المصريين ومعانا خمسة ستة قطريين من السن المتقدم. تسمعي شعر في مصر، تسمعي شعر في مصر دي حقيقة. أو ما فيش من كام أسبوع بنودع زميل في الجامعة العربية قطري بنودعه لأنه خلص مدته، فبقول له مش تقول للجماعة بتوعك دول يليموها شوية؟ فضحك وقال اللهم زودوها حبتين. يعني إذا هناك عقول واذهان وقلوب معك. لا، وبعدين في السنوات الاخيره الماضيه بقى في معارضه قطريه يا فندم ما كانتش اما ما كانتش موجوده سابقا او كانت موجوده بس ما كانتش عندها الجراه انها تطلع تقول نحن نعارض النظام القطري. السياسه الخارجيه المصريه دائما تتعامل مع الجهات الرسميه وما بنحاولش نقلب الناس على بعضها ولا حاجه. انما قطر تبحث عن دور. اصغر دوله في العالم العربي، تعداد سكانها لا يزيد عن حي ماسبيرو مثلا، او عاوز اقول مقارنه اقرب ان يعني مثلث ماسبيرو اظن. لا، عاوز اقول ان خريجي التوجيهيه في مصر هم قد قطر. انا ضحكت معاهم مره، كان وزير الزراعه عازمني في مؤتمر وكانوا بيتكلموا على الزحمه في الدوحه، قلت له الزحمه عقبال عندنا لما يبقى زحمتنا زيكم. يا سيدي مشكلتنا في مصر ان احنا بنخلف قطر خمس مرات في السنه. احنا مش بنخلف 2.6 مليون، دول خمس مرات قطر. فلازم نكبر بقى. هذه القطر الصغيرة تبحث عن دور. فبقول لهم بصوا على دولة زيكم في أوروبا وهي مالطا. شوف الدور العظيم اللي بتقوم فيه مالطا لتوفيق الأوضاع. كل مؤتمر كنا نحتار نروح فين في المؤتمر وزراء خارجية الدول الأوروبية والمتوسطية. طب نعود مرة أخرى، إذا قطر تريد أن تبحث لنفسها عن دور. أنا هقول لك، أنا من المرات الأخيرة اللي زرت فيها قطر وكان ده الدور بقى اللي أنا أرشحه. رحنا قطر في نوفمبر 2008 نحضر للقمة العربية اللي هتكون في الكويت في مارس 2009. وكان مؤتمرا عظيما صدرت عنه توصيات وابحاث ده الدور. يكون له دور في المصالحة السودانية، يكون له دور في المصالحة الفلسطينية. وينتشر. اهلا وسهلا طبعا. طب ماذا عناصر ارهابية مضادة لمصر؟ ماذا عما سبق يا معالي السفير؟ يعني اذا افترضنا انه يعني آل تميم عادوا الى رشدهم، لو افترضنا يعني ده، وقرروا ان هم يعودوا مره اخرى تحت مظله يعني الوطن العربي واللحمه العربيه وما الى ذلك. طب اللي فات ده يا فندم هنسامح عليه ازاي؟ يعني اشتراكهم فيما سبق فيه، يعني ايه وقهم لجماعات ارهابيه او عناصر ارهابيه؟ اشتراكهم ربما في تمويل عمليات ارهابيه. حضرتك ان هم كانوا في مرحله وابتدوا يطردوا الاخوان من عندهم. والشيخ اللي عمل حدوته هناك عندهم برضه قالوا له اتفضل بره. ليه هو الشيخ القرضاوي مش لسه عندهم؟ لسه. طيب. انما كان ابتدوا يمتنعوا عن ايواء العناصر الاخوانيه وكده. ثم قلبت معهم تاني.
في الفترة دي لما كان الرئيس في نيويورك بيحضر أول مرة الدورة بتاع الأمم المتحدة، قام الأمير تميم من مكانه على المائدة وراح سلم على الرئيس، وتكررت في مناسبة أخرى. يعني كان لسه مين اللي بيسمم هذه الآبار؟ مين؟ مش عارف يعني. هناك أطراف كثيرة. يعني مين يا فندم؟ زي إيران، ممكن تركيا؟ إيران، ممكن تركيا، ممكن الأمريكان بيستعبطوا. كل ده جائز، كل ده جائز، لأن طيب. العالم العربي الحقيقة ككل مش في أحسن حالاته نتيجة ما يحدث في موقف سوريا. موقف الرباعي شايفه متماسك حتى اليوم، موقف الرباعي العربي من الأزمة القطرية متماسك جداً حتى جداً. الآن. وبعدين الكويت مش بعيدة عن هذا، بقيت الدول العربية لو رحنا الجزائر أو كده مش بعاد عن هذا، موقف عربي متماسك. أنا عاوز أقول لك حاجة على فكرة عشان ما نبتئس، احنا كنا في الجامعه العربيه لا احنا مش بؤسة خالص الحمد لله، بالعكس متفائلين جدا. حالة صعبة لانه مر علينا كتير يا فندم في مصر وتامروا يعني. علينا كتير بس احنا قدها جدا ان شاء الله. كنا في الجامعه العربيه في الغرفه الاندلسيه بيسموها مائده كبيره برئاسه اخونا الفاضل احمد ابو الغيط، فلقيت تلات ارباع اللي قاعدين على المائده من الاتحادات العربيه والمنظمات العربيه بيشتكوا شكوى وراها شكوى وراها شكوى وراها شكوى. فلما طلبت الكلمه واداني الكلمه قلت والله انا عاوز اقول لك يعني حاجه خلاف اللي اتقال، انا ما عنديش شكاوى، انا بالعكس انا اول ما يخطر في بالي وانا بجلس معاك ان اهنئك على ما تقوم به الجامعه العربيه اقتصاديا. انت طاير يعني في الملحوظات في وسائل الاتصال الاجتماعي الفيسبوك وغيرها، ما يلغوا الجامعه العربيه، طب ما نلغي اي حكايه يعني. فالجامعه العربيه وصلت الى انها عندها منطقه تجاره حره، وده من ضمن اسرار العلاقه المصريه السعوديه، ما فيش جمارك بيننا وبين السعوديه، ما فيش جمارك بيننا وبين 18 دولة عربية، منطقة تجارة حرة. ثم اتفاقية لتحرير حركة الأموال وتشجيع الاستثمار وحمايته، ومحكمة لفض منازعات الاستثمار في الجامعة العربية، وبعدين يعني حررنا الخدمات. فاضل حاجة واحدة الحقيقة محتاجين فيها مجهود كبير جدا ونرجو فيه وزارة الداخلية، وهو حرية الانتقال، الحرية الرابعة بنسميها. أصل حضرتك بدون فيزا وتأشيرة وكده بين الأبناء أنا شخصيا عشان جواز سفري. أصل حضرتك تجارة ولا المواطنين؟ يعني حرية الانتقال ده سؤال ذكي جدا. قلت لهم ناس يعني بالتدرج لبنان كده يروح لبنان بنروحها من غير فيزا يعني هي فيزا يا إما لازم يبقى معاك 2000 دولار. أنا بروح الإمارات بدون تأشيرة لأن جواز سفر الدبلوماسي معفي، وبروح سوريا من غير تأشيرة. ده حضرتك يا فندم. فانا عاوز فإذا لما كده بقول هي إيه كاتيجوريز أو فئات. نبدأ بالدبلوماسيين، وراهم الرسميين الحكوميين لأن طبعا حكوماتهم تضمنهم، وراهم أعضاء النقابات والاتحادات التجارية، وراهم رجال الأعمال اللي هم مصالح في البلد اللي راح مرة واتنين ده، ثم اللي عنده عقود ويتعامل. كل دول ليه تقول له هات فيزا؟ طيب احنا في دولة بعيدة عنا جدا وهي الولايات المتحدة. زوجتي كانت راح تزور أحد أحفادنا إن شاء الله بعد يومين، فعملوا مقابلة. تعرفي حد في امريكا؟ قلت له عندي احفادي هناك. طب ليكي اصدقاء امريكان كتير قوي؟ رحت امريكا قبل كده؟ رحتها كذا مره. فببساطه خدوا الجواز اللي احنا طالبين، يعني تروح يعاود طول 18 يوم ادوها 5 سنين. لان ايه المنطق في ان واحده لها احفاد ولها اخوات ولها مش عارف ايه؟ صحيح. فالتاشيره لاول مره اشوف تاشيره 5 سنوات صالحه لعده طيب صفرات. احنا نخرج من دائره الحديث عن العلاقات المصريه السعوديه والحقيقه، وتطرقنا ايضا سريعا الى موقف الرباعي العربي، لكن كمان الحقيقه كنا في مساء دريم كنا يعني انفردنا بخبر عوده السفير السوداني بالقاهره عبد المحمود عبد الحليم، كنا قلناه من فتره هنا، وحضرتك عارف طبعا انه كان يعني كانت السودان قد ارسلت في استدعي للتشاور، واحنا الحقيقه لا استدعي للتشاور، واحنا الحقيقه كنا يعني ذعنا في مساء دريم سابقا انه هيكون عودته قريبا، وبالفعل عاد الى القاهره. والنهارده الحقيقه كان في لقاء جمع السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم بعدد من الصحفيين والاعلاميين المصريين، وده يمكن كان اول لقاء يعقده مع وسائل الاعلام المصريه عقب عودته للقاهره يوم الاثنين الماضي بعد حوالي شهرين كان قضاها في الخرطوم بعد استدعائه. تعالوا نشوف مع بعض يعني جزء من هذا اللقاء الخاص اللي أجريناه بكاميرات مساء دريم مع السفير السوداني. أنا الحقيقة في غاية السعادة
أن ألتقي بكم مجددا بعد عودتي من الخرطوم لبلدي الثاني جمهورية مصر العربية الشقيقة. المسؤولية كبيرة أمامنا، لأن ما يجمع البلدين والشعبين أكبر من أي مشكلات، ونحن نثق في أن هذه المشتركات وهذه الروابط، روابط الرحم والدم واللقاء المشترك طوال القرون والعهود الماضية، سوف تساعد وتعزز مسيرة البلدين والشعبين للانطلاق بهذه العلاقات ووضعها في إطار الصحيح إن شاء الله. كما هو معلوم جاء تشكيل اللجنة الرباعية التي تشمل وزارات الخارجية والمخابرات في البلدين من الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين البشير والسيسي في أديس أبابا في 28 مارس المنصرم على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا. هذه اللجنة هي أحدث آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وهي لجنة هامة للغاية لأنها تشمل المكون السياسي والأمني في لجنة واحدة مشتركة. ستكون لجنة مستمرة تعقد اجتماعاتها عند الاقتضاء، وكذلك بصورة دورية لمتابعة التكليفات المختلفة التي يصدرها القيادة في تصدرها القيادة في البلدين. ولذلك فإننا نتوقع غريبا أيضا أن تعاود هذه اللجنة اجتماعاتها، ولكن بعد تحريك بعض الآليات التي تم الاتفاق على تحريكها، مثل اللجنة الأمنية واللجنة العسكرية ولجنة المعابر واللجنة الاقتصادية، سوف ننخرط في اجتماعات متتالية إن شاء الله ومتواصلة مع الجانب المصري خلال الأيام القليلة القادمة لتفعيل هذه الآليات لخدمة القضايا والانهماكات والشواغل الثنائية. وسوف تعاود هذه اللجنة اجتماعاتها إن شاء الله لتقييم ما تم إنجازه من عمل لهذه اللجان وهذه الآليات. هنالك التزام وروح جديدة تسري في أوصال العلاقات السودانية المصرية. لا نريد ذلك أن يكون حبرا على الورق، ولكن نريد أفعال على الأرض تمشي بين الناس بالخير والمودة والرحمة والمصالح المشتركة. فالعبرة ليس بما يتم توقيعه، وإنما بما يتم تنفيذه. لذلك سنحرص على تنفيذ التكليفات التي أصدرتها القيادة في البلدين لنا كدبلوماسيين وكخبراء في المجالات المختلفة للانطلاق بهذه العلاقات وجعلها نموذجية في العالمين العربي والأفريقي إن شاء الله. سيتم عقد اجتماع اللجنة العليا برئاسة الرئيسين في البلدين قبل نهاية هذا العام بالخرطوم. فاجتماعات الخرطوم تتميز بأهميتها لتقييم ما أنجز خلال هذه الفترة وتحسس مواقع الإخفاق وتدعيم الإيجابيات حتى نستطيع الانطلاق نحو بناء علاقات مزدهرة بين البلدين والشعبين. إقامة السودان لأي علاقات إقليمية مع أي أطراف إقليمية هو قرار سيادي ليخدم مصلحة الشعب السوداني، ولكن ما نستطيع التأكيد عليه هو أن هذه العلاقات لن تكون خصما بأي حال من الأحوال على علاقاتنا مع أي طرف ودولة جارة أو صديقة أو شقيقة إن شاء الله. كما هو معلوم كان السودان قد وجه الدعوات لمصر وأثيوبيا للاجتماع في الخرطوم وتنفيذ التكليف الذي عهد به الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا في اجتماعهم على هامش اجتماعات القمة الأفريقية على النحو المعلوم. كان يفترض أن يعقد هذا الاجتماع في الأسبوع الأخير من الشهر الشهري المنصرم، ولكن نسبة للتطورات في أثيوبيا الشقيقة أثيوبيا وبطلب من الجانب الأثيوبي تم إرجاء هذه الاجتماعات الهامة. نحن نتابع هذا الأمر، بمجرد انجلاء الأوضاع في أثيوبيا سوف تتم ونعاود الدعوة لعقد هذا الاجتماع الهام جدا في الخرطوم إن شاء الله في أقرب الأجل. هنالك العديد من المسائل الفنية، ولكن موضوع سنوات ملء السد وكذلك الإدارة المشتركة هذه من أبرز القضايا التي اهتم بها السادة الرؤساء في اجتماعهم بأديس أبابا مؤخرا. هنالك حديث تردد بين الحين والآخر حول أن السودان ينحاز إلى أثيوبيا ولا يقف مع مصر. الحقيقة نحن لسنا ضد مصر ولسنا مع أثيوبيا، نحن مع مصالح الشعب السوداني، ولكن
قبل كل شيء لا بد لهذه المصالح ألا تكون خصمة على مصالح الآخرين، لأننا نؤمن بأن هذا النهر ينبغي أن يكون ساحة للتعاون وليس ساحة للصراع، وهذا هو موقفنا وموقف كان إيجابي طوال الاجتماعات السابقة. لولا جهود السودان لما تمكننا من توقيع والوثيقة في الخرطوم في مارس قبل عامين إعلان المبادئ، ولما تمكننا من أن نمضي بالأمور على النحو الذي تشاهدينه الآن. فنحن ندرك مسؤولياتنا ومصالحنا، ولكن نعمل في تنسيق مع الشقيقة مصر والشقيقة أثيوبيا لكي يكون النهر خادما لمصالح شعوب البلدان الثلاثة. طبعا يعني الحديث عن عودة السفير السوداني، يعني العلاقات المصرية السودانية وإلى أي مدى وصلنا في ملف سد النهضة. الحقيقة أنه السفير السوداني قالها واضحة، يعني قال أنه البعض يتهمنا بأننا يعني ضد مصر أو أننا مع إثيوبيا، وفي الحقيقة أننا لا مع مصر ولا لا ضد مصر ولا مع إثيوبيا، نحن مع مصالح الشعب السوداني. معالي السفير بجد ترحب بحضرتك مرة تانية. يعني عموما كده بتشوف ازاي يا فندم مشوارنا في ملف سد النهضة والعلاقات المصرية السودانية الإثيوبية؟ خلي بال حضرتك ان انا من الجيل اللي هتف في المدرسة يعيش فاروق مصر، فاروق ملك مصر والسودان، والعلم كان علم مصر والسودان حتى قامت الثورة و56، والسودان هو اللي خد خطوة الانفصال، وللأسف اللي خد خطوة الانفصال ما أبقاش على بلده نفسها موحدة، فعاد الانقسام مرة أخرى وبقى في جنوب سودان وحتى شمال السودان اللي يعني بيحاكينا في موضوع حلايب وشلاتين معرض للانقسام تاني، دارفور وغيرها. فلهذا أنا عاوز أديهم رسالة اللي قالها حكيم هذه الأمة أنور السادات لما أصير موضوع حلايب وشلاتين، قال أنا أتمنى أن حدود مصر تكون عند جوبة أقصى جنوب السودان، وحدود السودان تكون إسكندرية أقصى الشمال، ولنبقى دولة موحدة تاني. وعملوا وقتها مشروع المديرية المشتركة ومحاولة استثمارات على الحدود على الجانبين وغير ذلك. ده النغمة اللي ينبغي أن نتمسك بها. أما حلايب وشلاتين دي مسألة مستندات، مفيش أي مستند يقول إنها سودانية. القصة كلها إن مأمور حلايب وشلاتين المصري كان اقامته بيقعد في الاقصر بعيد عنها عشان يروح لها في مشقه، فطلب من زميله السوداني واحنا كنا دوله واحده ساعتها، قال له باخد بالك من هذه البتاع، فقال ايه المامور الاسم يبقى تنازل عن حلايب وشلاتين. يعني هو في اصلا كلام على حلايب وشلاتين؟ لا هو ده السبب في استدعائه مش استدعائه كلام. اسمح لي اسال في الدقائق القليله المتبقيه يعني مجموعه من الاسئله حول بعض الملفات الهامه جدا. طبعا الملف السوري، كيف ترى الوضع هناك؟ الأزمة الإنسانية طبعا تتفاقم في سوريا، ما يحدث في الغوطة الشرقية، ما حدث في عفرين من تجاوزات وضرب لأبنائها بالكيماوي، مأساة. دي مأساة بكل معنى الكلمة. والدرس اللي اخده كمصري ان يا ويل شعب يلجأ جزء منه لبلد وجزء تاني يلجأ لبلد أخرى وجزء تالت لبلد ثالثة. القوى المتصارعة في سوريا هي روسيا في مواجهة قوات أمريكية، في مواجهة قوات فرنسية، في مواجهة تركيا، في مواجهة إيران. خمسة دول تتواجه على أرض واحدة. فلكده لما أنا بحاول أجيب المعارضة السورية وبتيجي مصر، لأن لما يبقى في الحضن اللي هيحل هو مصر لو اقتنعوا ان يجوا يسمعوا الكلام. انما هي القصه ان حتى المشكله مش مشكله الرئيس بشار الاسد، مشكله الطائفه العلويه اللي هي لا تتعدى 12% من تعداد سوريا، مسيطره على البلد بقى لها 50 سنه ولكنها تمتلك السلاح ومش عاوزه تتراجع وتمتلك السلاح. فلابد يكون في طريقه زي ما كنا بنتكلم على قطر، لازم لما اقعد مع الطرف الاخر خد وهات، ما فيش حاجه اسمها اخد انا كل شيء وما اديش ولا شيء. فسوريا لو بلغ بهم العقل الى ان هم محتاجين للتفاوض، وانا اخشى ان النقطه دي لسه ما وصلهاش وقدامها شويه، لان ما لم يرهق الطرفين كل شويه الروس بيدوهم الامريكان بيدوهم، ف
عايشين على حساب الغير. الملف اليمني سوري قدامها وقت شوي. الملف سوري قدامها وقت شوي. اه لسه قدامها وقت شوي. الملف اليمني يا فندم كيف ترى التقدم فيه؟ يعني نحن الان نتحدث عن سيطره الحوثي جماعه الحوثي كما هو هي هو ده احد الملفات اللي تسبب في التقارب. عفوا يا فندم. ونتحدث ايضا عن مطالبات باسقاط يعني او اسقاط الاعتراضات اللي كانت على او الاعتراضات الماديه الماليه والالتزامات على عائله الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والافراج عن اموالهم وما الى ذلك. ونتحدث ايضا عن تدخلات سعوديه عربيه في اليمن. كيف كل ده مقدور عليه؟ لانه في طرف اجنبي وهو ايران بتساعد الحوثيين. واضح ان القوات التحالف العربي يعني حققت النهارده بيقولوا 85% من المطلوب. فافتكر اليمن التراضي فيه سهل، اسهل من الوضع في سوريا. قربنا على قريب من الحل، اسهل من الوضع في سوريا. وافتكر اليمن لازم نوعده بقى انه ينضم لمجلس التعاون الخليجي عشان يبقى ثمن السلام هو مزيد من الرخاء والتنميه. واجب على الخليج انه ينمي اليمن ويعيد بنائه. العراق، العراق ما زلنا للأسف الشديد برضو الأكراد تفكير شوية محصور في أن نعمل دولة كردية. دي هتعارضها الدولة الكردية منتشرة الآن في تركيا وفي إيران وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق. لو طلعنا دولة كردية هنختصم من أراضي هذه الدول الخمسة أجزاء، فمش حدش هيساعدها. إنما إيه المانع أنك أنت تكون ثقافة كردية وسط الثقافة العراقية الأخرى وتعمل دولة اتحادية محترمة وتتقاسم الثروات وتتقاسم كل شيء؟ لأن العراق والحكم كل حاجة كله تتقاسم الحكم بالضبط، لازم كله دور في الحكم. والحقيقة العراقيين أقدموا على خطوة في غاية الذكاء لما خدوا أول رئيس جمهورية كان كردي. أخيرا الوضع في ليبيا، وليبيا طبعا غير أنها دولة شقيقة وعزيزة على مصر، هي أيضا تربطنا بها طبعا الحدود الاستراتيجية. ليبيا عندها ميزة زي العراق أنها دولة بترول، دولة مش فقيرة زي اليمن أو متعثرة زي سوريا. دولة عندها، وده يمكن جزء من المشكلة، أن اقتسام ثروة البترول، وهو القذافي كان موزع عليهم كويس بحيث الشعب مستفيد بثروة البترول. ده لازم يشتغلوا عليه. هم الفريقين المتقسمين الاثنين اصحاب لمصر، محتاجه ضغوط شويه بحيث يحصل ربط الليبيين ببعضهم البعض وقيام قياده وطنيه ليبيه متفق عليها. برضو زي ما تفضلت فكره تقسيم المشاركه في الحكم، ما يبقاش مشاركه سياسيه، طرف ياخذ كل شيء وطرف لا ياخذ ولا شيء. وحتظل مصر باستمرار هي الضامن لمثل هذه الاشياء. التدخل الاجنبي بيجعل هذه الامور تتعثر، وينبغي ان نحد من التدخل الاجنبي قدر الامكان. بشكر حضرتك جزيل الشكر على حوارك معنا وتشريفك لنا في مساء دريم. معالي السفير جمال الدين بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق امين عام اتحاد المستثمرين العرب، نورتنا يا فندم. شكرا. وحكايات حضرتك يعني ما ينفعش نشبع الله منها. يخليك. ربنا نتمنى ان شاء الله لقاء اخر باذن الله. شكرا حضرتك يا فندم. بعد هذا الفاصل في مشروع قانون، وسمعنا كلام كتير عن مساهمة القطاع الخاص في تطوير مرفق السكة الحديد. وإحنا في مصر الحقيقة هنا عندنا مشكلة، أول ما نسمع كلمة إنه القطاع الخاص هيدخل في حاجة على طول الفزاعة بتاعت الخصخصة، وحنبيع وبنبيع البلد وبنبيع المترو وبنبيع الترومي وكلام ده كله. إيه هو مشروع قانون وإزاي ممكن يطبق؟ لأنه الحقيقة مفيش شك، أو خلينا نقول بمعنى تاني أو بكلمات أخرى، مفيش اتنين ممكن يختلفوا على أنه وضع منظومة السكة الحديد في مصر محتاج لتفويرة كده من تحت لفوق كلها على بعضها، وبالتالي نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق. هل فكرة دخول ومساهمة القطاع الخاص في منظومة السكة الحديد هو التفكير خارج الصندوق؟ وما الذي ستجنيه هذه المساهمة؟ مع ضيوفنا الكرام إن شاء الله سيادة النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، سيادة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، والدكتور حسن عبد الظاهر أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس. بعد هذا الفصل
السكة الحديد في مصر ليست فقط متهالكة باعتراف المسؤولين، ولكنها صارت أيضا طريقا للهلاك بحكم الواقع. حادث التصادم الأخير الذي وقع بمحافظة البحيرة الأسبوع الماضي يشكل قمة جبل الجليد، فما خفي كان أعظم. قطارات انتهى عمرها الافتراضي تشكل نموذجا صارخا للإهمال الجسيم، وتفتح الباب واسعا أمام خطر الموت. تركة ثقيلة من الأزمات جعلت مصر تتصدر قائمة حوادث القطارات في العالم. المرفق يعاني كثيرا من جوانب الخلل والتدهور، لعل أبرزها تردي البنية الأساسية منذ نحو 45 عاما و3000 مزلق غير شرعي تنتظر قرارا بالإزالة، إلى جانب استمرار التعديات على حرم السكة الحديد وتعطل أجهزة الأمان والتتبع وعدم تطبيق اشتراطات السلامة. جلسة عاصفة شهدها مجلس النواب الأحد الماضي لمناقشة بيانات عاجلة وطلبات إحاطة على خلفية الحادث. الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قال إن مرفق السكة الحديد متهالك، منبها إلى أن الحل هو السير على نهج عدد من الدول الأجنبية والعربية المجاورة من خلال مشاركة القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمة. وفي هذا السياق وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون في نصين، الأول ويتعلق بإضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين، في حين جاء التعديل الثاني ليعطي الحق لهيئة السكك الحديدية وبعد موافقة وزير النقل في إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين. هشام عرفات وزير النقل وعد بأن تشهد هيئة السكك الحديدية طفرة خلال الفترة من 2019 إلى 2020، معلنا عن مخطط لتحويل كل قطارات السكك الحديدية إلى قطارات VIP بدرجات مختلفة لتحقيق السلامة والراحة للركاب وضبط توقيتات الوصول. فواتير باهظة من الديون المتراكمة تزيد على 45 مليار جنيه، بينما يحتاج التطوير إلى أكثر من 200 مليار جنيه. فهل هناك بارقة أمل تخرج منظومة القطارات من ذلك النفق؟ هذا ما قد تكشف عنه الأعوام القادمة. في الوقت اللي دماء شهدائنا بتسيل في دفاعا وحفاظا على أرض هذا الوطن، في أيضا دماء للمصريين بتسيل على القضبان، بحيث هذه الدماء لا تلبث أن تجف في مكان حتى يتجدد النزيف في مكان آخر. شبح الموت بيخيم على القطارات اللي كانت بتعتبر في وقت من الأوقات من أكثر وسائل السفر والتنقل أمنا وأمانا. السكة الحديد محتاجة إصلاحات كتيرة جدا عاجلة، محتاجة خطط كتيرة جدا، بعضها أو أغلبها تقريبا تأجل أو حتى يعني ألقيت في أقصى زوايا الإهمال. يمكن كان على رأسها إصلاحات إدارية الدولة تكلمت عنها، مالية هيكلية وتشريعية، وده أكيد بيحقق في النهاية عناصر مهمة جدا في رحلة السفر. أي رحلة سفر بيبقى أركانها الأربعة: الراكب، السلامة الأول، السلامة، الأمان، راحة الراكب، وتوقيت الوصول. العنصر البشري في منظومة السكة الحديدية محتاج اهتمام فوري وتأهيل بالأسلوب المناسب لأداء واجبه في كل التخصصات، من أول سواق القطر مرورا بعامل المزلقان والتحويلة، الإدارجي أو الإداري اللي بيبقى قاعد في المكتب، كل الناس دي، مع أنه فكرة تقليل الفجوة بين رواتب كبار الموظفين والفنيين والسائقين، وإن كان دي جزئية ممكن حد يقول لك هي مالها ومال الموضوع، يعني اللي بيرتضي أن هو يعمل في هذه المهنة حتى لو مرتبه صغير ده مش مبرر أن هو يهمل أو يفسد وبالتالي يؤدي خطأه ده إلى حوادث أو إلى إصابات. دي وغيرها كتير جدا من القضايا
يمكن في مقدمتها يعني في توجه جديد دلوقتي بقى بفتح الباب للقطاع الخاص لمشاركه في منظومه السكك الحديديه. كان مشروع مشروع قانون بمساهمه القطاع الخاص وبالفعل تمت الموافقه عليه، وفي انتظار الان تطبيق هذا المشروع. زي ما كنت بقول لحضراتكم انه في فزاعه دايما عند الناس اول ما تسمع كلمه قطاع خاص، تتخيل انه احنا بنبيع وانه يعني هيبقى في عمليه ربحيه فقط لا غير، لكن مش مهم المواطن تزيد عليه سعر التذكرة بقد إيه. هنتكلم في كل التخوفات اللي ممكن تيجي على بال المواطن، زائد طبعا الخطط إيه والتطبيق نفسه لهذه المنظومة، مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا في مساء دريم. سيادة النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلماني، أهلا بحضرتك يا فندم منورنا. وسيادة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلماني، أهلا بحضرتك منورنا. والدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادة، منورنا جميعا. شكرين يا فندم. اسمحوا لي تكون البداية من عند الدكتور هشام. سيادة النائب، المشروع اللي كان يعني مشروع قانون وتمت الموافقة عليه، دلوقتي هو مصيره فين؟ هل رجع للحكومة؟ هل في انتظار التطبيق؟ واقفين فين دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدر القانون بالفعل. تمام. القانون تم تداوله في أكتر من جلسة في لجنة نقل المواصلات، وافقنا عليه، نزل القاعة توافق عليه يوم الحد بداية الدور اللي فات. يعني اللي أنا عايز أقوله حاجة قبل ما نقول القانون، عايزين نقول ان ما كانش في بنيه تشريعيه قويه تمكن الحكومه من اداء دورها وتطوير السكه الحديد. ازاي يا فندم؟ السكه الحديد في الدنيا كلها وفي العالم كله مشاركه القطاع الخاص فيه اساسي في عمليه التطوير. تكاليف عاليه جدا، المبالغ اللي محتاجاها للتطوير عاليه جدا، وبناء عليه كان لابد من وجود قانون يسمح لهيئة السكة الحديد ممثلة للدولة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وفي تنفيذ وفي صيانة وفي تشغيل هيئة السكة الحديد بكل ما تعنيه الكلمة. وعلى ذلك أعتقد لما نوفر بنية تشريعية قوية زي تعديل قانون إنشاء السكة الحديد اللي تحدثنا عنه، زي قانون السفر بالسكة الحديد اللي حط ضوابط وحط عقوبات للمخالفات اللي قد تحدث في السكة الحديد، أعتقد إحنا رمينا الكورة في ملعب الحكومة، وعلينا إن إحنا ننتظر ونراقب ونشوف الأداء هيودينا لحد فين. أنا الحقيقة في الساعة اللي جاية دي اللي هي مدة لقائنا إن شاء الله، عايز أتكلم على المستقبل، لأنه الماضي إحنا قتلناه بحثا ونقاشا في البرامج والوسائل الإعلام والصحافة على مدار سنوات طويلة جدا، والسكة الحديد والقطارات اللي بتحصل والحوادث، وبعد ما بتحصل كل حادثة بيطلع الإعلام كله يتكلم في الموضوع يومين وننسى القصة لغاية لما تحصل حادثة بعدها. فأنا عايز أتكلم في المستقبل، لكن أنا حصل حرك سؤال بس من اللي حرك قلته دلوقتي يا سيادة النائب. هل فكرة أنه إحنا كنا محتاجين لهذه الثورة التشريعية ده كان سبب أنه السكة الحديد اللي هي بتتبع وزارة النقل كان في حاجات ربما كانت مغلولة أيديها فيها؟ يعني كان كل مثلا يقول لك ايه في مصادر دخل كانت تقدر وزاره النقل تطلع بيها دخل للسكه الحديد، زي الاعلانات مثلا، هي تبيع بانرز وتبيع اوتدور واعلانات وتصرف على الصيانه والتطوير، بس ما كانتش بتعمل ده. هل ده كان بسبب الثوره التشريعيه؟ ده مثل واحد على فكره. لا، هو دي بدايه الاصلاح. الثوره التشريعيه اللي بتتم دلوقتي بدايه اصلاح هيئه السكه الحديد. خلينا نقول برضو ان السكه الحديد لم تشهد تطوير من سنه 50 حتى تاريخه. يعني حضرتك تتخيلي ان طول السكة الحديد في مصر 5200 كيلو. كانت سنة 50 كان في 440 خط سكة حديد قطر شغال كويس. طب النهاردة وكان بتقل كام؟ كان مستخدم القطارات في العام من 20 ل 22 مليون مواطن. في 2018 وانا بكلم حضرتك ما زال ال 5200 كما هم، بس ب 922 رحله ومن 300 ل 350 مليون مواطن سنويا. يعني زادت من 20 ل 350 سنويا راكب بيركب السكه الحديد. زادت الرحلات من 440 ل 922، بتكلم بارقام حقيقيه، ومع ذلك طول خط السكه الحديد 5200 كيلو كما هو.
لم يحدث له تطوير لا في الأداء الإداري اللي بنتكلم عليه كتنمية بشرية ولا في حتى الهيكل المالي في السكة الحديد ولا في التكنولوجيا والتطوير حتى كسكة كبنية أساسية وكعنصر بشري إطلاقا. مرة عشان نرجع للتاريخ على فكرة سيادتك بتقولي ننسى التاريخ أبدا، لو ما تعلمناش ورجعنا للتاريخ وذكرناه كويس مش هنقول احنا غلطنا في ايه. اول اجراء كان اتخذ بجد وكان في نية صادقة لتطوير السكة الحديد كان سنة 65 ارجئ بسبب حرب اليمن، وكان ده تطوير ورشة التبين اللي بنعتبرها اكبر ورشة لصناعة القطارات في مصر اللي هي دلوقتي في المستوى السابع والثامن والتاسع. طب خلصنا حرب اليمن ما طورناش خلاص ما طورناش ما وقفنا. طورنا ما وقفنا وقفنا لا طبعا هو لما كنت بقول ننسى الماضي لا اقصد ان احنا ننسى اخطائنا، لانه الناس اللي ماتت في كل حوادث القطارات على مدار كل السنوات اللي فاتت دي عمرها ما هتتنسي. ليه تعليق بس على حته الحوادث دي؟ اتفضل. من 2010 ل 2018 عدد حوادث العالم 55 حادثه في القطارات. القطارات عندنا في مصر كم واحده؟ ال بداية السنة دي في 18 من يناير حتى دلوقتي في العالم 11 حادثة. أكثر الدول فيها حوادث في العالم الهند. قطارات ولا قطارات؟ قطارات. أنا بتكلم على القطارات. اللي أنا عايز أقوله حزننا على الدماء وحزننا على الناس. لا أكمل. اتفضل بس. ولكن عايزين نقول برضه عشان ما نخوفش الناس تركب القطر. لا ما بنخوفش الناس تركب القطر يا فندم، بس الناس بتشوف بعينيها ان ليها قرايب ركبوا القطر ماتوا، فاحنا يعني دايما بنتحرى الموضوعيه. جهزوا لنا شباب الله يخليكم الانفوجراف اللي معانا، هتوجه بس بسؤال مبدئي لسياده النائب عمرو غلاب ودكتور حسن، ونعرض الانفوجراف اللي فيه ارقام. يعني هي مش تشالنجينج لحضرتك بس هنحاول نعرف الارقام دي الى اي مدى بتطابق النسب العالميه في الحوادث. سياده النائب، قعدتوا فترة طويلة جدا وفي اللجنة الاقتصادية طبعا كنتوا مشتركين مع لجنة النقل المناقشة، وحضراتكم في المقام الأول كنتوا بتتكلموا على منين وبكام وهنصرف قد إيه. إيه أكتر مواد اللي يعني كانت مثيرة للجدل في القانون اللي هو كان ساعتها مشروع القانون وانتوا بتناقشوه؟ لا يعني خليني أوضح لحضرتك حاجة. إحنا أصلا كنا بنتكلم مع لجنة الخطة والموازنة في هذا الموضوع وهم بيناقشوا موازنة 17-18، وكان عندهم تحفظ على كمية الإهدار وإنه الهيئة حجم الخسائر اللي فيها كبير قوي ولابد من إصلاح، ودي من هنا كانت البداية إنه يبتدي يحصل إصلاح تشريعي ويبتدي يكمل في اتجاه إنه يخش مشاركة مع القطاع الخاص. هي كانت البداية من هنا، وده كان التوجه إن احنا نبتدي بقى نتحرك في الاتجاه ده علشان يحصل الإصلاح. طيب الدخول مع القطاع الخاص أو مساهمة القطاع الخاص ده هيتم إزاي فضل؟ طيب خليني اقول لحركة، هي المعادله اصلها صعبه بالزبط. يعني خلينا نقول المعادله محتاجه اولا انا يهمني قوي ان المواطن يركب مواصله امنه بسعر في متناوله سهل ليه. حاجه الثانيه ان انا احافظ على العماله اللي عندي. حاجه الثالثه ان انا احافظ على الخطوط السكك بتاعتي. حاجه الرابعه ان انا اغير الخسائر اللي بتحصل في الهيئه الى ارباح. تمام، دي المعادله. واشكرك ان حضرتك حطيت موضوع الارباح والخسائر ده اخر حاجه، يعني لانه الارواح والعنصر البشري عندي الاهم بكتير. بالظبط، فهي الترتيبه والمعادله دي مهمه جدا، انها لازم احنا نوصل للفورمولا او يعني الحاجه الصح اللي انا اقدر نشتغل عليها، المعادله الصح اللي اقدر اشتغل بيها نشتغل عليها. طيب الموضوع هيحتاج تمويل، هيحتاج خبرات، هيحتاج تدريب عماله، هيحتاج كل اداره. طيب انا ازاي احقق ده؟ عشان احقق ده لازم يبقى عندي حاجتين مهمين قوي، التمويل اوكي والخبرات. التمويل انت عندي حركة فيه، لسه احنا معدلين في قانون، انا يعني شايف انه ده اسهل طريق اللي هو الاستثمار المباشر، صناديق الاستثمار المباشر تخش مباشره، هي اللي تمول وهي اللي تساعد. تمام، واحنا عندنا في مصر صناديق عندها اموال تقدر تخش الكلام ده، تخش في 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 الاستثمارات دي. حاجه تانية، في حاجه اسمها اداره الاصول. اداره الاصول دول مسؤولين اللي هي الاسيت مانجمنت، وحضرتك عارفه طبعا اداره الاصول. اداره الاصول عندها حاجتين مهمين قوي، انها تحافظ على الاصول من
لا يحصل لها هلاك ولا ضياع وتحقق اعلى عائد. ودول بيبقوا ناس عندهم خبره، واعتقد في خبرات في مصر، لان في احد يعني المستثمرين كان بيستثمر في افريقيا وكان عندهم خبره. فاحنا عندنا في مصر خبره في الاداره، احنا عندنا النو هاو كمان، عندنا النو هاو، عندنا النو هاو واشتغلنا في الكلام ده في افريقيا. طيب احنا محتاجين بقى كل المنظومه دي كلها تشتغل مع بعض، يعني لازم كل ده يشتغل مع بعض. ما ينفعش الهيكل الكبير قوي بجذوره بيروقراطيه وكل الكلام ده اديه لواحد بس يشتغل، لا ده لازم حضرتك يجي ناس عندها خبره في كل مكان. لو انا بتكلم على الكاترينج هجيب ناس للكاترينج، انا بتكلم على الاداره المينتنس كل اجيب احسن ناس في هذا الموضوع وياخدوا كل قطاع من الادارات في السكه الحديد تشتغل عليها، وكل واحده تبقى ليها شركه ويشتغلوا بنظام المشاركه. حضرتك عملتها مركزيه ولا لا مركزيه؟ انا ما عملتش مركزيه، بس انا حطيت عشان المواطن افقي. ايوه بالظبط، وعشان المواطن يحس بسرعه بالتحسن. لكن انا لو الهيكل الكبير البادي الكبير ده لو اديته لحد وقلت له خد دور، لا طبعا. يعني احنا عايزين نتجه لاداره غير راسيه غير عموديه، عايزينها افقيه. افقيه، واحط لكل واحد المؤشرات بتاعته واقدر ابقى شايف ده بيحقق ده ما بيحققش. بسرعه هيحس المواطن مع الحفاظ على العوامل الاهداف اللي انا قلتهم لحضرتك الاربعه الاولانيين. ان انا بحافظ على الامن المواطن وانه يوصل بسعر كويس، ان انا احافظ على العماله اللي عندي وادربها، ان انا احافظ على السكك بتاعتي، وان انا اغير الخسائر لارباح. هو ده الحل اللي احنا نقدر نمشي بيه في اتجاه سريع. هل دخول القطاع الخاص بيضمن تحقيق هذه الاهداف الاربعه؟ اعتقد مانجمنت جامد هيقدر ينجح طبعا. باداره جيده؟ باداره، هيبقى عنده استدي، هيبقى عامل دراسه، هيبقى عامل دراسه. مش هيقدر، بص حضرتك القطاع الخاص مش هيخش كده، لا هيبقى عامل دراسه يقدر يشتغل. المشكله سياده النائب وحضراتكم كنت تتفقوا معايا في ده، انه احنا في مصر عندنا خبره مش جيده قوي في موضوع دخول القطاع الخاص لما تمتلكه الحكومه. وكان لينا مثل في ده في عمر افندي زمان، يعني كان شغال زي الفل، دخلت مش عارفه مستثمر مين اشتراه، صرح عماله، ومع انه في الاول قالوا لا مش هيحصل حاجه وبتاع، بس في مشاكل بتحصل في ده. اعتقد ان حضرتك باللي انت حضرتك شايفاه وبتعديلات القانونيه وبالتعديلات في القوانين لا المنظومه اتغيرت، المنظومه اتغيرت خالص. كل حاجه واضحه وكل حاجه متشافه وكل حاجه متراقبه، لا يعني الامور متشافه كويس قوي، مش زي ما كان بيحصل سابقا، لا امور واضحه قوي. دكتور حسن، في مشروع في القانون اللي اقر بالفعل، انا بقول مشروع هو اقر بالفعل، في هذا المشروع أولا هل طرح حوار مجتمعي أثناء مناقشة هذا القانون بحيث أنه الخبرات اللي زي حضراتكم تقدر تقول رأيها؟ يعني أنا عندي جزء مثلا من المشكلة والتحدي كبير قوي فكرة التعديات على حرم الطريق. ده يا فندم تلافيناه إزاي في الحديث عن هذا القانون؟ تكلمي على حرم الطريق ولا حرم السكة الحديد؟ حرم السكة الحديد. أوكي. طيب بس خليني لو تسمحي لي بتفردي لي مساحة بسيطة كده عشان ندي خلفية بسيطة. هو طبعا قطاع النقل هو قطاع خدمي، النقل له وسائط تشمل فيما تشمل النقل البري والنقل بالسكة الحديد والنقل النهري والنقل البحري والنقل الجوي، ووسائط النقل المختلفة لابد أنها تتكامل فيما بينها من أجل توفير خدمة نقل البضائع والركاب بشكل جيد وكفء وآمن. عندنا خلل في المنظومة، وهذا الخلل يتمثل في أن وسائط النقل الأخرى لا تقوم بدورها، وأن العبء كله على النقل البري في نقل البضائع ونقل الركاب، مما أدى إلى أن 99.6% من إجمالي ما يتم تداوله من بضائع على مستوى جمهورية مصر العربية بيتم بريا باستخدام النقل والنقل التقيل، و4% من إجمالي هذه البضائع ينقل بباقي الوسائط اللي هي السكة الحديد والنقل النهري والنقل البحري مجتمعين. نسبة كام يا فندم معلش تاني؟ 4% 0.4%. ده لكل الوسائط اللي هي النقل النهري والنقل البحري والنقل بالسكة الحديد. ويختص النقل بالطرق أو النقل البري ب 99.6%. ده عامل خلل في المنظومة، ده طبعًا. الميزان مش معدول طبعًا. ونتيجة لذلك أن الطرق بتتآكل، لأن الحمولات أعلى من اللي موجود، وناس تقول طب ما تطبقوا القانون وامنعوا الحمولات الزيادة، ومنعوا الحمولات الزيادة ومنعوا التريلا تطلع على الطريق في أوقات معينة. لكن أنا ما أقدرش، لأن أنا هيحصل عندي مشكلة لوجستية.
المواني هتتكدس فيها البضائع، مناطق الانتاج مش هقدر انقل فيها لان اسطول النقل البري اللي موجود غير كفء وغير ليس على المستوى الكافي لتحقيق هذا الحمل عليه تقيل. صحيح. يعني المثل البلدي حتى بيقول الأفهم ودنين يشيلوها اتنين، هنا مفيش، هي شايلها واحد، شايلها النقل البري لوحده. حتى الطرق بدأت الدولة تعمل طرق خرسانية. والأسفلت بيتضر يا فندم من الحمولة الزيادة. أنا بطلب 7 مليار جنيه لصيانة شبكة الطرق، والمشروع القومي للطرق في خطر إن لم نجد البديل. ما السبعة مليار جنيه دول أصرفهم على تطوير السكة الحديد. ما خليني بقى أجيب لك الموضوع، أنا جايب لك الخيط من أوله. أقوم أعدل المنظومة المقلوبة اللي حضرتك اتكلمت يعني عليها. يعني إديني مساحة وأنا هنوصل للي إحنا عايزينه. دايما 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 كل ما كانت بتحصل مشكلة على الطريق، مشكلة طريق عادية، كنا نقول الموضوع ده فين ليه قانون المرور. أنا بس بشرح لحضرتك ليه أنا ما أقدرش أطبق موضوع أن أنا الأوفرلود أو الحمولات الزيادة أمنعها. القانون بيديني السلطة بكده، لكن إحنا ما نقدرش على أرض الواقع إلا لما نجد البديل. صحيح. طب أنهي بديل؟ لما نستعرض باقي الوسائط هنلاقي أن البديل الواعد اللي ممكن يدخل معايا هو السكة الحديد. ويوجد داخل السكة الحديد قطاع اسمه قطاع نقل البضائع، زي ما في قطاع اسمه قطاع نقل الركاب. بس قطاع نقل البضائع في السكة الحديد غير مفعل وليس له دور، نتيجة للترهل اللي موجود في المرفق اداريا وفنيا، وطبعا تهالك الاسطول والانفراستراكشر والسكة الحديد وخلافه بشكل يعني مش هنحكي لان المواطن والمشاهد عارف الوضع عامل ازاي. ده نتيجة تراكمات، ما حصلش النهاردة، ده نتيجة تراكمات على مدار عقود من الزمن، فوصلنا الى حافة الانهيار. بلاش اقول انهيار كامل، لكن احنا لابد ان احنا نشخص صح، الى حافة الانهيار. كويس كده. السكة الحديد مديونة للدولة، واحنا قاعدين مع حضرتك دلوقتي ب 55 مليار ديون لدى الدولة. السكة الحديد مديونة للدولة ب 55 مليار. واقل ما يمكن التقدير المادي لتكلفة الإصلاح للبنية الأساسية ونظم تحكم وإشارات وتطوير جرارات وعمل عمارات لجرارات شغالة من الخمسينات ومن الأربعينات وخلافه، وبعضها بقى أوبسليت ولازم يعني يطلع برا الخدمة. بنتكلم على أن احنا محتاجين حوالي 150 مليار، ده أقل حاجة. وأنا عندي ديون 55، يبقى أنا بتكلم كتوتال محتاج حوالي 200 مليار. ده اللي انا محتاجه لتطوير السكة الحديد. الكلام ده ما حصلش بين عشية وضحاها، ده نتيجة تراكمات. صحيح. تمت على مدار عقود من الزمن. يعني ما هياش مسؤولية الحكومة الحالية. منظومة البضايع اعتقد من حضرتك اصل هي المشكلة الخلل دون لابد ان احنا لو رجعنا للخمسينات هتلاقي، ويمكن السادة النواب يعني يتفقوا في ذلك، كان في زمان نقل بالسكة الحديد من الباب للباب، كان في لواري بتمشي في الشارع مكتوب عليها سكك حديد مصر. حضرتك عندك بضاعة بتنقليها من مصنع من مينا من وات ايفر، بتروح اللوري بتاع السكة الحديد ياخد البضاعة يوديها للحوش، تتنقل على القطر، تروح في النهاية توصل للمكان النهائي بتاعها سليمة وآمنة، مش مكسورة، مش بايظة، مش تلفة، مش كذا. لدرجة ان المواد المجمدة كان في عربيات لنقل اللحوم والمواد المجمدة في السكة الحديد. كنا رقم 2 بعد المملكة المتحدة، واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي احنا رقم 78 نتيجة من كام؟ يعني احنا بنتكلم مش من كام، احنا بنتكلم من الطب، من رقم 2 لرقم 78. انا لا اعلم من هو ادنى مننا، لكن احنا نزلنا في لا في يعني المعيار متخذ على كام دولة مثلا؟ 100 200 دولة مثلا ولا بنتكلم على افريقيا؟ نتكلم افريقيا. يعني انا رقم 78. فانا لما اوصل لهذا المستوى المتدني يبقى انا عندي مشكله، والمشكله دي مش محتاجه تشخيص لان المواطن يعلمها. الدوله توجهت الى ان هي تدور على مصادر لاصلاح هذه المنظومه، فبدا تفكير في تغيير التشريع الخاص بالسكة الحديد لأول مرة منذ إنشائها، السماح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة وليست خصخصة مرة تانية للتأكيد، وتوافق عليه من مجلس النواب، وأصبح القانون قيد أو جاهز للتطبيق. تمام كده؟ طيب السؤال بقى، مين اللي يحدد المطلوب من القطاع الخاص؟ هل القطاع الخاص مطلوب منه أنه هو يجهز ملفه ويروح يقول للدولة أنا هاخد السكة الحديد أصرف عليها 200 مليار؟ القطاع الخاص يقدر يعمل كده، بس لما هيعمل كده لابد أنا كدولة أبقى عارف تأثير ده على متلقي الخدمة ايه. ما هو حضرتك القطاع الخاص لما بيدخل في حاجة لابد ان هو هيدفع استثمارات وهيكون في ريفند اعادة لهذه الاستثمارات على فترة زمنية محددة بهامش ربح. ده المنطقي في اي عرف اقتصادي يعني. طب ده عشان هيتم تأثير ده على الخدمة ايه او على سعر الخدمة سواء في نقل البضائع او الركاب. فلابد انا كدولة
أنظم البيت من الداخل وأجهز أنا الملف، مش القطاع الخاص هو اللي يحدد لي هو هيعمل إيه وهيصرف قد إيه. يعني أنا مطلوب مني أقول القطاع طبعًا الخاص طبعًا أنا محتاجة إيه؟ آه طبعًا، أنا اللي أجهز الملف، وقبل ما أجهز الملف أصلح البنية اللي عندي وأعيد زي ما سيادة النائب قال. ما أصلح، ما أنا محتاجة 2 مليار يا فندم. هكمل، أصل الإصلاح مش كله فلوس، المشكلة مش كلها فلوس. القصة لما بنتكلم على 72 ألف موظف ومهندس وعامل داخل السكة الحديد، هذا الكيان الكبير زي ما سيادة النائب قال، علشان أتعامل مع هذا الكيان الكبير لما يجي أوردر أو قرار من التوب مانجمنت أو من القيادة العليا على ما تبتدي تنتشر داخل هذا الكلام، في مشكلة. التطوير البشري اللي موجود في صعوبة، فعشان كده احنا اقترحنا، يعني هو كلام قريب من اللي قاله سيادة النائب في أكتر من مرة وفي أكتر من لقاء أكاديمي وبحثي وحتى عملي مع الوزارة، أن تتقسم السكة الحديد، مش تتخصص، تتقسم العدد ده إلى 3 شركات. شركة خاصة بالتشغيل ويبقى في اللي شغال فيها ده هو منظوم التشغيل، تشغيل وعمليات ولا تشغيل بس؟ تشغيل هتشمل خطوط القصيرة اللي هي الضواحي والخطوط السريعة ومواعيد القطارات وكل ما يختص بالقطر وهو ماشي، وشركة خاصة بالصيانة. الأولانية دي داخل فيها التحويلات، عامل التحويلات وعامل المزلقين والناس كل ما يختص بحركة القطار، يبقى داخل فيها القطار، يبقى داخل فيها نظم تحكم وإشارات. تمام. وشركة خاصة بالصيانة وشركة خاصة بإنشاء خطوط جديدة. طب أنا عملت بكده إيه؟ استفدت بكده إيه؟ لما جزأت العدد دون قدرت إن أنا أحدد المسؤوليات. يبقى لما يحصل مشكلة نعرف المشكلة دي حصلت من أي جهة من دول ومن المسؤول عنها فيحاسب. وزارة الطيران لما انفصلت عن وزارة النقل اتعملت شركات قبضة مملوكة لوزارة الطيران، الشركة القبضة للخدمات الأرضية، الشركة القبضة للملاحة الجوية. وزارة الطيران فاشلة أبدا، لأن هي بتمانج الموضوع بشكل جيد وعلمي. وده مش وعلمي، وده مش محتاج. هل اللي انا بقوله دون محتاج ال 200 مليار؟ لا، مش محتاج ال 200 مليار، محتاج إدارة بس، ومحتاج ان انا ادرب الناس واعلمهم اصول الاداره الجديده، علشان لما هنستورد جرارات ال 100 جرار اللي جايه دول هنتعامل معاهم ازاي. هل كل الرؤى اللي حضرتك بتقولها دلوقتي دي او الافكار والخطط دي هل تضمنها؟ لسه ما كملتش، احنا لسه بنقول ايه الافكار اللي ممكن نعملها عشان نجهز طيب ملفنا. ما احنا هنرجع تاني لا لتجهيز الملف بالتفصيل. انا مش عايز استحوذ على الوقت بس يعني ممكن لا لسه تمام. احنا لسه معانا الوقت وهرجع تاني برضو اعرف الافكار التانية، بس هل كل ما ذكره دكتور حسن ده متضمن في القانون اوريدي؟ لا مش في القانون، مش في القانون، مطروح كرقية. القانون ده تشريع يا فندم، بعد كده التنفيذ ده عايز اكشن بلان، خطه للتنفيذ، خطه عمل، وده مطروح كرؤيه، مطروح كرؤيه، رؤيه لكيفيه اداره هذا الملف. وهو في نقطه مهمه، في شركات اوريدي موجوده في سكه الحديد، في 7 شركات، يعني هيئه السكه الحديد تمتلك 7 شركات. هو ممكن يا سياده النائب بس حد يسال يقول ايه ما هي السبع شركات؟ مع كل احترامنا والله، بس ممكن حد يسال يقول ما هي السبع شركات دي لو كانت ناجحه بالظبط كده في الاداره؟ موافقين جدا، ما كناش وصلنا للي احنا بالظبط. في مشكله في الاداره موجوده بالظبط، فالمساله عايزه ثوره اداريه وثوره في الهيكله التمويليه وتشريعيه احنا خلصنا هم هضرهم الناس وزياده وعملنا صحيح. شغل كويس جدا صحيح، والاراده السياسيه اول مره من 50 سنه تولي هذا الملف اهتمام خاص، ده حقيقي، واعتقد ده انعكس على اداء وزاره النقل، حتى انعكس على اداء البرلمان ان هذا الملف المعقد لابد من تطويره باي شكل. البدايه تكون منين يا سياده النائب دلوقتي؟ احنا عندنا هدف اساسي لازم زي ما بيقول سياده النائب، هو ان المواطن يكون عنده وسيله نقل كريمه. دي اهم حاجه، دي هيحس المواطن بيها، امانه ثم كريمه، يركب وسيله محترمه يعني يركب وسيله محترمه صحيح. ده اهم حاجه. لو احنا عرفنا نعمل دي من خلال تشريع، من خلال تنفيذ، من خلال اداره، كل الكلام ده هو ده المهم، هو ده اللي لازم يتعمل. طيب احنا التشريع تم وما كان عندك الباب ده عند حضرتك مقفول، يعني الباب ده ما كانش ينفع القطاع الخاص يخش في القطاع في الحته دي. لا، انت حضرتك التشريع سمح ان يحصل فتحت الباب للقطاع الخاص ان هو يخش مشاركه ومشاركه تمام، ومحطوط كمان شويه في القانون. اصل المشاركه ايه؟ معلش انا عايز افهم بقى. لا، ما هو خلي بال حضرتك المشاركه مفتوحه، هو هيرجع بقى يحدد زي ما قال الدكتور كده، هيحدد اللي هو عايزه ايه بالظبط من القطاع الخاص. بس دكتور حسن برضو قال نقطه مهمه جدا، انه انا الدوله، انا كدوله لازم انا مش هقول للقطاع الخاص انا محتاجه صحيح. ايه ارتب ملف، ما هو ده المفروض ان انا اقول له انا عايز ايه بالظبط منك، انا عايز الخطوط دي. حضرتك معلش هوضح لحضرتك حاجه، حضرتك لما
تسافري بره في انجلترا في فرنسا في اي دوله انت حضرتك وانت واقف على الرصيف خطوط القطر كلها بتعدي قدامك بيعدي قدامك 3 4 قطارات طب ده ايه ما ده مانجمنت اداره انا ادير هذا الخط صح فبستغل كل دقيقه فيه ممكن قبل ما اطلع فصل اقول لحضراتكم حاجه صغيره ما اعرفش لو كنت سمعتوها ولا لا في كوكب اليابان بنسمي اليابان كوكب شقيق في كوكب اليابان ودي قصه حقيقيه على فكره مش يعني مش مفترضه في قطر محطة قطر القطر فيها اتأخر 7 ثواني عن الوصول يعني الركاب فضلوا قاعدين اتأخروا 7 ثواني مش دقايق ولا ساعات الحكومة اليابانية طلعت اعتذار للمواطنين احنا بنعتذر في حقكم ان القطر اتأخر 7 ثواني فندم طب انا هقول لحضرتك انا من الصعيد اوكي عادة احنا اهل الصعيد بنحب القطر تمام انا بقالي اكتر من 15 سنة مركبتش القطر خوفا ان القطر يتاخر بيا فهيضيع وقت كتير قوي ليه لان انا حاسس ان انا ممكن يضيع وقت كتير قوي في القطر القطر بيتاخر يعني الناس حقيقي بتتعذب في القطارات صحيح احنا هنطلع لفاصل بس قبل الفاصل على طول الحقيقه انه كاميراتنا في مساء دريم عملت جوله داخل الشركه المصريه للصيانه وخدمات السكه الحديد ارماس هنشوف مع بعض هذا التقرير ونطلع فاصل سريع ونرجع نتكلم بقى في الجزء الثاني والاخير من هذا اللقاء عن تطبيق القانون بفكره مساهمه القطاع الخاص هنعمل ايه والتعاون اللي مطلوب ايه حتى نستطيع ان شاء الله لانه كمان كانت تصريحات الدكتور هشام عرفات وزير النقل انه على يونيو 2019 ان شاء الله المواطن هيحس بتحسن وانه اقصى يعني ليفل للتحسن ده هتكون في 2022 ازاي ده ممكن يتحقق اصل 2022 ده كمان 4 سنين ازاي في ضوء القطارات المتهالكه اللي احنا شايفينها دلوقتي هنعرف من حضراتكم تحقيق وتطبيق هذه الرؤيه ان شاء الله بعد هذا التقرير صوت ماكينات لا يهدأ طيلة النهار عمل شاق على مدار اليوم في مكان أشبه بالمصانع العملاقة هكذا هو الحال في شركة إيرماس المسؤولة عن صيانة جميع أنواع جرارات القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية بالهيئة ازاي بتحدد معاد عمرة الجرار؟ هو العمرة بتحددها مع هيئة السك الحديد في حاجة اسمها كنترول العمرة ده اللي بيحدد برنامج العمرة اللي تمشي عليه شركة إرماس توما بيجي لنا الجرار في الورش تباعا كل شهر احنا بندخله أجسام حاجة اسمها أجسام الرفع والتركيب يتخذ الأجزاء دي في ورشة كبيرة جدا اسمها ورشة التجميع أو غسيل المركزي تحتوي الشركة على أقسام متعددة متخصصة في إعادة تأهيل القطارات القديمة حيث يبلغ متوسط إنتاج الشركة الشهري ما يقرب من 35 عمرة جرار عمومية وعادية إنتاج الشركة دي مرتبط ارتباط مباشر بقية السكة الحديد لأن احنا هنا أساساً لعمرة الجرارات الخاصة بالسكة الحديد سواء عمرة خفيفة أو متوسطة أو عمرة جسيمة الانتاج اللي بيطلع من هنا من العمرات ديت هو أساس الشغل بتاع السكة الحديد والرحلات اللي بتتم في السكة الحديد قطع الغيار نفسها الجديدة اللي بتيجي للسكة الحديد أو بتيجي لشركة إرماس مش نفس هي قطع الغيار اللي كانت بتيجي من 30 سنة لأن الشركات اللي هي كانت بتصنع هذه القطع قفلت لأن الجرار عدى العمر بتاعه الافتراضي أكتر من 30 سنة 35 سنة فأنت بتضطر تجيب قطع الغيار دي من نفس الشركات لكن هي بينه وبينك بتجيبها من الصين أو بتجيبها من الهند وبتعمل عليها دروباك وبناخدها منها فطبعا القطعة مش بنفس الكواليتي اللي كانت بتيجي من 30 سنة بدل ما نستورد الموتور ده بيبقى عبارة عن موبينة أو روتور والاستيتور اللي هو الجسم بتاعه فالروتور ده لو استوردناه من بره تكلفته من 23,000 لحوالي 26,000 دولار عدنا لف الروتور من تاني تكلفة ده كله في حدود 100,000 خطط تطوير تقوم بها الشركة في كافة المجالات والتي تتضمن الوحدات المتحركة من جرارات وعربات بالإضافة إلى تأهيل وتدريب العنصر البشري عم رضا قول لي بقى بتشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات من حيث تأهيل المولد ده أكنه جاي من أمريكا بالظبط ده بيجي محروق بيجي بالطريقة دي زي كده بالظبط حضرتك بنعيد تأهيله تاني بنعزله ونغسله ونجففه
ويرجع تاني زي ما يكون جاي من بلاده. احنا بلدنا تعمل اي حاجه، تعمل اي حاجه، بس ادونا مهمتنا ونعمل لكم اي حاجه. المكان بيبقى جاي طبعا كله فيه زيت وجاز ونبدا احنا طبعا نغسله ونجففه ونعزله ونأهله لمستواه يعتبر 100% الاصل بتاعه. التربو تشارج ده جزء من اجزاء المحرك، بينزل لنا كل 3 سنين حسب العمره بتاعته، بنعمل له عمره جسيمه، نبتدي نكشف على الاجزاء بتاعته وناخد المقاسات بتاعتها ونشوف اللي يصلح من اجراءات العمره نعيده تاني، والغير صالح نركب قطع غيار جديده بداله. دور هام تقوم به الشركة في إعادة تشغيل وصيانة الجرارات القديمة، فمع ضعف الإمكانيات المادية لهيئة السكك الحديدية يصبح هذا الصرح حلا مثاليا في الحفاظ على استمرار القطارات بشكل أفضل. مصطفى سامي، مساء دريم. يا اهلا بحضراتكم من جديد، وخلينا يعني في الجزء المتبقي من حوارنا في هذه الليله مع ضيوف الجراء الكرام اللي بجدد الترحيب بيهم مره ثانيه. بجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه سياده النائب عمرو غلاب، سياده النائب هشام عبد الواحد، والدكتور حسن مهدي، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الارقام اللي حضرتك شفتها في الانفوجرام، لا لا لا، كلام مظبوط جدا، بس هي بس الجزء اللي انا ما قلتوش، الازدواج الخطوط ما بضيفوش لطول الخط، ما بضيفوش للارقام اللي انا قلتها في الاول، ما بضيفوش لطول بس عدد الحوادث و... لانه انا بدا لي من كلام حضرتك في البدايه انه حضرتك يعني كان في تقليل شويه من عدد الحوادث في الفتره الاخيره. الحوادث دي اصلا موثقه، انا جايبها من مراجع عندنا في لجنه النقل والمواصلات، عندنا الحاجات دي بنذاكرها. لا يا فندم، اصل المشكله كمان يا فندم ان حادثه القطر الواحده، شوف كم واحد بيقع فيها، بيسقط فيها ما بين قتيل وما بين مصاب. ف هو عموما هي ما زال القطار كوسيله انتقال من الوسائل اللي موجوده، بس اعتقد الطيران امن، مش كده؟ الطيران نمره واحد. الطيران نمره واحد، طيران نمره واحد. انما احنا عندنا في مصر في السنه 5000، انا عندي 4 مليون راكب يوميا في القطارات. دي مشكله نتكلم فيها مصر كلها طبعا، دي مشكله نتكلم فيها، عدد كبير قوي، دي مشكله كبيره جدا، لان لو هم 4 مليون اقل من 2 مليون بيدفعوا تذاكر. ما دي نقطه ثانيه مهمه جدا، نقطه في التمويل مهمه جدا. دي نقطه بنتكلم فيها هرجع للنقطه دي، في مصادر التمويل، هرجع لنقطة دي ومصادر التمويل طبعا سياده النائب عمرو غلاب هيفيدنا فيها، بس هرجع لدكتور حسن في حضرتك كيفيه التطبيق. كيفيه التطبيق، وحضرتك يا فندم مهتم جدا بنقطه انه الدوله لازم تعد ملفها وتدرسه كويس قوي. صحيح. وهي بتقدمه للقطاع الخاص. تمام. هنعمل ده ازاي يا فندم؟ انا هبدا بس من الكلام اللي قاله سياده النائب. احنا عندنا حسب احصائيات وزاره النقل، ويمكن اللي عرضوا التقرير لو انا شفته صح، بيتكلموا على 350 مليون راكب سنويا، هم في الواقع 500.
وانا قلت الكلام ده رئيس هيئه السكه الحديد في وجود وزير النقل، هم 500 او كان الدكتور هشام عرفات موجود في احد الاجتماعات، قلت له لا هم 500 لان في 30% او 32% تسريب، اللي هو الناس اللي بتزوغ ما بتدفعش وبتسطح واللي بيركبوا فوق القطر فوق الجرار. ودي الكلمه اللي قالها يعني، على فكره الكلام ده في مترو الانفاق، الاحصائيات الرسميه بتقول ان انا عندي 3 مليون راكب يوميا في مترو الانفاق، هم خمسة. فده عنصر برضو بيأثر على التمويل. لكن انا بدأت بالنقطه دي ليه؟ لما بنتكلم على 500 مليون راكب سنويا يبقى هنا لابد ان لما يحصل تحريك وانا بتكلم كدوله وانا بجهز الملف بتاعي اللي هو كيفيه التطبيق بقى، اللي هو الرد على سؤال حضرتك، ان انا احط عيني على ال 500 مليون راكب سنويا دول، التاثير اللي هيتم عليهم ايه؟ احنا في علم النقل، النقل بيمر بمراحل، مرحله الرحلات اللي بتنتج من اي نشاط زراعي صناعي سكني او خلافه، ثم وسائط النقل، يعني ناس بتمشي على رجليها، ناس بتركب عجله، ناس بتركب موتوسيكل، ناس بتركب تاكسي، ناس بتركب سكه حديد. طب ايه اللي بيخلي الناس تختار السكه الحديد او التاكس او الميكروباص؟ الزمن والتكلفه. صحيح. يعني انا ده علم، يعني انا النهارده زمن الرحله بمترو الانفاق 5 دقائق وبالعربيه 40 دقيقه عشان الزحمه، يبقى انا ممكن اقرر ان انا اسيب عربيتي واركب مترو الانفاق. ده جزئيه. الجزئيه الثانيه السعر. فاذا السعر لما هيتغير هيغير لي في تخصيص ان الرحلات دي على وسائط النقل، بمعنى ان لو السكه الحديد زادت وهو متوقع انه يزيد والناس ما عندهاش مشكله انها تتقبل الزياده اذا كانت في المستطاع ويقابلها تحسين في الخدمه، لكن انا عايز ارجع للمنطقيه بتاعه لو حصل زياده في سعر وسيله نقل هيحمل على باقي الوسائل، يعني مش عارف اذا كنت قادر اوصلها. يعني لو النهارده السكه الحديد بقت ب 1000 جنيه التذكره فرضا جدلا، الناس شريحه كبيره جدا منها هتروح للنقل البري، هتروح للاتوبيس، لانه الناس هتهرب من السكه الحديد وتروح للنقل التاني، لان هم مش قادرين فهيروحوا للطريقه الثانيه، هيروحوا للوسائط الاخرى. وده يخليني لما افكر في شراكه مع القطاع الخاص، القطاع الخاص داخل عشان يكسب، وانا كدوله لابد ان انا اكون عارف الكلام ده كويس، فابتدي ادخله في المساحه اللي يكسب منها علشان يشتغل، وتبقى العلاقه ما بيني وما بين القطاع الخاص شراكه، اللي هي بنقولها وين تو وين سيتويشن، هو يكسب وانا كدوله اكسب. وانا كدوله مش عايز اكسب عشان احط في جيبي، ده انا هدعم بيها باقي قطاعات السكه الحديد. ازاي الكلام ده ندخله في الحاجه اللي مش مدعومه؟ ايه اللي مش مدعوم في السكه الحديد؟ نقل البضائع اللي هو ميت اصلا. ده مش مدعوم. مش مدعوم. هو حضرتك نقل البضائع بريا مدعوم من الدوله؟ لا لا. لما النقل اللي بيطلع على الطريق ينقل؟ مش مدعوم. لا مش مدعوم من الدوله. لما التريلا بتدفع كارته او بالزبط. بتدفع ميزان بالزبط. الدوله بتتحملها؟ لا، المواطن اللي بيتحملها. صحيح. وتكلفة النقل تعادل 40% من ثمن المنتج، يعني لو الكوباية دي بجنيه 40 قرش من ثمنها تكلفة نقلها. حلو كده؟ تمام. يبقى انا ادخل القطاع الخاص واجهز الملف بتاعي ان انا ادخل القطاع الخاص في المساحة الغير مدعومة، اللي هي انهي جزء في السكة الحديد؟ النقل البضائع. نقل البضائع اللي هو اصلا ميت اكلينيكيا يعني. فلما دخلوا معايا في نقل البضائع ويمد خطوط للمواني ويصلح نظم اشارات وتحكم ويجيب جرارات ويعمل بنيه اساسيه قويه، خلي بالك الخطوط وانظمه التحكم ده استعمال مشترك بتستخدمها قطارات البضائع وقطارات الركاب، هي بس الفكره ان بيبقى في وقت لمرور قطارات البضائع بيتم تحديده ووقت لمرور قطارات الركاب. طب هيستفيد ايه يا فندم القطاع الخاص لو انا كدوله دخلته معايا في نقل البضائع؟ هيستفيد انه هيجد المكان اللي يحقق منه انه يجمع يعمل ريفند للي دفعه ويبقى فيها مش ربح على مدى الفتره اللي بيسمحها التشريع او القانون اللي هو لان نقل البضائع ده وصلت لان نقل البضائع ده زي ما حضرتك قلت 80% منه 80% من تكلفته 40% من تكلفه المنتج هي تكلفه نقل 40% هي تكلفه النقل وغير مدعومه من الدولة مش مدعومة فأنا النهاردة لما هدخله معايا في قطاع نقل البضائع هيبقى أنا زي ما بيقولوا بالمثل البسيط أنا ضربت عصفورين بحجر أولا هو غير مدعوم فبالتالي أنا كدولة مش هضطر أقول له لا ما تغليش علشان خاطر أنا لا لأن النقل كله دلوقتي بريا على الطرق وبالنقل التقيل مش مدعوم فلما يخش معايا في قطاع نقل البضائع الموضوع هنا متروك لسياسة السوق اللي حضرتك بتقوله ده يا فندم معناها انه كتير من المنتجات والسلع في النهايه سعرها ممكن يقل فعلا يا فندم الرئيس قال ان على بعض المنتجات الزراعيه قال ان المنتجات اتكلم على بعض السلع ان سعرها اقل بنص ثمنها اللي بتلاقيه في الاسواق بسبب تكلفه النقل تكلفه النقل
وتكلفه التاجر التجزئه وتاجر مش عارف ايه وده بيغلي كذا والخضار لما بنسال سعره الرئيس ضرب مثل بالبطاطس قال ان في بعض المناطق بيكون في مكانه ب 50 قرش احنا بنشتريه ب 5 جنيه واحيانا بيبقى اكتر. ممكن استسمح حضرتك بما ان احنا بنتكلم بقى على الريفاند ماشي طب اتفضل سريعا اتفضل. طب انا بس عايز اقول ان انا لما هدخله في المساحه دي انا في الحاله دي هيبقى الموضوع متروك لسياسه العرض والطلب اللي هيقدم خدمه احسن هيشتغل سواء هو او نقل البري تمام كويس كده تمام. ولو هو خد شويه من الكاستمرز او العملاء بتوع النقل البري انا كدوله كسبت برضه الحمولات الزياده تقل يبقى السبع مليار اللي بدفعهم على الطرق هيبقوا اتنين او تلاتة يبقى انا بشكل غير مباشر والباقي انا استفدت منهم برضه الطرق دعمت السكه الحديده هو لان الطرق ما بقتش تتلف وما بقتش تبوظ وبقت تعيش والوقود صح والوقود دي عنصر بقى كبير جدا لان مع زياده اسعار المحروقات السكه الحديد اكثر اقتصادا يبقى انا كده بقى بالحركة بتقول ده عملت وين 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 سيتويشن ايوه الدوله ويبقى انا كدوله لما هكسب الدوله ادعم بيها نقل الايه الركاب بس ما ابقاش على الخدمه زي ما هي عشان الاسعار اللي موجوده لا تتناسب تعريفة الخدمة اللي موجودة لا تتناسب ما اتحركتش من 30 سنة أنا عندي رسائل كتيرة من المواطنين يمكن قلت لحضراتكم عليها في الفاصل الحقيقة الناس كلها بتقول ما فيش خدمة في العالم بدون مقابل بس أي هو دولة في العالم لما خدمة لما زود الخدمة ويكون في زيادة في الجودة وانضباط في المواعيد المواطن هيتقبل حتى سيادة الرئيس قال حسنوا الخدمة الأول يعني المواطن يتقبل ان انت تزودي بس تكون الزياده في المعقول ما هو طب ما هو هيكون في المعقول لو انت عملتي دراسه صح ان تدخلي القطاع الخاص في المساحه المناسبه ليه انما لو قلتي له ادفع ال 250 او ال 200 مليار هيقول لك انا عايز القطر تبقى ب 1000 جنيه هتقولي له لا هيقول لك ادفعي انت طب اشرح لنا بقى ماديا يا سياده النائب وحضرتك رئيس اللجنه الاقتصاديه بقى في البرلمان اشرح لنا بقى ماديا وماليا ازاي بقى يعني نظبطها لا هو مبدئيا احنا لازم نتفق على حاجه اولا انت حضرتك مصادر التمويل اللي جايه لازم الاول انا احكمها زي ما كانوا بيتكلموا سياده النائب انا التسرب اللي بيحصل ده لازم احكمه اوكي ده 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 حاجه اساسيه ولازم تتعمل لانه ما ينفعش ان انا ابقى في تسرب عالي قوي بالنسبه دي بالنسبه 32% 32% دي نسبه عاليه قوي لازم ده يتقفل ولازم اقول حاجه حضرتك لما بتسافري في اي حته تذكره القطر اللي بيركب معتاد اللي هو بيركب القطر يوميا سعر واللي بيركب القطر رايح بزنس رايح مناسبه رايح حاجه ده سعر مختلف كل عام اشتراك سعر ثالث فلازم انا ده لازم يبقى فيه انا ده مش عندي في مصر مش لا 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 مفيش الكلام ده ومفيش ان انا اشتري يعني انا عارف ما عندنا ميداليات ناس بتركب ببلاش لحد دلوقتي والسكه الحديد مدينه 55 مليار والاقاليم بالذات لا هو احنا يعني في بعض الناس وبعض الجهات بقوه القانون بياخدوا تخفيض وده ما نقدرش بعض الشرائح اللي تمام. هي زي الطلبه ولكن ما تتباش زي الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه بالظبط لازم تتقنن الامور عشان كل ذي حق ياخد حقه تمام طيب تعالي بقى حضرتك نتكلم على ازاي بقى احنا لازم نعمل ثوره في هذا الموضوع نجيب فلوس لهذا الموضوع عشان يمشي ولازم نعمل دراسه كويسه يعني جاده تقول احنا مصادر التمويل هتيجي ازاي مين هيخش يشارك ايه زي ما قال الدكتور هنقسم بقى القطاعات ونقسمها علشان نقدر كله بسرعه يقدر يحس المواطن انا لو سبت الدنيا كده وسبتها استحاله هيحصل حاجه طيب. استحاله فشل زي ما بيحصل في مع يعني الفشل اللي موجود دلوقتي لا مش هينفع طب دلوقتي وزير النقل الدكتور هشام عرفات كان قايل انه في دراسات او في كلام دلوقتي بيشوفوه انه الديون اللي على السكه الحديد للدوله يتم اسقاطها ده ازاي ممكن يحصل احنا بنتكلم في حاجه و50 مليار جنيه ده بنك الاستثمار رفع قضيه السكه الحديد النقطه دي مهمه طبعا نقطه مهمه جدا اذا كانت 55 مليار كويس جدا الفلوس بتيجي عايزين نتكلم على ارض الواقع شويه لان الكلام اللي احنا بنقوله كله كلام علمي جدا وانا من ضمن الناس اللي قلته ونظري قوي بس نشخص المشكله ونشوف نحلها ازاي اتفضل نحلها عن طريق الدوله نحلها عن طريق شركه نحلها عن طريق انشاء شركه مساهمه اللي القانون اتاح انشائها كويس هي دي القصه تمام انا مش هاجي اقول يلا يا اخواننا هاتوا لي فلوس ما حدش هيدينا فلوس طبعا كويس الفلوس باختصار عشان حتى المشاهد يفهم يا من بره يا من جوه مش كويس. عايزين من بره دلوقتي لا من بره قروض ما شاء الله عشان كده بقول مش عايزين من بره دلوقتي قروض ميسره او منح احنا وافقنا السنه دي اللي الدكتور هشام عرفات قاله
ان احنا هنشوف قريب قرارات جديده. احنا وافقنا على اتفاقيه من البنك الاوروبي للاعمار والتنميه لتوريد 100 جرار بقيمه 290 مليون يورو. ال 100 جرار دول بيشكلوا كام في الميه من احتياجاتي من الجرارات؟ لا مش كلها بس هتعمل طفره. انت عندك 1000 جرار حضرتك. 1000 جرار يعني 10%. لا ده انا اقول لحضرتك حاجه كويسه. هو ال 1000 جرار في منهم 800 من الاربعينات ومن الثلاثينات. لا 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 السكه الحديد قايمه على 400 يعني جرار من 2008. السكه الحديد فيه 400 جرار. في المصيبه الاخطر من 1000 جرار بيقول لحضرتك دكتور. لا كويس. القوام الرئيسي 400 و400 من زمان. انما ال 81 جرار اللي جم منذ عقدين تقريبا وما تعملهمش عقد الصيانه اصلا. فالجرارات لما عطلت اتركنت. طيب تم توقيع عقد الصيانه بموجب الاتفاق اللي بقول حضرتك عليه البنك الاوروبي. اه يعني الشركه اللي هتورد ال 100 جرار هي اللي هتعمل الصيانه. الزمتها باصلاح ال 81 جرار القدام. يعني انا هاخد منك الجرارات بس انت هتصلحي لي الجرارات القديمه اللي كانت عندنا. 181 جرار جديد. طيب 100 جداد لانج و 81 عليهم صيانه بنسميها العمره الجسيمه. طب برضه سؤال يا سياده النائب عشان طيب. حضراتكم في البرلمان اكيد سالتوا وزير النقل السؤال ده. الديون اللي حضرتك بتدفعها انك تسقطها من على هيئه السكه الحديد دي مين اللي هيدفعها وهتروح ال 55 مليار دول النسبه الاكبر منهم فوايد لعدم سداد اصل الدين. اصل الدين كويس. تمام اللي احنا قلناه وانا شخصيا قلته في اللجنه وكان موجود السيد الوزير والمسؤولين قلت لهم كان في قرار سابق من رئيس الوزراء في حكومات سابقه باسقاط جزء من الديون حتى عام 2009 2010. قرار مجلس الوزراء لم يفعل ولم يطبق. ده موقع ومضي عليه موقع وخلصان وموجود كويس. ده كان هيشيل جزء في فوايده. دي نمره واحد. نمرة اتنين أين البنوك وصناديق الاستثمار لما تخش تشيل جزء من الديون وتخش معنا كشريك؟ ده مصدر تمويل ومصدر الإسقاط. هو صندوق الاستثمار لو دخل معاك كشريك وشال من الدين ده هو يستفيد إيه؟ صندوق الاستثمار لما بيخش بالموضوع بالتزاماته بيخش بأصوله. لا يبقى هيساهم بقى فيه بعد كده. مش كده يا سيادة النائب؟ لا هو يعني اكمل بس افهم الحته دي معلش اقتصاديا. هي المشاركه في الاخر احنا المشاركه هتعمل ان شاء الله تعمل ربح. تمام الربح ده هيسدد جزء من الديون وهيسدد جزء من اصل الدين اللي عليا. تمام انا يهمني في حاجتين. انا مش عايز اخش في موضوع الدين دلوقتي. ده حل. انا يهمني دلوقتي الخدمه وان انا اطور في المنظومه سريعا. انا مش عايز اقع في فخ الدين واطول في بس ده واقع عليك يا فندم. ده واقع بس انا اللي يهمني قوي ان انا اروح دلوقتي في اتجاه ان انا اعدل المنظومه. تمام بس هنفضل نسال حضراتكم برضو هنعمل ايه في الدين ده. الدين ده دين على الهيئه للحكومه ممكن بطريقه وبالاستثمار القومي. بنك الاستثمار القومي لما يحصل حضرتك انه شايفين الكشف شايفين التدفق النقدي بتاعه ماشي ازاي وشايفين الشراكه ماشيه كويس قوي اقدر اقول اسدد. ده لما يدخل القطاع الخاص. ايوه يا فندم ما هو اعتبريها ما اصل هي موضوع. ايوه يا فندم بس القطاع الخاص كده بعد كام سنه لما هيبدا يعمل ربح. لا يا فندم لا ليه يا فندم. لا هو المفروض ان بالاستادي بتاعته يقدر يقول انا هحقق ارباح امتى وهبتدي اقلب الخساره الى ربح لاي ده الف ب. بس كده لازم يحط في باله ان عليه 55 مليار هيساعد. أيوة. فيهم لا هو ملوش دعوه ال 55 مليار دي على الهيئه. انا داخل شراكه معاه انا مش التزام عليا انا كصندوق كقطاع خاص. القطاع الخاص داخل في حته معينه في حتة. الفلوس دي في الاخر الهيئه لما يحصل لها ارباح هتاخدها تسدد جزء من الديون اللي عليها. تمام ده كلام مظبوط. تمام اتفضل ندور بقى ونسيب من بره. وعشان كده الدكتور هشام بيقول ايه هيحصل تطوير والناس هتشوف بعينيها جرارات. نرجع للمشكله الرئيسيه الامن والامان والسلامه للمواطن. قبل ما ندور على التذكره مشكله عندنا زي ما عمرو بيه بيتكلم ان الصعيد والقطر بيتاخر لان السكه مش سليمه كبنيه اساسيه. تمام القطر ليه حدود وسرعات محدده. تمام. يمشي من خلالها ولذلك السرعه المعياريه للقطر اللي المفروض يقطعها من المنيا للقاهره إذا كانت ساعة ونص لا بياخدها في 4 ساعات ولو مشي أقل أكتر من كده تحصل مشكلة. كويس؟ النقطة المهمة اللي هأكد عليها برضه
معدل التسريب يمكن عمليا واحنا في اللجنة شفناه يزيد عن 60%. مش انا اتكلمت 32 مع احترامي مع احترامي للدكتور، الدكتور بيقول 32 اطلاقا. حضرتك بتقول 60% 60% ما بيدفعوش تذاكر. ال 60% دي طب نحل دي ازاي؟ وانا كنت بقول لحضراتكم بالذات في الاقاليم يا فندم. لا لا انا اقول لك دي ليها حلول. ليها حلول لو فكرنا لو وسعنا دماغنا شويه. ايه حلولها؟ طب ما احنا نقلت حاجه عندنا. عندنا المترو لما تعطل البوابات بتاعته كان معدل التسريب فاق برضه ال 50%. لما عملنا بوابات جديده كويس الدنيا ظبطت. هو ايه المانع؟ عندنا حل للمشكلة دي في اتجاهين. لو عملنا بوابات جديدة على الاقل نبدأ بالمحطات تكلفتها عالية بس تحقق ايراد خلال سنة تجيب تكلفتها. معالي النائب العالم كله دلوقتي بيقوم على كمبيوترايزنج. بالظبط كده ده اللي احنا عايزينه، يعني ادخال الكمبيوتر في كل السيرفيسز. كلما قل تدخل العنصر البشري وتقليل العنصر البشري بقدر المستطاع. بالظبط كده. بالزبط. هل ده وارد ان احنا نشوفه طبعًا. بيطبق في السكه الحديد مع قانون الجديد في النقل العام؟ حضرتك بيطبق دلوقتي في النقل العام. حضرتك الكمساري اللي بيطلع اللي تجاوز ال 55 سنه اللي بيطلع يحصل تذاكر من القطر، هل ده منطقي؟ عنده جهد للمناهده مع الناس؟ لا طبعا. روشتة اخيره في ثواني من كل ضيف من حضراتكم لاصلاح على المدى القصير. على المدى القصير، على المدى القصير، لانه المدى الطويل اللي احنا ناقشناه الفيجن ان شاء الله فيما بعد. على المدى القصير ان انا ابص على جداول التشغيل الخطوط اللي ما عليهاش اقبال او عدد ركاب اوقفها، والمواطن لن يضار من ذلك لان ما عليهاش ركاب، وهناك خطوط عليها حجم من الركاب قليل، أو نطبق في الخطوط الكثيفة لاستخدام مبدأ السلامة أولا، بمعنى أن ما يطلعش قطر لما يكون معايير الأمن والسلامة محققة قولا فعلا وليس قولا، وأن نقلل السرعات على الخطوط لعدد لأسباب كثيرة، منها أن السكة نفسها فيها مشاكل ومحتاجة إصلاح بشكل أو بآخر. ودي نقطة هتخلينا برضو لما نجيب جرارات جديدة نبقى يعني برضو كير شوية زي ما بتجيب عربية زيرو وبتمشي بيها على طريق مكسر، فده برضو عنصر لابد ان هو يؤخذ في الاعتبار. وفي نفس الوقت المزلقانات والتنمية المحلية والمحافظات والمزلقانات العشوائية والأسواق اللي على قضبان السكة الحديد دي مصادر للحوادث، فلابد ان كله يتكاتف. العنصر البشري هل خطورته يا فندم وحضرتك أستاذنا طبعا، هل خطورته تقل عن خطورة البنية التحتية والسكة نفسها؟ العنصر البشري ليه يعني يعول عليه في الوقت الحالي مع الترهل اللي موجود وعدم تطوير نظم الاداره، يعول عليه جزء كبير جدا من مشاكل السكه الحديد. سياده النائب يعني على المدى الطويل احنا عايزين سكه جيده امنه، عايزين اشارات الكترونيه مش اشارات كهربيه، عايزين جرارات جديده، عايزين خدمه متميزه، عايزين تذكره بسعر يناسب المجتمع المصري. لكن على المدى القصير سياده الرئيس اصدر قرار تشكيل لجنه برئاسه المهندس ابراهيم محلب، اعتقد هتضم كفاءات من قيادات القوات المسلحه واساتذه من الفنيه العسكريه وخبراء في النقل، اعتقد دول هيحطوا الخطه قصيره الاجل لتوفير الامن والسلامه للمواطن من خلال قد يكون تقليل التشغيل على بعض الخطوط. صحيح. من خلال الغاء بعض المزلقانات، تخفيض السرعات. مش عايز تخفيض السرعات ده مؤكد ده اجباري. طبعا. من خلال اجراءات محدده من خلالها ان شاء الله في كخطه قصيره الاجل نقلل من الحوادث ان شاء الله. سياده النائب احنا محتاجين سريعا، احنا عملنا دورنا التشريعي، محتاجين سريعا التطبيق الفعلي للقانون بان احنا نشوف دراسات واضحه وسريعه فورا علشان نقدر نطبق ده. مش عايزين نقعد نتكلم، لا احنا عايزين تنفيذ فعلي ونشوف دراسات تقول ده هيشتغل بالطريقه الفلانيه. ايه المطلوب من القطاع الخاص اللي احنا فتحنا ان هو يدخل الباب ليه؟ ايه المطلوب فعلا؟ لا ازيد ولا اقل. سريعا. على فكره يعني الموضوع سهل جدا. شكرا فعلا، عملتوا دور مهم جدا في البرلمان باقرار هذا القانون، واتمنى الخير يا رب ان شاء الله. يعني هي كلمه اخيره، القطاع الخاص ممكن يبقى اكتتاب من الشعب او من الدوله زي ما عملنا. لا ده هو كمان كان في كلام يعني انه الاولويه هتبقى لابناء السكه الحديد، ما يبقاش في ذهن 10%. دي نقطه مهمه جدا، ما يبقاش في ذهن الناس ان الاكتتاب ده ان هجيب مستثمر اجنبي للشريك مع السكه الحديد. يعني وفقا للقانون، معلش انا اسف، وفقا للقانون 10% 15 سنة. ولا يجوز نقل الالتزام لمستثمر آخر إلا بموافقة مجلس الوزراء بقانون. المهمة
ودي ضمان للمواطن ان هذا القانون ليس خصخصة. بشكر حضراتكم جزيل الشكر ضيوف الكرام سيادة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، شكرا لحضرتك. سيادة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، شكرا لحضرتك. أستاذ الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس، شكرا لحضرتك. نورتوني، ونتمنى إن شاء الله إنه يعني أنا عايز أقول ستحسب يعني بحق لهذه الحكومة إذا ما تم تطبيق كل المقترحات وتفعيل القانون وتطبيقه بهذا الشكل، ستحسب للحكومة الحالية الحقيقة. فكرة إنه بعد سنوات طويلة جدا كلمة نزيف زي ما نزيف الأسفلت كده بنسمعه، نزيف القضبان كمان طول الوقت بنسمعه، إذا ما تم الانتهاء من هذه المشكلة إن شاء الله يا رب بإذن الله ستحسب لهذه الحكومة، لأنه نتمنى حسبت للبرلمان طبعا عشان معايا رئيس لجنة النقل والمواصلات ورئيس اللجنة الاقتصادية فلازم تحسب للبرلمان. بشكر حضراتكم، نشوفكم بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 10 مساء في حلقة جديدة من مساء دريم. أشوفكم على خير إن شاء الله. تحياتي منا فاروق، وتصبحوا على خير.